بيبدأ الأنمي بقصة بتقول إن كان في قرصان اسمه جولد روجر، واللي يعتبر ملك القراصنة لأن هو امتلك كل حاجة قدر إنه يمتلكها أي قرصان على وجه الأرض. وقبل ما بيموت جولد روجر بيقول إن هو ساب السر اللي هينشئ من بعديه ملك القراصنة الجديد للبحار، والسر دوت هو كنز الوان بيس، واللي هيحصل عليه هيبقى ملك القراصنة. ومن بعدها دخل العالم كله في عصر جديد وهو عصر القراصنة، وانتشرت القراصنة في العالم كله سعيا وتدويرا على كنز الوان بيس. وبعدها فترة كبيرة بتشوف سفينة سياح، وبتشوف ان الطاقم بتاعها لقى برميل وقع في البحر، بيطلع الطاقم البرميل من البحر، ولكن قبل ما بيفتحوه بتهجم عليهم سفينة قراصنة، وبتكون سفينة القراصنة والقرصنة الفيدا اللي معتبرة نفسها اجمل قرصنة في العالم، وبيهجم اعضاء طاقم الفيدا على سفينة السياح عشان ياخدوا الكنوز اللي فيها. وبيكون في ولد اسمه كوبي وبيكون مساعد الفيدا، ولكن بيكون خايف جدا انه يروح لسفينة السياح، ولكن الفيدا بتقوله انه يروح دلوقتي ويجيب لها كل الغنائم اللي موجودة في سفينة السياح، وبتضربه وتخليه يقع على سفينة السياح. وبيبدأ كوبي انه يتحرك في سفينة السياح وبيلاقي برميل، وبيكون البرميل دوت هو اللي لقى طاقم السياح في البحر، وبياخد كوبي البرميل عشان يوديه الالفيدا، ولكن القراصنه بيعترضوا طريقه وبيقولوا ان هم اللي هيودوا البرميل. وقبل ما بياخدوا القراصنه البرميل من كوبي بيظهر شخص غريب من البرميل، وبيكون لابس قبعه من القش، وبيتصدم كل القراصنه اللي موجودين لان في شخص غريب طلع من البرميل، وبيكون القراصنه هيضربوا الشخص الغريب لان هو بيطلع من البرميل ضرب احد القراصنه، لكن اول ما بيضربوه بالسيوف بتاعتهم بتتكسر السيوف بتاعتهم، وما بيحصلش اي حاجه للشخص اللي لابس قبعه القش. وبيخاف القراصنه جدا وبيسالوا اللي لابس قبعه القش هو مين، فبيقولهم الشخص اللي لابس قبعة القش ان هو لوفي، وبيخاف القراصنة جدا من لوفي، وبيطلعوا يجروا وهم خايفين. وبيقول كوبي لوفي ان السفينة ديت سفينة سياح، وان تمت معجمتها من القرصنة الفيدا، وان هو ما يطلعش لفوق لان الفيدا هتقتله، ولكن لوفي ما بيهتمش وبيروح لمخزن الاكل بتاع السفينة بتاعت السياح. بيسأل لوفي كوبي اذا كان هو من قراصنة الفيدا ولا لا، فبيقول كوبي ان هو من القراصنة ولكن مش عايز يبقى قرصان، وان هو في يوم من الايام كان طالع عشان يبحر في البحر ويصطاد شوية سمك، ولكن هجمت عليه الفيدا واخدته في طاقم القراصنة بتاعها غصب عنه، بقاله سنتين كاملين بيخدم الفيدا وهو اصلا بيكرهه ومش عايز يبقى من القراصنة. بيسأل كوبي لوفي هو مين وايه اللي جابه لحد هنا، فبيقول لوفي لكوبي ان هو لوفي الشخص اللي هيصبح ملك القراصنة، فبيتصدم كوبي وبيقول ان دوت مستحيل، وان مستحيل اصلا حد يبقى ملك القراصنة، لان الشخص اللي بيبقى ملك القراصنة هو الشخص اللي هيلاقي كنز الوان بيس، واللي ما قدرش اي حد يلاقيه لحد دلوقتي. الامر مش سهل لان المنافسة صعبة وان في قراصنة كتير جدا في البحر، فبيضرب لوفي كوبي وبيقوله ان هو ما يقولش على اي حاجة مستحيلة، ان هو لوفي وان هو قرر ان هو هيبقى ملك القراصنة، وان ما عندوش اي مانع ان هو يموت في سبيل انه يحقق حلمه. وبيتصدم كوبي من رد لوفي وبيقول ان هو برضك عايز يحقق حلمه، وان حلمه ان هو ينضم للقوات البحريه ويقبض على كل القراصنه الاشرار. وبيقول كوبي ان هو دلوقتي هيطلع ويقبض على الفيدا وبعدها يسلمها للقوات البحريه وينضم ليهم، ولكن قبل ما بيكمل كوبي كلامه بتنزل عليهم الفيدا من السقف، وبتقول لكوبي ان هو غبي لان هو بيفكر في حاجه زي كده، وبيكون كوبي خايف جدا من الفيدا ومرعوب منها، وبتحاول الفيدا انها تهاجم لوفي وكوبي، ولكن لوفي بياخد كوبي وبيطلعوا لسطح السفينه، بيقف القراصنه بتوع الفيدا قدام لوفي وبيكون على وشك انهم يهاجموه، لكن لوفي بيمط ايديه بطريقه غريبه وبيقدر انه يقضي على كل القراصنه بضربه واحده. بتتصدم الفيدا وبيتصدم كوبي ان لوفي بيقدر انه يمد ايديه بالطول دوت، وبيسال كوبي لوفي هو ازاي عمل كده، فبيقول له لوفي ان هو عمل كده لان هو اكل فاكهه الشيطان. وبتيجي الفيدا وبتقول لكوبي انه يبطل يساعد الراجل المطاط ويجي دلوقتي ويساعدها، ولكن كوبي بيتشجع وبيقول للفيدا انها اكبر امراه شافها في حياته، وان هو بيكرهها جدا، وان هو مش هيساعدها، وان هو بيبقى من قوات البحريه وهيقبض على القراصنه امثالها. وبتتعصب الفيدا جدا وبتكون هتضرب كوبي بالمطرقه بتاعتها، ولكن بيتصدى لها لوفي لان هو ما بيهزش بالضربات ديت لان جسمه مطاط. بيبدا لوفي انه يستعد عشان يهاجم الفيدا وبيقدر انه يوجه لها ضربات متتاليه، وبعد كده بيمد لوفي ايديه وبيضرب بيها الفيدا ضربه قويه وبيخليها تقع في البحر ويمغم عليها. بيقدر لوفي انه يهزم القرصان اللي كانت مفتكره نفسها اجمل قرصان في العالم الفيدا، وبعد كده بياخد لوفي قارب صغير هو وكوبي وبيبداوا ان هم يتحركوا في البحر. وبيسال كوبي لوفي هو هيعمل ايه دلوقتي، فبيقولوا ان هو هيدور على طاقم من القراصنه عشان يبدا رحلته في البحر. بيقول لوفي لكوبي ان هو سمع ان الفيدا بتتكلم عن واحد اسمه زورو اللي يعتبر صيد القراصنه، فبيقول كوبي لوفي ان الشخص دوت شخص خطير جدا، وانه قدر انه يقبض على القراصنه كتيره جدا، وانه هو شخص مخيف وبيقدر انه يستخدم السيف بطريقه مرعبه، ولكن في الفتره اللي فاتت قدرت قوات البحريه انها تقبض عليه، وان هو دلوقتي موجود في سجن قوات البحريه. فبيقول لوفي لكوبي ان هو قرر انه يضم زورو لطاقم القراصنه بتاعه، وبيبدا لوفي وكوبي انهم يتحركوا عشان يوصلوا المكان اللي محبوس فيه زورو، وبيقدروا فعلا انهم يوصلوا المدينه اللي فيها قوات البحريه اللي حابسه زورو. وبيتسلق لوفي وكوبي السور وبيشوفوا زورو وهو مربوط بالحبال ومتقيد، وبيقول لوفي ان هو هيفك زورو من الحبال وبعد كده يهربوا وياخدوا معاه الطاقم بتاعه، ولكن كوبي بيقول له ان الامر خطير لان كده قوات البحريه هتطارده. واثناء ما لوفي وكوبي واقفين بتيجي بنت صغيره وبتبص من على السور على زورو، وبيسال لوفي البنت الصغيره هي مين، فبتبدا البنت الصغيره انها تحكي لهم عن اللي خلى زورو ان هو يتحبس، وبتقول لهم ان زورو اتحبس بدلها هي وامها، وبتقول لهم ان هيلمبو ابن قائد البحريه هجم عليهم هو والكلب بتاعه في المطعم بتاعها هي والدتها، وفي الوقت دوت كان موجود زورو في المطعم فصدى الهيلمبو وضربه، وعلشان كده قرر الهيلمبو ان هو يحبسنا
انا ووالدتي عشان زورو ضربه، فقرر زورو انه يتحبس بدلنا عشان هيلمبو ما يحبسناش بعد ما زورو يمشي من المدينه. وبتقول ان هيلمبو قال ان زورو هيتحبس بس لمده شهر وبعد كده هيخرج، وان دلوقتي عدى 3 اسابيع وان فاضل بس اسبوع واحد وزورو هيخرج من السجن. وبيروح بعد كده لوفي وكوبي مع البنت الصغيره للمطعم بتاعها، وبيلاقوا ان هيلمبو قاعد في المطعم وعمال يقول لام البنت الصغيره انها تنزله الاكل ببلاش. وبيقول هيلمبو باعلى صوته في المطعم ان بكره هيتم اعدام زورو في ساحه الاعدام، وان هم كانوا عاملين معاه واجب اما سابوه عايش لمده 3 اسابيع بعد ما تم القبض عليه. وبيتعصب لوفي جدا ان هيلمبو بيقول كده على زورو وبيضربه ضربه قويه جدا، فبيخاف هيلمبو من لوفي وبيقول له ان ابوه هو القائد مورغان وان هو هيخليه يحبسه زي ما حبس زورو، فبيقول له لوفي ان هو مش مهتم بيه ولا مهتم بابوه. وبيروح بعد كده لوفي زورو وبيقول له ان هو قرر ان هو يهربه وبعد كده يضمه للطاقم بتاعه، فبيقول زورو ان هو سقط قراصنه وان هو مش هيبقى قرصان ابدا، فبيقول له لوفي ان هو مش مهتم سكان هينضم ليه ولا لا لان هو خلاص قرر ان هو يضمه. وبيقول لوفي زورو ان هو يروح دلوقتي عشان يجيب السيوف بتاعته عشان يمشوا من هنا. وبيستغرب زورو جدا ان لوفي هيهاجم القاعده البحريه لوحده، وفي نفس الوقت بيكون جنود البحريه كلهم بيرفعوا التمثال بتاع القائد مورغان اللي بقالهم شهور بيعملوا فيه، وبيكون القائد مورغان خايف جدا على التمثال بتاعه وخايف ان هو يتخدش باي خاتم. واثناء ما هما بيرفعوه بيظهر لوفي اللي بيخبط في التمثال وبيخليه يقع من فوق المبنى وبيتكسر، وبيتعصب القائد مورغان جدا وبيامر الجنود انهم يقبضوا على لوفي، فبياخد لوفي هيلمبو ابن القائد وبيجري بيه عشان يدله على المكان اللي فيه السيوف بتاعت زورو. وبيبص القائد مورغان من فوق المبنى فبيلاقي ان كوبي بيحاولوا انه يحرر زورو، فبيتعصب القائد جدا وبيامر جنود البحريه انهم ينزلوا يقتلوا زورو والشخص اللي معاه. وبيكون هيلمبو قدر انه يدل لوفي على المكان اللي فيه السيوف بتاعت زورو، وبيكون لوفي مش عارف انهي سيف بتاع زورو لان في 3 سيوف موجودين، فبيقرر ان هو ياخد الثلاث سيوف ويخلي زورو يختار السيف اللي هو عايزه. وفي نفس الوقت بيكون القائد مورغان هو وجنود البحريه وقفوا قدام زورو وكوبي وبيكون على وشك انهم يطلقوا النار عليهم ويقتلوهم، ولكن بيوصل لوفي في الوقت المناسب وبيقف قدام كل طلقات النار اللي بتدخل في جسمه، ولكن بترتد الطلقات مره ثانيه ناحيه الجنود لان جسم لوفي مطاط وما بيتاثرش بالنار. واول ما بيشوف القائد مورغان لوفي بيتصدم جدا وبيقول ان لوفي اكل فاكهه الشيطان، وديت عباره عن فاكهه اسطوريه بتدي اي شخص ياكلها قوه خارقه معينه، وان في انواع كتير من فاكهه الشيطان كل واحده منها بتدي طاقه معينه، وان الفاكهه اللي اكلها لوفي هي فاكهه المطاط الشيطانيه. بيقول بعد كده القائد مورغان للجنود بتاعته انهم يهجموا على لوفي دلوقتي ويحاولوا انهم يصيبوه باي اذى، وبيستعد الجنود وبيبداوا انهم يهجموا على لوفي وزورو وكوبي، وبيقول زورو لوفي ان هو يديله السيوف بتاعته، وبيدي لوفي لزورو السيوف بتاعته وبياخد زورو السيوف وبيقدر ان يفك نفسه من القيود وبيتصدر كل جنود البحريه بالثلاث سيوف، وبيتذهل لوفي من قوه زورو وبيعرف ان زورو بيستخدم الثلاث سيوف ومش بيستخدم سيف واحد بس. وبيقول زورو لوفي ان هو قرر انه ينضم للطاقم بتاعه لان هو قرر ان يحقق طموحه ويبقى احسن مبارز بالسيف في العالم كله، وبيقول له في زورو ان دوت امر رائع جدا ان يكون احسن مبارز في العالم موجود جنب ملك القراصنه. وبيعرف زورو في الوقت دوت ان لوفي بيطمح ان يكون ملك القراصنه وانه يلاقي كنز الوان بيس، وبيمط بعد كده لوفي ايديه وبيضرب كل جنود البحريه اللي كان زورو متصدى ليهم. وبيتحرك لوفي وبيبدا انه يهاجم قائد البحريه مورغان، وبيقدر لوفي انه يتجنب كل ضربات مورغان وبعد كده بيضربه ضربه قويه وبيخليه يقع على الارض، وبيبدا لوفي انه يضرب القائد مورغان بايديه ضربات قويه جدا، ولكن بيظهر هيلمبو وبيقول للوفي ان هو يبعد بعيد ابوه والا هيضرب كوبي دلوقتي بالنار. وبيقف لوفي وبيقول لهيلمبو ان كوبي مش خايف ان هو يموت لان هو لو مات هيموت في سبيل انه يحقق حلمه. وبيستعد لوفي عشان يضرب هيلمبو، ولكن مورغان بيقف ورا لوفي عشان يضربه، وبيمد لوفي ايديه وبيضرب هيلمبو وبيوقعه على الارض، وبيكون زورو قدر انه يضرب مورغان ويقضي عليه، وبيقدر لوفي وزورو انهم يقضوا على القائد مورغان وابن هيلمبو الفاسدين. واول ما بيشوف جنود البحريه ان لوفي وزورو قدروا انهم يهزموا القائد مورغان بيفرحوا جدا لان هو اتهزم، وبيتضح ان جنود البحريه كان بيكرهوا القائد مورغان وابن هيلمبو لان هم كانوا بيضغوا دايما على الناس وكان بيعاملوا جنود البحريه بطريقه وحشه. وبيقع بعد كده زورو على الارض لان هو جعان لان بقاله اكتر من 3 اسابيع ما اكل. بيروح لوفي وزورو وبياكلوا في مطعم البنت الصغيره، وبعد ما بيخلصوا اكل بيستعدوا عشان يمشوا من المدينه، بيسيبوا وراهم كوبي بعد ما اتقابل في قوات البحريه كجندي من البحريه، وبيودع لوفي وزورو كوبي وبيبداوا انهم يتحركوا. واثناء ما لوفي وزورو ماشيين بيجي هوا قوي جدا وبيطير قبعه القش بتاعت لوفي، فبيجري لوفي ناحيه القبعه وبيمسكها وهو خايف انها تضيع منه، وبيبدا انه يفتكر هو ازاي حصل على القبعه ديت، وبيفتكر ان هو صغير كان قاعد مع مجموعه من القراصنه بقياده القائد شانكس واللي كان لوفي بيحبه جدا وكان نفسه ان هو ينضم للطاقم بتاعه ويبقى قرصان معاه، ولكن شانكس كان بيرفض انه ياخد لوفي معاه في الطاقم بتاعه لان هو لسه صغير. في يوم وهم قاعدين في البار بيدخل عليهم مجموعه من قطاع الطرق وبيكونوا عايزين يشربوا مشروب، ولكن ما بيلاقوش اي مشروب لان قراصنه شانكس شربوا كل المشروبات اللي موجوده، فبيتضايق قطاع الطرق جدا لان القراصنه شربوا كل المشروبات، فبيطلع شانكس اخر ازازه مشروب معاه وبيديها لقائد قطاع الطرق، ولكن قائد قطاع الطرق بيكسر الازازه في وش شانكس وبيقول له ان هو مش محتاج ازازه واحده انما محتاج ازايز كتير، وان هو مش هياخد حاجه من بعض القراصنه الضعفاء. وبيخرج قطاع الطرق وبيقعد شانكس يضحك على اللي عملوه قطاع الطرق لان هي حاجه سخيفه جدا، ولكن لوفي بيتعصب جدا وبيقول لشانكس هو ازاي يخلي واحد من قطاع الطرق انه يهينه بالطريقه ديت، فبيقول شانكس للوفي ان هو مش هيضايق نفسه عشان بعض المشروبات. واثناء ما هم قاعدين بيلاقي لوفي ان في صندوق جواه فاكهه غريبه، فبياكل لوفي
من الفاكهه الغريبه واللي بيتضح انها فاكهه الشيطان. واول ما بيشوف شانكس ان لوفي اكل الفاكهه اللي في الصندوق بيتعصب جدا وبيقوله ان هو يتفها، ولكن لوفي بيكون خلاص اكلها وبيبدا جسمه ان هو يتحول لمطاط. ووقتها قال شانكس لوفي ان هو دلوقتي بقى جسمه مطاط لان هو اكل فاكهه الشيطان المطاطيه. وبعدها بايام بيكون قطاع طرق قاعدين في البار وعمالين يتريقوا على قراصنه شانكس لانهم اتقبلوا الاهانه، فبيتضايق لوفي اللي بيكون قاعد هو كمان في البار وبيقول لقطاع الطرق ان القراصنه هم اقوى منهم وان هم ضعفاء وان هم ما يقولوش اي حاجه عن صديقه شانكس ولا هيضربهم ضربات قويه. فبيتعصب قائد قطاع الطرق وبياخد لوفي وبيكون عايز يقتله، وبيفضل عمده المدينه انه يترجى قائد قطاع الطرق ان هو ما يقتلش لوفي، ولكن قائد قطاع الطرق بيقول ان هو خلاص قرر ان هو يقتل الولد الرخم دوت. ولكن قبل ما بيقتله بيظهر شانكس والطاقم بتاعه وبيقول ان دوت امر مثير جدا ان قطاع طرق مشهور يقتل احد الاطفال. فبيحاول احد قطاع الطرق ان يواجه المسدس ناحيه شانكس، ولكن بيضربوا احد افراد الطاقم بالمسدس وبيوقع قطع الطرق على الارض. فبيحاول قطاع الطرق الباقيين ان هم يهاجموا الطاقم بتاع شانكس، ولكن واحد بس من الطاقم بتاع شانكس بيقدر انه يهزم قطاع الطرق كلهم. فبيخاف جدا قائد قطاع الطرق من شانكس ومن الطاقم بتاعه وبياخد لوفي وبيهرب بيه. وبيكون قائد قطاع الطرق عايز يرمي لوفي في البحر لان لوفي ما بقاش يعرف يعوم من ساعه ما اكل فاكهه المطاط. بيرمي قائد قطاع الطرق لوفي في البحر وبيفضل لوفي يتجذب عشان ما يغرقش. قبل ما بيمشي قائد قطاع الطرق بتظهر سمكه عملاقه وبتاكله، وبتكون السمكه على وشك انها تاكل لوفي، ولكن بيظهر شانكس وبينقذ لوفي على اخر لحظه. وبتخاف السمكه العملاقه من شانكس وبتهرب، وبيقدر شانكس انه ينقذ لوفي ولكن بعد ما خسر ايديه. وبيفضل لوفي يعيط على شانكس لان هو خسر ايديه وهو بيحاول انه ينقذه من السمكه العملاقه. وبعدها بايام بيستعد قراصنه شانكس عشان يتحركوا بره المدينه، ولكن قبل ما بيمشي بيقول لوفي لشانكس ان هو مش هيطلب منه ان هو ينضم للطاقم بتاعه، لان هو قرر ان هو يبقى ليه طاقمه الخاص وهيبقى قرصان لوحده، وان هو هيبقى اعظم قرصان وهيلاقي كنز الوان بيس وهيبقى ملك القراصنه. وبيضحك شانكس على حلم لوفي وهدفه وبيديله قبعه القش بتاعته وبيقول له انه ما يرجعهاش الا لما يبقى قرصان عظيم. ودوت اللي مخلي لوفي يحب قبعه القش جدا لان هو بيحب شانكس ومعتبره مثله الاعلى. بيبدا لوفي بعد كده وهو وزورو انهم يتحركوا في البحر، ولكن بيكونوا مش عارفين هم رايحين فين لان لوفي وزورو ما عندهمش خبره في الملاحه اللي بتعرفهم الاتجاهات وسط البحر. وبيفضل لوفي وزورو قاعدين وبيكون زورو جعان جدا، وبيحاول لوفي انه يقبض على احد الطيور عشان ياكلوه، ولكن الطائر بيقبض على لوفي بدل ما لوفي هو اللي يقبض عليه. وبيفضل الطائر طاير بلوفي لحد ما بيرميه في مدينه، وبيقع لوفي وسط مجموعه من القراصنه وهم بيحاولوا انهم يهاجموا بنت غلبانه. اول ما بتشوف البنت لوفي بتقول ان هو دوت القائد بتاعها، فبيحاولوا القراصنه انهم يهاجموا لوفي، ولكن لوفي بيضربهم وبيقضي عليهم بكل سهوله. وبيسال لوفي البنت هو ليه القراصنه بيجروا وراها، فبتقوله ان اسمها نامي وان هي بتسرق القراصنه. وبيبدا لوفي انه يتحرك في المدينه وبيكون جعان جدا، فبتاخده نامي للبيت بتاعها وبتحط له اكل عشان ياكل. وبياكل لوفي وبيسال نامي هو ليه المدينه فاضيه وما فيهاش ناس، فبتقوله نامي ان كل الناس اللي في المدينه هربت لانها خايفه من القرصان باجي. وبتقوله ان الاشخاص اللي هو واجههم هم من الطاقم بتاع باجي وان هم كانوا بيجروا وراها عشان عايزين خرطه الجراند لاين اللي معاها. وبيسال لوفي نامي اذا كانت تعرف الاتجاهات بتاعه البحر، فبتقوله انها ملاحه رائعه وانها تعرف الاتجاهات كلها. فبيطلب منها لوفي انها تنضم للطاقم بتاعه لان هو عايز اشخاص يعرفوا الاتجاهات. وبترفض نامي في البدايه، ولكن بتوافق بشرط ان لوفي يجي معاها للقرصان باجي. تربط نامي لوفي وبتاخده للقرصان باجي وبتربيه قدام القرصان باجي وبتقول له هو دوت اللي سرق الخريطه بتاعتك، وبتدي للقرصان الخريطه اللي سرقتها منه وبتقول له ان هو دوت القائد بتاعها واللي امرها انها تسرق الخريطه، وان هي زهقت منه عشان كده قررت انها تسلمه وقررت انها تنضم للطاقم بتاعه. وبيوافق القرصان باجي ان هو يضم نامي معاه للطاقم، وبيقول لها ان هو هيخليها تنضم للطاقم بشكل نهائي ولكن بعد ما تقتل لوفي. وبيجيب لها مدفع وبيديها كبريت وبيقول لها انها تولع المدفع في وش لوفي وبعد ما يموت هتبقى كده قدمت الولاء ليه. وبتتردد نامي انها تولع المدفع في وش واحد ما عملش اي حاجه، فبياخد احد القراصنه الكبريت وبيولع المدفع، ولكن نامي بتجري ناحيه المدفع وبتطفيه بايديها. فبيعرف القرصان باجي انها مخادعه وانها كانت هتحاول انها تسرق منه الخريطه مره ثانيه. وبيحاول كل الطاقم انهم يهاجم نامي بعد ما عرفوا انها خاينه، ولكن بيظهر زورو في الوقت المناسب وبيتصدى لكل الطاقم. وبيدخل بعد كده زورو في مواجهه قدام باجي وبيقدر انه يقطعه لحتت بالسيوف بتاعته، ولكن بيقدر باجي انه يرجع جسمه تاني بعد ما اتقطع. وبيتضح ان باجي واكل احد فاكهه الشيطان واللي بتخلي جسمه يرجع لطبيعته بعد ما يتقطع لحتت. وبيقدر باجي انه يطعن زورو بطعنه قويه جدا وهو مش واخد باله، وبيقع زورو على الارض وهو مش قادر، وبيقول لوفي لزورو ان هو يهرب ويسيبه، ولكن زورو بيضحك وبيقوم يجري ناحيه المدفع وبيلفه ناحيه القرصان باجي والطاقم بتاعه. وبتولع نامي المدفع وبيهدف المدفع قذيفه في وش القرصان باجي وهو والطاقم بتاعه. وبتهرب بعد كده نامي وبيجري زورو ناحيه القفص بتاع لوفي وبياخده عشان يهرب. وبيفضل زورو ساحب لوفي بالقفص بتاعه لحد ما بيبعده بعيد القراصنه، وبيقع زورو على الارض وهو مغمى عليه بسبب الجرح اللي اتجرحه. وبيظهر شخص غريب واللي بيتضح ان هو عمده المدينه، واول ما بيشوف جرح زورو فبياخده للطبيب عشان يتعالج. وبيكون لوفي قاعد في القفص بتاعه، ولكن بيظهر فجاه موجو اللي بيكون من قراصنه باجي، وبيهجم موجو على لوفي بالاسد بتاعه وبيكسر القفص اللي لوفي فيه. بيفرح لوفي جدا ان هو اتحرر من القفص وبيهجم على موجو وبيقدر انه يهزمه بكل سهوله. يكون باجي بعد ما عرف ان موجو اتهزم بيتعصب جدا وبيقرر ان هو يدمر المدينة.
المدينه كلها. واول ما بيعرف عمده المدينه ان باج هيدمر المدينه بيقرر ان هو يروح لباج ويحاول ان هو يهزمه عشان يحمي المدينه. وبتيجي نامي وبتحاول انها تمنع عمده المدينه ان هو يروح لباج لان هو كده هيموت. وبيفوق زورو من الاغماء اللي هو فيه وبيقرر هو ولوفي ان هم يروحوا عشان يهزموا باجي. وبيقول لوفي ان هو قرر ان هو ياخد خريطه الجراند رايم من باجي لان هو محتاجها. وبتقول نامي انها تنضم ليهم عشان تاخد الكنز بتاع باجي. ومن الناحيه الثانيه بيكون العمده قدر انه يوصل لباجي وبيقول له ان هو يبعد بعد المدينه بتاعته. ولكن باجي بيمسك العمده من رقبته وبيكون على وشك انه يخنقه. ولكن بيظهر لوفي وزورو ونامي وبيقدر لوفي انه ينقذ العمده. وبيبدا لوفي وزورو انهم يهاجموا باجي والقراصنه بتوعه. وبيدخل زورو في مواجهه قدام احد قراصنه باجي واللي بيكون بيستخدم السيف بطريقه رائعه جدا. وبيقدر القرصان انه يهاجم زورو في الجرح اللي اتجرحه وبيخليه مش قادر يتحرك. ولكن زورو بيقاوم الالم وبيقوم وبيقول ان هو مش هيموت الا لما يبقى احسن مبارز في العالم. وبيستخدم زورو المهاره بتاعته وبيقدر انه يقضي على القرصان بكل سهوله. وفي نفس الوقت بيكون لوفي بيحاول انه يهاجم باجي ولكن باجي كان بيفصل جسمه عشان ما يتصابش بضربه لوفي. وبيحاول باجا انه يهاجم نامي اللي سرقت الكنز بتاعه ولكن بيتدخل لوفي وبيضرب باجا ضربه قويه جدا وبيلزقه في الحيطه. ولكن بيقوم باجا مره ثانيه وبيحاول انه يجمع جسمه ولكن بيلاقي ان جسمه كله مش راضي يتجمع لان نامي ربطت كل اعضاء جسمه. وبيموت لوفي ايديه وبيضرب باجا وبيطيره بعيد. وبعدها بتدي نامي خريطه الجريند لاين للوفي وبيعرض لوفي على نامي انها تنضم للطاقم بتاعه. وبتوافق نامي انها تنضم للطاقم بتاع لوفي. وبيركب لوفي وزورو ونامي القارب وبيقول لوفي ان احنا لازم نحصل على سفينه كبيره. وعلشان كده بيبداوا انهم يتحركوا لقريه تشلوبر عشان يدوروا على سفينه. واول ما بيوصلوا للقريه بيلاقوا انه في شخص غريب واقف قدامهم وبيقول لهم ان هم يمشوا من هنا وما يحاولوش انهم يدخلوا القريه والا هيهاجمهم لان هو قائد لاكثر من 3000 قرصان. ولكن نامي بتكتشف خداعته وبتعرف ان هو بيكذب. وبيتعرف لوفي على الشخص الغريب وبيتضح ان اسمه اسوب لان اسوب هو ابن يوسوب احد افراد طاقم شانكس ذو الشعر الاحمر. بياخد اسوب لوفي وزورو ونامي وبيقعدوا كلهم في مطعم وبيبداوا انهم يتكلموا. وبيقول لوفي لاسوب ان هم جايين هنا عشان يدوروا على سفينه. فبيقول له اسوب ان اهل القريه هنا معهمش سفن ومش هيلاقي سفن هنا في القريه. فبيقول زورو ان هو سمع ان في قصر كبير جدا موجود في القريه وهو البنت اسمها كايا. فبيقول اسوب لزورو والباقيين انهم يبعدوا بعد القصر دوت وما يهتموش بيه. وبعد كده بيقوم اسوب وبيقول ان هو نسي حاجه مهمه وان هو هيروح يعملها دلوقتي فورا. وبيمشي اسوب وبيقرر لوفي والباقيين انهم يروحوا لكايا ويطلبوا منها سفينه. وبيروح لوفي ونامي وزورو للقصر وبيكتشف ان اسوب بيجي كل يوم للقصر علشان يحكي لكايا على كل المغامرات الكذب اللي هو بيعملها. وبيدخل لوفي وهو والباقيين للقصر وبيطلب لوفي من كايا انها تديله سفينه. ولكن بيظهر في الوقت دوت كلهادور وهو رئيس الخدم بتاع كايا. وبيقول لوفي ان كايا ما عندهاش سفينه عشان تديها له وان هم يمشوا من هنا دلوقتي. وبيمشي لوفي والباقيين وبيقف كلهادور وبيهين اسوب لانه ابوه قرصان. فبيتعصب اسوب وبيضرب كلهادور وبيقول ان هو بيفتخر ان ابوه قرصان وان عروقه كلها بيجري جواه دم قراصنه وان هو بيفتخر بكده. وبيكون لوفي شايف رد فعل اسوب على اهانه كلهادور وبيكون معجب جدا بيه. وبيمشي اسوب بعد كده وبيقعد عند المنحدر وبيجي له لوفي وبيفضل يتكلم معاه. واثناء ما هم قاعدين بيتكلموا بيشوفوا كلهادور وهو واقف مع شخص غريب. وبيسمعوا كلهادور وهو بيتكلم مع الشخص الغريب اللي بيتضح ان هو قرصان وبيقول له ان هو هيقتل كايا قريب. وبيتعصب لوفي وبيصرخ بقى على صوته وبيقول لكلهادور ان هو سمع الخطه بتاعته. فبيستخدم القرصان واللي اتضح ان اسمه جانكي تنويم المغناطيس وبيناوم لوفي. وبيجري اسوب عشان يحذر الكراويين من خطه كلهادور ولكن الكراويين ما بيهتموش لان اسوب في كل مره بيحذر فيها الكراويين من هجوم القراصنه بيطلع انذار كاذب. فبيجري اسوب ناحيه القصر بتاع كايا وبيقول لها على كل حاجه ولكن كايا ما بتصدقهوش. قال له انه يمشي من هنا لان هو كذاب ومش عايزه تسمع قصصه الكذابه. وبيمشي اسوب وهو زعلان ان كايا الشخص اللي بيثق فيها ما صدقتهوش هي كمان. وفي نفس الوقت بيكون زورو ونامي قدروا انهم يلاقوا لوفي اللي مغمى عليه وصحوه من الاغماء اللي هو فيه. وقال لوفي لزورو ونامي على كل اللي حصل. فبيروح زورو ونامي ولوفي عشان يدوروا على اسوب وبيقدروا انهم يلاقوه وبيقرروا انهم يساعدوه عشان يحموا القريه. وبيجي تاني يوم وبيبدا القراصنه انهم يستعدوا عشان يدخلوا القريه ولكن بيعترض طريقهم لوفي والباقيين وبيبداوا انهم يهاجموهم وبيقدروا انهم يقضوا عليهم. فبيضطر جانك انه يستدعي الاخوان عشان يهاجموا طاقم قبعه القش ولكن بيتصدى ليهم زورو. وبيقدر زورو بعد معاناه طويله ان هو يهزم الاخوين. بيجي كلهادور وبيقول لجانك ان الخطه بتاعتهم اتاخرت وان هم لازم يقضوا على كل الموجودين دلوقتي. تيجي كايا كمان بعد ما اكتشفت ان كلهادور خان وعايز ياخد الثروه بتاعتها. وبتحاول كايا انها تستغل العاطفه بتاعت كلهادور وتقول له على كل اللحظات الحلوه اللي قضيتها معاه. ولكن كلهادور ما بيهتمش وبيقول لها ان هو هيقتلها. وبيحاول كلهادور انه يهاجم كايا ولكن بيقف قدامه اسوب. فبيتعصب كلهادور ان اسوب واقف قدامه وبيحاول انه يقتله ولكن بيتدخل لوفي وبيضرب كلهادور وبيطيره بعيد. وبيقول اسوب للاطفال الصغيرين اصدقائه ان هم ياخدوا كايا ويهربوا بيها في الغابه. وبياخد الاطفال كايا وبيهربوا بيها وبيجري القرصان جانك وراهم عشان ياخد كايا. ولكن زورو بياخد اسوب وبيستعد عشان يجروا على جانك ويمنعوا ان هو ياخد كايا. بيقعد لوفي وبتبدا معركه بينه وبين كلهادور. وبيستخدم كلهادور السيف اللي بتطلع من ايديه وبيقدر انه يستخدم تقنيه قويه جدا ويقضي على كل الاشخاص اللي موجودين. وبيتصاب لوفي من التقنيه بتاعت كلهادور وبيتعصب جدا لان كلهادور قتل كل القراصنه اللي كانوا موجودين. فبيقول كلهادور ان هو كده كان هيقتلهم بعد ما ياخد الثروه بتاعت كايا. فبيتعصب لوفي جدا لان كلهادور ما احترمش الاشخاص اللي هم ساعدوه. وبيقدر لوفي ان هو يمسك كلهادور رغم ان هو سريع جدا ويوجه له ضربه
قويه جدا. وبعد كده بيهجم لوفي على كلهدور وبيكيده بدراعاته الاثنين وبيضربه ضربه قويه جدا في راسه، وبيقع كلهدور على الارض وغمغم عليه ومش قادر يتحرك. وفي نفس الوقت بيكون زورو واسوب قدروا انهم يوصلوا جانك اللي بيكون ماسك كايو على وشك ان هو يقتلها، ولكن اسوب بيستخدم مهاره التصويب بتاعته وبيقدر انه يصوب على جانك وبيبعده بعيد كايو، وبيقدر بعد كده زورو ان هو يهزم جانك ويطيح بيه، وبيقدر طاقم قبعه القش مع اسوب انهم ينقذوا كايو من الموت. وبتقعد بعد كده كايو مع لوفي والباقيين وبتقرر انها تديهم سفينه لان هم ساعدوها، وبياخد لوفي والباقيين السفينه وبيطلب لوفي من اسوب ان هو ينضم للطاقم بتاعه، وبيوافق اسوب ان هو ينضم للطاقم بتاع لوفي لان هو نفسه يكون قرصان زي ابوه. قبل ما بيتحركوا بيرسم لوفي شعار السفينه بتاعتهم وبيعلقوها على السفينه، وبعد كده بيستعد لوفي مع طاقم قبعه القش عشان يتوجهوا للجراند لاين المكان اللي موجود فيه كنز الوان بيس. بعد انطلاق لوفي مع اعضاء الطاقم اللي جمعهم بيفضلوا ماشيين في البحر طريق طويل جدا لحد ما بيلاقوا قدامهم سفينه كبيره لاحد قوات المارينز اللي بيحاولوا ان يهدف قذيفه على السفينه بتاعتهم بعد ما عرف انهم قراصنه، ولكن لوفي بيتصدر القذيفه بقدرته المطاطيه وبيحدفها في اتجاه تاني، ولكن القذيفه بتقع على احد السفن واللي بيتضح انها احد المطاعم الكبيره في البحر، وبيروح لوفي عشان يعتذر من صاحب المطعم ولكن بيتم القبض عليه من الطباخين، وبيودوه الطباخين لمدير المطعم الشيف زيف، وبيعتذر لوفي لزيف بسبب اللي عملته القذيفه، ولكن زيف ما بيقبلش اعتذاره بيقول له ان هو لازم يدفع فلوس ويصلح حق الحاجات اللي هو كسرها، ولكن لوفي بيقول له ان هو مش معاه فلوس فبيتضايق زيف وبيقول له ان هو هيشتغل عنده لمده سنه لحد ما يسدد حق الحاجات اللي كسرها، وبيتضايق لوفي وبيرفض ان هو يشتغل لمده سنه لانه وراه حاجات كتير يعملها، ولكن زيف بيمسك لوفي وبيفضلوا يتخانقوا هما الاثنين، وبينتهي الخناقه ما بينهم ان لوفي هيشتغل لمده سنه عند زيف عشان يسدد ثمن الحاجات اللي كسرها. وبيبدا لوفي ان يشتغل في المطعم، واثناء ما هو بيشتغل بيشوف ان في احد الاشخاص اسمه جين دخل للمطعم واللي بيتضح ان هو قرصان وكان عايز ياكل ببلاش، ولكن طباخين المطعم ضربوه طردوه بره المطعم وقالوا له ان هم ما بيقدموش اكل ببلاش، ولكن بيخرج احد الطباخين واللي اسمه سانج وبيدي اكل لجين ببلاش، وبيكون لوفي شايف كل حاجه وبيعجب بسانج لان هو ادى اكل ببلاش لجين، وبيقرر لوفي انه يضم سانج للطاقم بتاعه عشان يبقى الطباخ بتاع السفينه. وبتمر 3 ايام ولوفي قاعد في المطعم عشان يحاول انه يقنع سانج انه ينضم للطاقم بتاعه، ولكن سانج كان بيرفض. وبعدها بيجي جين مره ثانيه ومعاه القرصان بتاعه الكابتن كريج، وبيحاول جين وكريج انهم يطلبوا اكل ببلاش من المطعم، ولكن بيتم طردهم من الطباخين كالعاده، فبيخرج سانج وبيدي اكل لكريج وجين عشان ياكلوا، واول ما بياكل القرصان كريج وبيرجع للقوه بتاعته بيضرب سانج ضربه قويه جدا، وبيقول للقرصان كريج ان هو قرر ان هو يستولى على السفينه اللي عليها المطعم لان هو محتاج السفينه ديت هو والطاقم بتاعه عشان يرجعوا للجراند لاين بعد ما تم طردهم اخر مره. وفي نفس الوقت بتوقع نام الشخصين اللي كانوا واقفين على سفينه لوفي وبتاخد السفينه وبتهرب، فبيروح لوفي عشان يعرف ايه اللي حصل، فبيقولوا للشخصين دوت ان نامي اخذت السفينه والكنز بتاعهم وكل حاجه بتاعتهم وهربت، فبيتضايق لوفي جدا وبيقرر ان هو يلحق بنامي عشان يعرف هي ليه اخدت السفينه ومشيت ويرجع السفينه بتاعته، وبيطلب لوفي من زورو واسوب انهم ياخدوا القارب الصغير ويلحقوا بنامي ان هو هيجي وراهم بعد ما يخلص الديون اللي عليهم في المطعم ويضم سانج للطاقم بتاعه، وبيوافق زورو واسوب وبيستعدوا عشان يمشوا، ولكن في الوقت ده بيظهر ميهوك احد الامراء السبعه في البحر واللي يعتبر كمان اعظم مبارز سيف في العالم كله، واول ما بيشوف زورو ميهوك بيقول ان هو دوت اللي كان بيدور عليه، وبيقرر زورو انه يخش في مبارزه في السيف قدام ميهوك يمكن يهزمه ويبقى احسن مبارز في العالم، وبيروح زورو لميهوك وبيطلب منه ان هو يدخل معاه في مبارزه، وبيوافق ميهوك بعد ما بيشوف الاصرار بتاع زورو، وبيفضل ميهوك يتبارز مع زورو بالطريقه العاديه وبيقدر انه يهزمه بكل سهوله، وبيقع زورو في البحر بعد ما تمت هزيمته واصابته باصابه خطيره، فبيحاول لوفي انه يهاجم ميهوك، ولكن ميهوك بيقول للوفي ان زورو لسه عايش وان هو ما رضاش يقتله لان هو عجب جدا بمهاراته وان هو مستني ان يقابل زورو مره ثانيه ولكن بعد ما يطور مهاراته، وبيمشي بعد كده ميهوك وبيتحرك زورو واسوب عشان يروح ورا نامي، وبيقعد لوفي عشان يقنع سانج انه ينضم للطاقم بتاعه، وبيروح لوفي لقائد الطباخين زيف وبيطلب منه ان هو يعفو عن الديون بتاعته وان هو هيساعدهم في انهم يهزموا القرصان كريج اللي عايز يستولى على السفينه، وبيوافق زيف وبيعفو عن الديون بتاعت لوفي كلها، وبيدخل لوفي القتال ضد القرصان كريج والطاقم بتاعه، وفي بدايه المعركه بيقدر لوفي انه يوقع اعضاء كتير من الطاقم بتاع كريج، وبيكون سانجي هو كمان بيساعد لوفي وبيدافع عن المطعم وبيوقع اعضاء من الطاقم هو كمان، وبيكون لوفي عمال يضرب القرصان بتاعت كريج وعلى وشك انه يضع الطاقم بتاعه كله، فبيتضايق كريج وبيطلق احد القذائف المسممه، وبيبدا السم بتاع القذيفه انه ينتشر في المكان ويقضي على كل الاشخاص، ولكن لوفي بياخد قناعين من اتباع قراصنة كريج وبيديهم لسانج وجين، وبيفضل لوفي بعد كده انه يدور على قناع لنفسه ولكن ما بيلاقيش اي اقنعه، وبيبص وراه فبيلاقي ان في قناع فبياخد القناع وبيلبسه من غير ما يفكر هو القناع ده بتاع مين، وبعد ما بيروح الغاز السام وبيقلع لوفي القناع بيبص حواليه فبيلاقي ان القناع اللي اخده دوت هو بتاع جين، وان جين حدفه له واديه له كرد المعروف لسانج لان هو اكله مكان جعان، فبيتضايق لوفي جدا لان كريج اتعامل مع احد اعضاء الطاقم بتاعه بوحشيه وقتله، وبيجري لوفي ناحيه كريج عشان يضربه، ولكن كريج حوط نفسه بعبئه من الشوك، ولكن لوفي بيقدر انه يختار
بيخترق العباءه وبيضرب كريج ضربه قويه جدا، وبدا لوفي انه يدخل في قتال مع كريج، وبدا كريج انه يحذف اسلحه كتير على لوفي، ولكن لوفي كان بيتخطى كل الاسلحه وبيضرب كريج ضربات قويه، وبيستخدم كريج المطرقه المتفجره وبيبدا انه يهاجم بيها لوفي عشان يقضي عليه، ولكن لوفي كان في كل ضربه بياخدها بيقوم مره ثانيه وبيبدا انه يهاجم كريج، ولكن ما كانش في حاجه بتاثر في كريج بسبب الدرع القوي اللي هو لابسه، وبيفضل لوفي انه يهاجم كريج لحد ما بيقدر انه يتخطى الضربه بتاعه المطرقه المتفجره ويضرب كريج في الدرع بتاعه ويكسره له، وبيقع كريج، واثناء ما هو بيقع بيهتف احد الشباك الحديديه على لوفي عشان يغرقه في البحر، ولكن لوفي بيقدر انه يحرر ايديه ورجليه من الشبكه ويمسك كريج وبيضربه ضربه قويه ويوقعه على السفينه بتاعه الطباخين، وبيقدر لوفي فعلا انه يهزم كريج ويقضي عليه، وبيغمى بعد كده على لوفي وبيقع في البحر بسبب الاصابات اللي اتصابها، ولكن سانجي بينزل ورا البحر وبيطلعه قبل ما يغرق، وبعدها بايام بيفوق لوفي من الاغماء اللي هو فيه وبيجي سانجي عشان يطمن عليه، وبيفضل لوفي يتكلم مع سانجي وبيعرف لوفي ان سانجي حلمه انه يروح للجريند لاين عشان يشوف اعظم بحر في التاريخ، فبيطلب لوفي من سانجي انه ينضم للطاقم بتاعه، فبيوافق سانجي بغرض ان هو يحقق حلمه وانه يشوف اعظم بحر في التاريخ، وبيركبوا هما الاثنين القارب عشان يروحوا ورا اسوبو زورو ويعرفوا هي نامي اخذت السفينه بتاعتهم ليه، وفي نفس الوقت بيكون اسوبو زورو وصلوا الجزيره اللي راحت عليها نامي، واللي بيتضح انها محتله من القرصان اراجون واللي يعتبر مخلوق برمائي، واول ما بيشوف اسوبو زورو الكائنات البرمائيه بيخاف اسوب جدا، ولكن زورو بيكون عايز ان هو يهاجمهم، ولكن اسوب بيمسك زورو وبيربطه لان هو لسه متصاب ومش هينفع انه يهاجم شخص تاني، ولكن الكائنات البرمائيه بتشوفهم وبتروح للسفينه بتاعتهم عشان تهاجمهم، فبيخاف اسوب جدا وبيسيب زورو مربوط في السفينه وبيهرب، وبيتم القبض على زورو وبياخدوه القرصان اراجون، وبيتصدم زورو هناك ما بيلاقي ان نامي بتساعد القرصان اراجون، وبتقول نامي زورو انها خدعتهم وانها عضو في الطاقم بتاع القرصان اراجون، وبيحاول زورو يرمي نفسه للبحر عشان يختبر سكانت اللي بتقوله نامي حقيقه ولا كذب، ولكن اول ما بيقع زورو بتنزل نامي للبحر وبتنقذه، ولكن بعدها بتضربه عشان توري القرصان اراجون انها لسه مقدمه له الولاء، وبيحبس القرصان اراجون زورو، وبعدها بيروح للقريه اللي موجوده على الجزيره وبيبدا انه يجمع ضرائب من الناس غصب عنهم، وبيحاول العمده انه يعترض وما يدفعش الضرائب، ولكن القرصان اراجون بيمسكه وبيكون هيقتله، فبيتدخل اسوبو بيضرب القرصان اراجون باحد الاسلحه بتاعته، وبعد كده بيطلع يجري، ومن الناحيه الثانيه بنشوف ان نامي حرارت زورو من الحبس اللي كان فيه قبل ما يرجع القرصان اراجون، وبيخرج زورو من الزنزانه وبيروح عشان يدور على اسوبو، ولكن بيتفاجئ بوصول سانجي ولوفي للجزيره، بيجي كمان اسوبو اللي بيتضح ان هو قدر انه يهرب من الكائنات البرمائيه، وبيقول لوفي على كل اللي حصل معاه، وبتيجي نامي في الوقت دوت وبتطلب من لوفي ان هو يمشي من الجزيره وان هي بتشتغل لصالح القرصان اراجون وانها خدعتهم واخدت السفينه بتاعتهم وكمان اخدت الكنز بتاعهم، ولكن لوفي ما بيصدقش اي كلمه من اللي قالتها نامي وبيقرر ان هو مش هيمشي من الجزيره، وبتتعصب نامي وبتمشي لان لوفي ما رضاش يمشي من الجزيره وكده القرصان اراجون هيقتله، وبعد ما بتمشي نامي بتظهر بنت غريبه واللي بيتضح انها اخت نامي واسمها نينجاكو، اللي بتطلب من لوفي والطاقم بتاعه ان هو يمشي من الجزيره، وبتبدا تحكي لهم هي ليه نامي بتساعد القرصان اراجون، وبتقول انهم كانوا عايشين هي ونامي مع بنت اسمها بيريبيري بالتمني، انهم فضلوا عايشين مع بعض لفتره كبيره سعداء، وان نامي كان عندها موهبه وهي الرسم، وانها دايما كانت بتحب ترسم الخرايط وكان نفسها انها تلف العالم كله، فضلوا عايشين لحد ما جه القرصان اراجون واحتل الجزيره كلها، قال ان هو هيخلي كل الاشخاص عايشين في الجزيره بمقابل ان يدفع كل واحد منهم 50 مليون بيري، وان وقتها بيريبيرد اللي ربتهم ما كانش معاها غير 100 مليون بيري بس، فقررت انها تدفع ال 100 مليون دي هي واختها نامي، قتل وقتها القرصان ارجون بيريبيري اللي ربتهم قدامهم واخد نامي لان هو اكتشف انها عندها موهبه في رسم الخرايط، قرر ان هو يشغلها معاه عشان ترسم له الخرايط بتاعه البحار، ولكن وقتها نامي عملت معاه اتفاق انها تفضل شغاله معاه لحد ما تجمع 100 مليون بيري وتديهم له وتشتري منه الجزيره كلها، وان من وقتها نامي عماله تجمع ال 100 مليون بيري عشان تشتري الجزيره وتحرر الناس اللي فيها، وانها فاضل لها حاجات بسيطه على المبلغ وخلاص هتجمعه، وانهم ما يحاولوش انهم يعملوا اي حاجه غبيه هتخلي كل اللي نامي عملته طول السنين دوت يضيع، وبيكون لوفي بعد ما سمع كل لقيته نينجيكو مهتمش بكلامها وتوجه نهايه القريه، واثناء ما لوفي ماشي بيشوف قوات من قوات البحريه برتبه المرينس اللي جايين للبيت بتاع نامي، بيطلبوا منها انها تسلم كل الاموال اللي اخذتها من القراصنه لانها اموال غير شرعيه، وبتحاول نامي انها تمنعهم عشان ما ياخدوش الاموال، ولكن قوات المرينس بياخدوا الاموال بتاعت نامي اللي جمعتها على مدار السنين، بيتضح ان اللي بلغ قوات المرينس على نامي هو القرصان اراجون، وان هو عمل كده عشان يخلي نامي شغال عنده لفتره اطول، وبتضايق نامي جدا لان كل اللي عملته راح، وبتفضل قاعده على الارض عماله تعيط وبتطعن نفسها بالسكينه، ولكن لوفي بيمسك ايديها بيوقفها عن طعن نفسها وبيقلع القبعه بتاعته وبيحطها على راسها وبيقول لها ان هو هيجيب لها حقها، وبيروح لوفي ومعاه زورو واسوب وسانج عشان يواجهوا القرصان اراجون، واول ما بيوصلوا هناك بيستدعي القرصان اراجون بقره عملاقه عشان تهاجم لوفي والطاقم بتاعه، ولكن لوفي بيمسك البقره العملاقه وبيضرب بها كره القرصان بتاعت اراجون وبيرميها في البحر، وبيستعد بعد كده لوفي والطاقم بتاعه عشان يواجهوا اراجون واللي بقى من الطاقم بتاعه، ولكن بيلاحظ لوفي ان رجليه بقت ثابته في الارض عن طريق الاسمنت ومش قادر انه يحركها، فبيستغل اراجون ان لوفي مش قادر يحرك رجله وبيضربه وبيرميه في البحر، وبيقع لوفي في البحر وبيكون مش عارف انه يخرج لان قطعه الاسمنت مربوطه في رجله، وبيحاول زورو والباقيين انهم ينقذوا لوفي ولكن بيقف قدام القرصنه بتاعت ارجون، وبيكون لوفي في الميه على وشك انه يغرق، ولكن بتيجي نينجاكو والعمده بتاع المدينه
وبيقدروا انهم يحرروه ويطلعوه من الميه. وبيطلع لوفي من الميه وبيبدا انه يهاجم اراجون، وفي بدايه المعركه بيقدر لوفي انه يضرب اراجون ضربات قويه جدا، ولكن بيكتشف بعدها لوفي ان الضربات القويه اللي ضربها الارجون ما سببتش الارجون غير ضرر بسيط، وبيتضح ان اراجون عشان كائن برمائي ما بيتاثرش بالضربات البسيطه اللي زي ديت. وبيبدا اراجون بعد كده انه يهاجم لوفي، فبيخاف لوفي وبيطلع يجري منه. واثناء ما لوفي بيهرب من اراجون بيدخل اوضه غريبه، واللي بيتضح انها الاوضه بتاعت نامي واللي بترسم فيها كل الخرايط لاراجون. بيقول اراجون للوفي ان هو استغل نامي طول السنين اللي فاتت وهيفضل يستغلها الاثنين اكتر قدام، ان هو اللي خلاها ترسم له كل الخرايط ديت، وان هو كان وعدها ان هو هيحرر القريه لو جابت له 100 مليون بيري، ولكن هو بيكذب عليها وان هو مش هيحرر القريه حتى لو ب 200 مليون بيري، وان نامي مجرد واحده شغاله عنده وهتفضل ترسم له الخرايط مدى الحياه. فبيتعصب لوفي جدا من اراجون وبيدمر كل المكان اللي موجود في الخرايط اللي رسمتها نامي عشان ما يخليش اراجون يستفاد باي خريطه. فبيتعصب اراجون وبيحاول انه يهاجم لوفي، ولكن لوفي بيمد رجله وبيضرب اراجون ضربه قويه جدا بتؤدي الى كسر المبنى عليه، وبيقع اراجون على الارض وبيكون مش قادر يتحرك. وبيقف لوفي قدام كل الموجودين وبيقول ان نامي هي عضو في الطاقم بتاعه، وبتبص نامي لوفي وبتفضل تعيط وبتوافق انها تنضم للطاقم بتاع لوفي. وفي نفس الوقت بيكون زورو وسانجي واسوب بيقدروا انهم يقضوا على القراصنه الباقيه من قراصنه ارجون، وبعدها بيمشي القراصنه بتاعت ارجون كلهم من الجزيره بعد ما اتهزموا، وبترجع الجزيره كلها حره. وبتودع نامي اختها واهالي الجزيره وبتركب مع لوفي السفينه وبتنطلق معاه كاحد اعضاء الطاقم بتاعه. وبنشوف بعدها ان تم وضع مكافاه 30 مليون بيري للي هيقدر انه يجيب راس لوفي. وبيتضح ان القوات البحريه بتحط لكل قرصان مبلغ معين، واللي هيقدر انه يجيب القرصان دوت هياخد المبلغ دوت. وبيكون لوفي والطاقم بتاعه بداوا انهم يتوجهوا للجراند لاين، ولكن قبل ما بيدخلوا مدينه الجراند لاين لازم انهم يقفوا في مدينه ليك تاون، بدايه المدينه اللي اتولد فيها ملك القراصنه جولد روجر وكمان اللي اتعدم فيها. وبيوصل لوفي والطاقم بتاعه للمدينه وبينزلوا من السفينه وبيبداوا انهم يتجولوا فيها، وبيفضل كل واحد يشتري الحاجات اللي هو عايزها ويتسوق قبل ما يدخلوا الجراند لاين. وبيروح لوفي وبيشوف منصه الاعدام اللي اتعدم عليها جولد روجر وبيكون مبسوط جدا منها. واثناء ما لوفي واقف بيتم مهاجمته من القرصان باجا والقرصان الفيدا اللي قدرت انها تغير شكلها عن طريق فكه الشيطان اللي اكلتها، وبيحاول باجا والفيدا انهم يمسكوا لوفي ويقبضوا عليه لان هو هزمهم في اخر مره، ولكن بيظهر في الوقت دوت القائد سموكر وقوات المارينس وبيحاولوا انهم يقبضوا على باجا والقراصنه الباقيين، ولكن اول ما بيشوف لوفي ان قوات المارينس بتقبض على القراصنه بيطلع يجري وبياخد سانجي وزورو معاه، ويفضلوا يجروا لحد ما سموكر بيعترض طريق لوفي وبيقدر انه يمسك لوفي عن طريق قدره الدخان بتاعته لان هو واكل احد فكهات الشيطان اللي مخليه كل جسمه دخان. وبيفضل لوفي يحاول انه يهرب من سموكر او يضربه، ولكن سموكر ما كانش بيتاذى لان كل جسمه دخان. وبيكون سموكر على وشك انه يقبض على لوفي زي ما قبض على بقيه القراصنه، ولكن بيظهر شخص غريب وبيستخدم قدرته في الرياح وبيقدر انه يبعت سموكر عن لوفي، وبيقدر لوفي انه يفلت من سموكر وياخد بقيه الطاقم بتاعه ويركبوا كلهم السفينه ويهربوا. وبيتضايق سموكر جدا لان لوفي اول قرصان قدر انه يهرب منه. ومن الناحيه الثانيه بيكون لوفي بدا انه يستعد هو والطاقم بتاعه وبيحتفلوا بانهم خلاص على وشك انهم يدخلوا الجراند لاين، وبيقول نامي ان حسب الخرائط اللي معاها مش هيقدروا يدخلوا الجراند لاين الا لما يعدوا من الجبل المعكوس. وبيستعد الطاقم وبيطلعوا الجبل المعكوس، واول ما بيجي ينزلوا منه فبيلاقوا ان في حوت بيعترض طريقهم وبياكل السفينه كلها، وبيدخلوا كلهم جوه بطن الحوت. وبيستغربوا جدا لما بيلاقوا ان في جزيره موجوده جوه بطن الحوت. بيظهر من على الجزيره الشخص المسؤول عن الحوت ومسؤول عن الجزيره وهو السيد كروكس، واللي بيتخانق معاه لوفي والباقيين لان الحوت بتاعه اكلهم. وبيكون الحوت عمال يخبط نفسه في الجبل وكانه بيتعلم من حاجه، وبيكون في اتنين واقفين فوق الجبل وهم وينس دي ومستر ناين، واللي بيكونوا جايين عشان يقتلوا الحوت وياخدوه ياكلوه المدينه بتاعتهم، ولكن الحوت بيفضل يخبط في الجبل لحد ما بيقعوا هما الاثنين جوه بطن الحوت هما كمان، وبيطلعهم لوفي من الميه وبيحطهم على السفينه. وبيروح بعد كده الراجل العجوز وبيدي مسكن للحوت عشان يتوقف عن ضرب راسه في الجبل. وبيقعد بعد كده كروكس مع لوفي والباقيين وبيبدا يحكي لهم عن قصه الحوت، وبيقول لهم ان الحوت دوت اسمه لابون وان هو كان عنده اصدقاء من القراصنه، لابون كان جاي من جراند راين وان اصدقاء القراصنه كانوا خايفين ان هما ياخدوه للناحيه الثانيه من الجبل، وعلشان كده خلوه عند مدخل الجراند راين وراحوا هما للناحيه الثانيه من الجبل وقالوا له ان هما هيرجعوا عشان يطمنوا عليه. فضلوا سايبين كروكس معاه عشان يرعاه وبقالهم اكثر من 50 سنه ولسه ما رجعوش، وان لابون بيحاول انه يضرب الجبل فامل ان يكون اصدقائه واقفين ورا الجبل ويرجعوا له مره ثانيه. وبعد ما سمع لوفي قصه الحوت هو والباقيين دلهم كروكس على المخرج اللي هيخرجوا منه من بطن الحوت. واول ما بيخرج لوفي والطاقم بتاعه بيجري لوفي ناحيه الحوت وبيبدا ان هو يهاجمه، وبيفضل لوفي يتقاتل مع الحوت لحد ما بيتوقف القتال، وبيقول لوفي للحوت ان القتال بتاعهم لسه ما انتهاش وان هو يرجع مره ثانيه عشان يتقاتل معاه بعد ما ياخد رحله في البحر ويرجع. وبيرسم لوفي شعار السفينه بتاعته على وش الحوت وبيطلب منه انه ما يخبطش راسه في الجبل مره ثانيه، وبيكون لوفي عمل كده عشان يجدد الامل مره ثانيه للحوت ويخلي عنده امل عايش عشانه. وبعد كده بيقعد لوفي والطاقم بتاعه وبتلاحظ نامي ان البوصله بتاعتها مش شغاله، انها كده مش هتعرف تحدد الاتجاهات ومش هتعرف هم هيروحوا فين. فبيقول كروكس لنامي ان البوصله بتاعتها عاديه وانها مش هتشتغل في الجراند لاين لان الجراند لاين مليء بالمعادن ودوت اللي هيخلي البوصله ما تشتغلش كويس. وبيقول كروكس لنامي ان البوصله اللي تقدر انها تحدد الاتجاهات في الجراند لاين هي بوصله اللوبوس، وديت عباره عن بوصله بتقدر انها تحدد الاتجاهات عن طريق المجال
المغناطيسي وتوصلهم لكل الجزر الموجودة على الجريند راين لحد ما يقدروا انهم يوصلوا لاخر جزيرة. وبيديهم كروكس بوصلة اللوبس اللي معاه كهدية ليهم لانهم ساعدوا الحوت، وبياخد لوفي البوصلة وبيستعد عشان يتحرك. ولكن قبل ما بيتحرك لوفي بتطلب وينس داي ومستر ناين من لوفي ان هو ياخدهم للجزيرة بتاعتهم لان البوصلة اللي معاهم ضاعت ومش هيقدروا انهم يحددوا الاتجاهات ولا يوصلوا للجزيرة بتاعتهم. وبيوافق لوفي انه ياخدهم معاه وبيقولوا ان قرية ويزبيك هي اول قرية هيزورها في الجريند لاين. وبيركبوا كلهم السفينة وبيبدأوا يتحركوا في البحر لحد ما بيوصلوا للقرية. واول ما بيوصلوا هناك بتشكر وينس داي ومستر ناين لوفي لان هو وصلهم، وبيمشوا وبيسيبوا لوفي وبيدخل لوفي والطاقم بتاعه للجزيرة. وبيتزل لوفي والطاقم بتاعه اول ما بيلاقوا ان اهالي الجزيرة كلهم بيرحبوا بوصولهم. وبينزل لوفي والطاقم بتاعه من السفينة وبيقابلوا عمدة الجزيرة اجارنو، واللي بيقول لهم ان الجزيرة معروفة بحبها للقراصنة وانها دايما بترحب باي قرصان يوصل هنا للجزيرة. وبيقول لهم انهم هيحتفلوا بوصولهم وبياخدهم لجوه الجزيرة وبيبدأوا انهم ياكلوا ويحتفلوا بوصولهم. وبيكون لوفي والطاقم كله فرحانين لان في استقبال زي كده للقراصنة، وبيفضلوا كلهم قاعدين يحتفلوا لحد ما الليل بيجوا وبيناموا من كتر التعب. واول ما بيلاقي عمدة المدينة اجارنو ان لوفي والطاقم بتاعه نام، بيروح لمستر ناين وانس داي وبيقول لهم ان الخطة بتاعتهم تمت بنجاح، وانهم هياخدوا لوفي والطاقم بتاعه ويسلموهم للحكومة وياخدوا الجائزة مقابلهم 30 مليون بيري. واثناء ما اجارنو بيتكلم مع وانس داي ومستر ناين واهالي المدينة بيظهر زورو وبيقطع الخطة بتاعتهم، وبيقول زورو ان هو عارف ان كان في حاجة غلط عشان كده كان عامل حسابه، وان هو عارف من ساعة ما شافهم انهم مش اشخاص عاديين اما هم مجرد صيادين قراصنة وشغالين في منظمة بار كلوكس. ان هو عارف ان كل شخص في المنظمة دي بيتنادى برقم معين وما بيتناداش باسمه الحقيقي، وكمان عارف ان قائد المنظمة ملقب بالرقم زيرو، وان المنظمة هدفها انها تقبض على القراصنة وتسلمهم للقوات البحرية وتاخد مقابلهم مبالغ كبيرة. وبيستغرب اجارنو وكل الاشخاص اللي واقفين ان زورو عارف كل دوت، فبيقول لهم ان هو عارف كل دوت لانهم كانوا عايزين يضموا له المنظمة ديت قبل كده، ولكنه رفض لان هو مش بيحب يعمل الخداع اللي هم بيعملوه. وبيدعي كل الاشخاص اللي موجودة ان زورو عارف خطتهم وبيقرروا انهم يقتلوه عشان يخفوا السر بتاعهم، ولكن زورو بيطلع السيف بتاعته وبينزل وبيبدا ان هو يهاجمهم ويقضي عليهم واحد ورا التاني. وبيقدر زورو انه يقع مستر ناين واجارنو ويقضي عليهم ويقضي على عدد كبير جدا من الصيادين. وبيحاول اجارنو انه يقوم مره تانية ويهاجم زورو، ولكن بيلاقي قدامه مستر فايف وميس فالنتينو اللي بيكونوا مبعوتين من المنظمه لانهم اكتشفوا ان في خاين موجود في المنظمه، وانهم جايين هنا عشان يقبضوا على الخاين بعد ما اكتشفوا ان الخاين هي فيفي اميره مملكه الاباستا واللي متنكره على هيئه ميس وانس داي. واول ما بيعرف اجارنو الهدف اللي جاي ليه مستر فايف بيحاول ان هو يهاجمه، لكن مستر فايف بيقدر انه يتصدى لكل ضرباته لان هو واكل احد فاكهات الشيطان اللي بتديله قوه المتفجرات. بيقدر مستر فايف ان هو يجي على اجارنو بكل سهوله، فبيزعق اجارنو فيفي وبيقولها انها تهرب قبل ما يقبضوا عليها، وبتركب فيفي البطه وبتحاول انها تهرب من مستر فايف ومساعدته ميس فالنتينو. وبيفضل اجارنو يترجى زورو ويطلب منه ان هو يساعد فيفي وما يخليهمش يقبضوا عليها، ويرفض زورو لان هما كانوا هيقتلوه من شويه. ولكن بتظهر فجاه نامي اللي بتكون صحيت وعرفت كل حاجه وبتوافق ان هما يحموا فيفي، ولكن بشرط ان هما يدوها مبلغ هي والطاقم بتاعها مقابل حمايتها. وبيوافق اجارنو لان هو مبقاش قدامه حل غير كده، وبيروح زورو ونامي وبيبداوا انهم يحموا فيفي من مستر فايف وميس فالنتينو. وفي الوقت ده بيصحى لوفي من الاغماء اللي هو فيه وبيلاقي ان كل اهالي المدينه مغمى عليهم ومتصابين اصابات خطيره، فبيفضل لوفي صارخ لان كل اهالي المدينه حصل لهم كده وهو نايم، وبيسال واحد منهم هو مين اللي عمل فيكم كده، فبيقول له الشخص ان زورو هو اللي عمل كده. فبيتضايق لوفي جدا لان زورو اتعامل مع اهل المدينه بالقسوه، وبيروح عشان يضرب زورو. بيوصل فعلا لوفي زورو وبيبدا انه يوجه له الضربات، وبيتعصب زورو جدا لان لوفي بيحاولوا انه يهاجمه وبيبدا انه يتقاتل معاه، وبيفضلوا هما الاثنين يضربوا بعضهم ضربات قويه جدا وبيجرحوا بعضهم بجروح خطيره. وبيحاول مستر فايف وميس فالنتينو انهم يتدخلوا في القتال اللي بين زورو ولوفي، ولكن زورو ولوفي بيقضوا عليهم وبيرجعوا يكملوا القتال مع بعضيهم. وبيفضل زورو ولوفي يقاتلوا بعضيهم لحد ما بتيجي نامي وبتضربوا هما الاثنين وبتوقفهم عن القتال. بعد كده بتشرح نامي كل اللي حصل للوفي وهو نايم، وبيعرف لوفي ان هو غلطان وبيعتذر من زورو. بعدها بيروح لوفي وزورو ونامي وبيقعدوا مع فيفي اللي بتحكي لهم على القصه بتاعتها، وبتقول لهم انها اميره مملكه الاباستا وان اجارنو هو قائد الحرس بتاعها، وان مملكتها على وشك انها تخوض حرب اهليه بسبب تدخل منظمه بار كلوكس، وانها كانت عايزه تعرف هدف المنظمه من تدخلها في المملكه، فقررت انها تتنكر على المساعد بتاعها اجارنو ويدخلوا المنظمه. وفعلا قدروا انهم يدخلوا المنظمه وعرفوا كل حاجه، ان هدف كروكودايل قائد المنظمه الملقب بمستر زيرو ان يستولي على مملكه الاباستا. بتقول لهم ان كروكودايل شخص مش سهل جدا لان هو عضو في الشيتش بوكاي، دولت عباره عن قراصنه بيساعدوا جنود البحريه وبيقبضوا على القراصنه التانيين وبيسلموهم ليها. وبعد ما بيعرف لوفي والباقيين كل اللي حصل مع فيفي، بيتاجوا بظهور دب صغير ومعاه طائر. بيتضح ان الدب والطائر دوت عضو في منظمه البار كلوكس، وان هم جواسيس، ان هم بيرصدوا اي شخص بيحاولوا انه يتكلم عن القائد او يعرف هويته الحقيقيه. ولان لوفي والباقيين عرفوا حقيقه مستر زيرو قائد المنظمه، بيرسم الدب شكلهم كلهم وبيركب على الطائر وبيهرب علشان يودي رسمته للمنظمه، وكده هم كمان مطاردين من المنظمه. وبتزعل نامي جدا لانها مش عايزه تبقى مطارده من اي شخص، ولكن لوفي بيقول لها ان هم قراصنه ولازم يكونوا مطاردين من كل الناس. بيقول لوفي بما انهم اتورطوا في الموضوع دوت فانهم هيساعدوا فيفي عشان توصل لمملكه الاباستا بتاعتها، وبيحطوا كلهم خطه عشان
يوصلوا للمملكة، وبيقول أجرنا إن هو يشتت المنظمة عقبال ما هم يركبوا السفينة ويتوجهوا من الناحية التانية. وبتبدأ الخطة، وبيركب أجرنا السفينة عشان يمشي قدامهم ويشتت المنظمة، ولكن فجأة السفينة بتاعتهم بتنفجر بدون تدخل أي حد. وأول ما بيشوف لوفي والطاقم الانفجار بيجروا كلهم ناحية السفينة بتاعتهم عشان يركبوها ويتحركوا من الجزيرة، وبيركبوا كلهم فعلا السفينة وبيستعدوا عشان يتحركوا. ولكن فجأة بتظهر بنت غريبة في السفينة وبتقول لهم إنها كانت مستنياهم. وأول ما بتشوف فيفي البنت دي بتناجيها بميس أولسان دي، بتقول فيفي إن ميس أولسان دي هي نائبة قائد المنظمة كروكودايل، وإنها الوحيدة اللي تعرف بحياة كروكودايل الحقيقية الملقب بمستر زيرو، وإنها عرفتها علشان كانت بتراقبها عشان تعرف كل المعلومات اللي هي عايزة تعرفها. فبتقول ميس أولسان دي لفيفي إنها اللي خليتها تعرف كل المعلومات ديت، وإنها كانت عارفة إنها بتراقبها، وكانت عارفة كمان إنها أميرة ألاباستا وعارفة هدفها من دخول المنظمة، وإنها اللي بلغت عنها المنظمة وفجرت السفينة بتاعت أجارنو. وأول ما بيعرف لوفي والباقيين إنها اللي فجرت السفينة بتاعت أجارنو بيحاولوا إنهم يهاجموها، ولكن ميس أولسان دي بتوقعهم كلهم على الأرض من غير ما بتتحرك من مكانها، لأنها عندها قوة فاكهة الشيطان اللي بتخليها تتحكم في الحاجات عن بعد. وبتقول ميس أولسان دي إنها مش جاية هنا عشان تتقاتل معاهم، وبتدي لنامي بوصلة، وبتقول لهم إن البوصلة دي هتدي لكم مملكة ألاباستا مباشرة بدل البوصلة اللي معاكم، لأن البوصلة اللي معاكم لسه ما حددتش الاتجاهات وهتفضل توديكم لجزر مختلفة لحد ما توصلوا مملكة ألاباستا. وبيستغرب كل الطاقم لأن ميس أولسان دي بتحاول إنها تساعدهم، وبيبقوا مش عارفين إذا كان هي في صفهم ولا في صف المنظمة. وبياخد لوفي البوصلة بتاعت ميس أولسان دي وبيكسرها، وبيقول لها إن مش هي اللي هتحدد وجهة السفينة بتاعته، وبيتصدم كل الموجودين لأن البوصلة ديت هي اللي كانت هتوصلهم. ولكن لوفي بيقول لهم إن هو مش مهتم إذا كانت هتوصلهم ولا لأ، وإن هو هيخوض البحار كلها لحد ما يوصل. وبتقول ميس أولسان دي لوفي والطاقم بتاعه إنها عايزة تلتقي بيهم تاني في مملكة ألاباستا لو قدروا إنهم يوصلوا لها. وبتمشي ميس أولسان دي، وبيقعد لوفي والطاقم بتاعه عشان يحددوا إزاي هيوصلوا لمملكة ألاباستا. وبتقول نامي إن البوصلة بتاعتهم محددة لهم جزيرة ليتل جاردن، وديت الوحيدة اللي يقدروا يوصلوا لها دلوقتي، وإنهم هيضطروا إنهم يروحوها عشان يحددوا مكانها اتجاه مملكة ألاباستا. وبيستعد لوفي والطاقم بتاعه عشان يتوجهوا لجزيرة ليتل جاردن، الجزيرة الملقبة بما قبل العصور. بعد ما قرر لوفي والطاقم بتاعه انهم يتوجهوا لجزيرة الليتل جاردن عشان يحددوا اتجاه البوصلة بتاعتهم، بيفضلوا ماشيين في البحر طريق طويل جدا لحد ما بيقدروا انهم يوصلوا للجزيرة. اول ما بيوصلوا بيشوف نامي واسب الحيوانات اللي موجودة على الجزيرة، بيخافوا جدا وبيقرروا انهم يفضلوا قاعدين في السفينة لحد ما يتم تحديد الوجهة بتاعتهم. لكن لوفي وفيفي بيقرروا انهم ينزلوا من على السفينة ويبدأوا انهم يستكشفوا الجزيرة، وبيبدأ لوفي وفيفي انهم يستكشفوا، واثناء ما هما بيستكشفوا بيظهر لهم عملاق اسمه دوري، وبيدعوا العملاق لوفي وفيفي انهم ييجوا عنده البيت ويقعدوا معاه شوية. وبيروح لوفي وفيفي مع دوري، وهناك بيقولوا العملاق دوري لوفي وقاعد ليه في الجزيرة، وبيقولوا ان هو بقاله هنا اكتر من 100 سنة عشان يسوي خلاف مع عملاق تاني اسمه بروجي، ان هما بيسوي الخلاف دوت عن طريق القتال ضد بعضهم في وقت محدد، انهم بدأوا القتال دوت من 100 سنة ولحد دلوقتي المباريات كلها بتنتهي بالتعادل ومحدش فينا كسب، وان ما ينفعش واحد مننا يتراجع الا لما واحد يتهزم، لانه لو واحد يتراجع هيعتبر عار القبيلة. وفي نفس الوقت بيكون العملاق بروجي لا اسب ونامي اللي قاعدين على السفينة، واخد منهم شوية براميل مشروبات واخدهم للبيت بتاعه، وبيفضل بروجي قاعد مع اسب ونامي لحد ما بيسمع صوت انفجار بركان، وبيقوم العملاق بروجي وبيقول ان دوت وقت القتال. في نفس الوقت بيقوم العملاق دوري اللي عند لوفي وبيقول برضك ان دوت وقت القتال، ويتضح ان انفجار البركان هي العلامه اللي بتدل على بدايه القتال بين بروجي ودوري. بيبدا بروجي ودوري القتال، وبيفضلوا هما الاثنين يتبادلوا ضربات، وبينتهي القتال بينهم كالعاده بالتعادل، ويدي بروجي لدوري شويه من براميل المشروبات اللي خدها من على السفينه بتاعت لوفي. بياخد دوري براميل المشروبات وبيرجع للبيت بتاعه وبيقعد مع لوفي وفيفي، وبيفتح دوري براميل المشروبات عشان يشرب منه، ولكن البرميل بينفجر انفجار كبير جدا وبيسيب دوري، وبيتعصب دوري جدا وبيقولوا لوفي ان البرميل دوت جابه من على السفينه بتاعته، معنى كده ان انت والطاقم بتاعك عايزين تقتلوني. ولكن لوفي بينكر وبيقول ان هو والطاقم بتاعه مستاهل اي حد منهم ان يعمل كده، ولكن دوري ما بيديش فرصه لوفي انه يشرح كل حاجه وبيبدا انه يهاجمه، فبيضطر لوفي انه يهاجم دوري، وفعلا بيهاجمه وبيخليه يغمى عليه. وبعد كده بيقعد لوفي مع فيفي وبيقول لها ان هم مش لوحدهم على الجزيره، لانه مستاهل اي حد من الطاقم بتاعه يحط متفجرات في المشروبات. وبنشوف بعد كده مستر 5 ومستر 3 والشركاء بتاعهم هم موجودين على الجزيره، بيتضح ان هما الاثنين اللي حطوا المتفجرات في البراميل بتاعت المشروبات، ان هما بيخططوا للقبض على العملاقين لان عليهم جايزه كبيره، وكمان القبض على طاقم قبعه القش. وفي نفس الوقت عند لوفي بينفجر البركان مره ثانيه وبيبدا موعد القتال، بيقوم دوري وهو متصاب عشان يبدا القتال، بيحاول لوفي انه يمنع دوري انه يتقاتل لانه لو حصل كده هيخسر لانه هو متصاب، لكن دوري بيقول لوفي ان هو ما يتدخلش، وبيمسك صخره عملاقه وبيحطها على لوفي وبيقول انه ما ينفعش انه ما ياخدش القتال، وبيروح دوري لبروجي وبيبدا القتال معاه، وبتكون نامي واسب طلع من البيت بتاع بروجي وبداوا انهم يدوروا
على لوفي، لكن بيتفرقوا هما الاثنين بعد ما بيشوفوا حيوانات عملاقه. تفضل نامي ماشيه لحد ما بتلاقي ان لوفي واقف لوحده، فبتروح عشان تشوفه، لكن بيتضح ان دوت تمثال من الشمع وان هو فخ من مستر 3، لان مستر 3 عنده قدره الشمع اللي اخدها من اكل فاكهه الشيطان. بيقدر مستر 3 انه يقبض على نامي بعد ما وقعها في الفخ بتاعه، وبيقدر كمان مستر 3 انه يوقع زورو في نفس الفخ ويقبض عليه هو كمان. الناحيه الثانيه بيكون اسوب عمال يجري في الغابه لحد ما قدر انه يوصل للوفي. قال اسوب للوفي على كل اللي حصل معاه وان هو تاه عن نامي، وفي نفس الوقت بيكون العملاقين بيتقاتلوا، وبيقدر بروج انه ينتصر على عملاق دوري. بيفرح بروج جدا انه انتصر في القتال، ولكن بيظهر فجاه مستر 3 اللي بيقيد بروج باستخدام الشمع بتاعه. كون لوفي شايف مستر 3 وبيتضايق جدا لان هو بوظ القتال اللي بين العملاقين. بيفضل لوفي يحاول انه يخرج من تحت الصخره ولكن ما بيكونش عارف، وبيظهر فجاه مستر 5 اللي بيفضل يهاجم لوفي اللي مش قادر يتحرك، وبيهاجم اسوب وبيخليه يغمى عليه وبيقبض على فيفي. بعد ما بيمشي مستر 5 بتيجي البطه بتاعت فيفي وبتفضل تضرب الصخره اللي لوفي محطوط تحتها، وبتقدر انها تحرر لوفي. وبيقوم لوفي واسوب ومعاهم البطه، وبيقرروا انهم ينتموا من اعضاء منظمه الباروكلوك. بيروح لوفي واسوب عشان ينقذوا زورو والباقيين، فبيلاقوا ان مستر 3 على وشك انه يحولهم لتماثيل من الشمع. بدا القتال، ودخل لوفي في مواجهه قدام مستر 3، ودخل اسوب والبطه في مواجهه قدام مستر 5 والمساعده بتاعته. بيكون لوفي عمال يواجه مستر 3، ولكن بتتدخل المساعده بتاعت مستر 3 وبتقدر انها تنوم لوفي مغناطيسيا عن طريق الالبوم بتاعتها. وفي نفس الوقت بيكون اسوب بيحاول انه يهاجم مستر 5 بالمتفجرات بتاعته، ولكن مستر 5 ما بيأثرش في حاجه بسبب ان جسمه كله اصلا متفجرات. وبيخاف اسوب جدا لان مفيش حاجه بتأثر في مستر 5، وبيركب البطه بتاعت فيفي وبيبدا انه يتحرك بيها ويهرب من مستر 5. وبيفضل اسوب يهرب لحد ما بيوصل للوفي اللي بيلاقيه متنوم مغناطيسيا، فبيستخدم اسوب احد المتفجرات وبيهدفها على لوفي، وبيخلي القميص بتاعه يتحرق ويفوق لوفي من التورون المغناطيسي. وبيبدا لوفي انه يهاجم مستر 3 ويدخل معاه في قتال قوي جدا. وفي نفس الوقت بيكون اسوب لف حبل مليان زيت على المنصه اللي عليها زورو والباقيين اللي متحولين لتماثيل شمع، وبيقدر لوفي انه يولع في الحبل ويولع في المنصه كلها ويحرر زورو والباقيين. واول ما بيتحرر زورو بيهاجم مستر 5 وبيقدر انه يهزمه بكل سهوله، وبيكون لوفي هو كمان قدر انه يهزم مستر 3 ويقضي عليه. من الناحيه الثانيه بنشوف سانجي اللي قاعد على السفينه، وبيلاحظ ان لوفي والطاقم بتاعه اتاخروا، وبيقرر انه ينزل يدور على لوفي وبقيه الطاقم. وبيفضل سانجي يدور، واثناء ما هو بيدور بيشوف المخبأ بتاع مستر 3 ومستر 5. وبيدخل سانجي المخبأ وبيفضل يدور فيه، وبيلاقي على زون اتصال بيرن، فبيرد سانجي على الاتصال، وبيكون الاتصال من مستر 0 اللي بيكلم سانجي على اساس ان هو مستر 3. وبيسال مستر 0 سانجي اذا كان قدر انه يقبض على لوفي والعملاقين ولا لا، فبيقول سانجي لمستر 0 ان هم قدروا انهم يقبضوا على العملاقين، وقدروا كمان انهم يهزموا طاقم لوفي. فبيقول مستر 0 لسانجي ان هو دلوقتي هيلاقي بوصله، والبوصله ديت هتقوده لمملكه الاباسطا، وان هو هيكون مستنيه هناك. وبيقفل سانجي على زون الاتصال وبيدور على البوصله اللي قال له عليها مستر 0، وفعلا بيلاقيها. في نفس الوقت بيكون لوفي فرحان جدا لانه قدر انه ينقذ اعضاء الطاقم بتاعه، وبيظهر سانجي اللي بيقول لوفي على كل اللي حصل معاه وانه قدر انه يلاقي بوصله تقودهم لمملكه الاباسطا. وبيفرح لوفي واعضاء الطاقم جدا لانهم قدروا يلاقوا البوصله اللي هتقودهم لمملكه الاباسطا. وبعد كده بيركب لوفي واعضاء الطاقم بتاعه السفينه وبيودعوا العملاقين، وبيبداوا انهم يستعدوا عشان يتوجهوا لمملكه الاباسطا. بيفضل لوفي والطاقم بتاعه ماشيين طريق طويل جدا لحد ما نامي بتبدا انه يظهر عليها التعب، وبتبدا انها تتعب، تبدا نامي انها تمرض اكتر وبتكون مش قادره انها تتحرك. فبيقرر لوفي انه يشوف جزيره عليها طبيب عشان يعالج نامي، وبيغيروا الوجهه بتاعت السفينه بتاعتهم، وبيفضلوا انهم يتحركوا لحد ما فعلا بيوصلوا للجزيره. واول ما بيدخلوا الجزيره بيصوب اهالي الجزيره على لوفي والطاقم بتاعه البنادق، بيامر اهالي الجزيره لوفي والطاقم بتاعه انهم يمشوا من هنا لانهم مش بيستقبلوا قراصنه في الجزيره بتاعتهم. ولكن فيفي بتفضل تترجى اهالي الجزيره وتقول لهم ان صديقتها تعبانه ومريضه جدا وانهم محتاجين بس طبيبه. فبيوافق واحد من اهالي الجزيره اسمه دانتون انه يدخل لوفي والطاقم بتاعه للجزيره. بيمشي لوفي والطاقم كله بعد زورو اللي بيفضل قاعد في السفينه عشان يحرسها. بيكون دانتون اخذ لوفي والباقيين للبيت بتاعه، وبيبدا يحكي لهم عن معاناه اهالي الجزيره. بيقول لهم ان الجزيره ديت كان بيحكوها ملك اسمه وابل، ان الملك دوت كان شرير جدا لدرجه انه اخذ كل الاطباء اللي موجودين في الجزيره عنده في القصر بتاعه، وما خلاش اي طبيب في الجزيره، وبسبب كده اي حد كان بيمرض كان بيضطر انه يترجى الملك عشان يخليه ان هو يعالجه. ولكن الملك وابن كان بيرفض انه يعالج الاشخاص الا بمبلغ كبير جدا. فضل وابن يعامل اهالي الجزيره بقسوه لحد ما جه قرصان على الجزيره اسمه اللحيه السوداء، اللي بدا هو كمان انه ينشر الخراب في الجزيره، وقدر انه يهزم الملك ويطرده بره الجزيره. وان من وقت الحادثه ديت ما بقاش في اطباء خالص على الجزيره، واهالي الجزيره ما بقاش يستقبلوا اي حد، وان ما فيش غير طبيبه واحده بس في الجزيره عايشه في قصر الملك اللي موجود على اعلى الجبال اللي في الجزيره. ان الطبيبه ديت بتنزل كل شهر للجزيره وبتبدا انها تعالج الناس اللي عندهم اي اصابات. وبيقول لوفي بعد ما سمع كل الكلام اللي قاله دانتون ان هو هيطلع لاعلى الجبل عشان يودي نامي للطبيبه، وبياخد لوفي نامي وبيبدا انه يتحرك هو وسانجي لاعلى الجبل. واول ما بيطلعوا على الجبل بيتم هجمتهم من انارب عملاقه، وبيفضل سانجي انه يتصدر كل الانارب، وما بيتصداش لوفي لاي ارنب لان هو بيكون شايل نامي. وبعد ما بيخلص سانجي على معظم الانارب بيلاقي ان في انهيار جليدي بدا انه يحصل، فبيبدا لوفي وسانجي ان هم يهربوا من الانهيار الجليدي لتحت الجبل. وبيلاقي سانجي ان مفيش حل ان هم يعدوا من الانهيار الجليدي، فبيقرر انه يضحي بنفسه وينقذ لوفي. لكن لوفي ما بيستغناش عن سانجي وبيمسكه قبل ما يقع من على الجبل، وبيشيله هو ونامي على ظهره، وبيبدا انه يتحرك لاعلى الجبل. وبيبدا لوفي انه يتسلق
يتحرك لأعلى الجبل، ولكن ايديه ورجليه بيتجرحوا، ولكن لوفي بيقاوم بيبدأ انه يطلع لأعلى الجبل عشان ينقذ نامو وسانج، وبيفضل لوفي يتسلق لحد ما فعلا بيوصل لأعلى الجبل، ولكن بيغمى عليه وبيكون هيقع من فوق الجبل، ولكن بيظهر حيوان غريب وبيمسك لوفي قبل ما يقع، بياخد الحيوان اللي بيتضح ان اسمه تشوبر وبيدخله للطبيبة اللي بيكون اسمها كوريا. من الناحية التانية بنشوف ان الملك روبن اللي قال عليه دانتون جه مرة تانية على الجزيرة هو والجنود بتاعته، بيحاول اهل الجزيرة انهم يمنعوا الملك روبن انه يدخل الجزيرة، ولكن الملك روبن بيقدر انه يهزمهم كلهم ويدخل الجزيرة، وبيكون الملك عنده قوة فكة الشيطان اللي بتخليه ياكل اي حاجة ويحولها لجزء من جسمه. من الناحية التانية بنشوف ان نامي فات من الاغماء اللي كانت فيه وحالتها كويسة، وبتقول الدكتورة كوريا لنامي ان اللي حصلها دوت حصلها بسبب عضة حشرة، وبيجي لوفي وسانجي عشان يطمنوا عليها بعد ما فاقوا من الاغماء اللي هم كانوا فيه، وبتقول نامي للدكتورة كوريا انها لاحظت ان في حيوان غريب انقذهم وما كانوا هيقعوا من فوق الجبل، فبتقول لهم الدكتورة كوريا ان دوت تشوبر، وبتبدا انها تحكي لهم حكايته، وبتقول لهم ان تشوبر كان حيوان رنة زي اي حيوان رنة، ولكن اكل فاكهة الشيطان بالغلط، ودوت اللي خلاه يتحول من حيوان رنة الى شبه بشري، وبسبب ان تشوبر اكل فاكهة الشيطان وشكله اتغير القطيع بتاعه طرده وما رضاش ان هو يتقبله، وكمان البشر بداوا ان هم يعتبروه وحش وما كانوش متقبلينه. فضل تشوبر يعني في حياته لحد ما ظهر طبيب اسمه هيرولوك واللي انقذه لما كان واقع على الارض ومصاب باصابات خطيره، وعاش من وقتها تشوبر مع هيرولوك وبدا انه يكتسب الثقه بتاعته، وبدا هيرولوك انه يعلمه فنون الطب، ولكن بعدها بفتره كبيره اتفاجئ تشوبر ان الدكتور هيرولوك بيطرده من البيت بتاعه بدون اي مقدمات، وبيعرف بعدها تشوبر ان الدكتور هيرولوك عنده مرض خطير ودوت اللي خلاه يطرده من البيت عشان ما يزعلش ما يموت. وقتها تشوبر حاول انه يعالج الدكتور هيرولوك، ولكن الدكتور هيرولوك مات فضل انه يدافع عن الجزيره ويدافع عن تشوبر. بعد ما مات هيرولوك قعد تشوبر مع الطبيبه كوريا وبدا انه يتعلم فنون الطب اكتر واكتر، وبدا انه يعالجوا هما الاثنين كل الاشخاص اللي في الجزيره. وبعد ما سمع لوفي قصه تشوبر قرر انه يضم الطاقم بتاعه عشان الطاقم بتاعه محتاج اطباء. في نفس الوقت بيكون روبن وصل للقلعه والمساعدين بتوعه وبيتكلم مع كوريا وتشوبر بكراهيه، فبيضايق لوفي لانه روبن بيتكلم بطريقه وحشه وبيضربه ضربه قويه جدا، وبيتعصب روبن وبيستخدم فكه الشيطان بتاعته وبيحول جسمه لاسلحه، وبعد كده بياكل المساعدين بتوعه وبيحولهم لشخص باربع اضرع، فبيتحول تشوبر لاحد الهيئات بتاعته وبيبدا انه يهاجم الشخص باربع اضرع، وبيفضل لوفي يتفرج على تشوبر وعمال يتحول لاشكال مختلفه بعد ما بياخد حبات معينه، وبيستغل روبن ان لوفي عمال يتفرج على تشوبر وبيتسلل للقصر، وبيكون تشوبر بيقتل الشخص باربع اضرع وبيقدر انه يهزمه بعد ما استخدم ذكائه، وبيروح بعد كده لوفي عشان يدور على روبن، وبيكون روبن بيجري ورا نامي في القصر علشان ياخد منها مفتاح الخزنه بتاعت الاسلحه، ويفتح الخزنه وياخد كل الاسلحه اللي جواها ويهاجم بيها لوفي والطاقم بتاعه، بيقدر روبن بعد مده طويله انه يمسك نامي وبيكون هيقضي عليها، لكن بيظهر لوفي وبيضرب روبن وبيطيره بعيد، فبيتعصب روبن اول ما بيشوف لوفي وبيطلع يجري على اوضه بيكون موجود فيها سلاح قديم، وبيحاول روبن انه يهاجم لوفي بالسلاح دوت، ولكن السلاح بيكون عطلان، فبيستهزئ لوفي من روبن وبيمسكه وبيضربه ضربه قويه وبيطيره فوق القصر، وبعد كده بيستخدم لوفي ايديه المطاطيه وبيطير روبن بعيد جدا وبيقدر انه يهزمه، وبتيجي بعد كده فيفي واعضاء الطاقم وبيجي دانتون هو كمان وبيفرح جدا لان لوفي قدر انه يهزم روبن، وبعد كده بيطلب لوفي من تشوبر انه ينضم للطاقم بتاعه وبيوافق تشوبر وبينضم للطاقم بتاع لوفي، بيركب بعد كده تشوبر السفينه مع لوفي والطاقم بتاعه وبيودعوا اهل الجزيره وبيبداوا ان هم يتحركوا، وبيفضلوا ماشيين طريق طويل جدا لحد ما بيلاقوا ان في شخص بيغرق في البحر، وبينقذوا لوفي من الغرق وبيحطه على السفينه، وبيقولوا الشخص الغريب ان هو ما بيعرفش يعوم لان هو واكل احد فاكهات الشيطان اللي بتديله قدره انه يتشكل على شكل اي حد بمجرد انه يلمس وشه، وبيفضل الشخص الغريب قاعد مع لوفي والطاقم بتاعه لحد ما بتيجي السفينه بتاعته وبتاخده، وقبل ما بيمشي الشخص الغريب بيقول لوفي والطاقم بتاعه ان هو اعتبرهم اصدقائه وان هو اسمه مستر تو، واول ما بيمشي مستر تو بيتصدم لوفي والطاقم كله لان كان قدامه واحد من منظمه الباروكلوك انهم كانوا في ايدهم انهم يقبضوا على مستر تو احد اعضاء المنظمه، وبتقول فيفي انهم لازم ياخدوا حذرهم لان اعضاء المنظمه خطيرين جدا وان ممكن يدخلوا وسطهم من غير ما يحسوا، وبعد كده بيبدا الطاقم بتاع لوفي انه يتحرك لحد ما بيقدروا انهم يوصلوا لمملكه الاباستا، اول ما بيوصلوا بينزل لوفي من السفينه وبيطلع يجري في المدينه عشان يدور على اكل، بيفضل زورو والباقيين قاعدين في السفينه وبيدخلوا المدينه وهم متخفين عشان محدش يعرفهم، بعد كده بيقعدوا كلهم مع بعض وبيسال زورو فيفي ايه الخطوه الجايه اللي هيعملوها، فبتقول لهم فيفي ان في واحده هنا اسمها يوبا، الواحده ديت هي القاعده بتاعت الجيش الثوري اللي هيعمل ثوره على المملكه، وانها تروح عشان تتشاور مع الجيش الثوري وتقول له ان كروكودايل ونظمه الباروكلوكس هم السبب في كل اللي بيحصل في المملكه، في نفس الوقت بيكون لوفي تاه في الصحراء وعمال يدور على اكل، بيلاقي لوفي ان في بيت صغير وبيحاول انه يدور فيه على ميه، ولكن ما بيلاقيش ميه وما بيلاقيش غير شويله بس فيها ماده خضراء، بيحاول لوفي ان ياكل الماده الخضراء ولكن بيلاقي ان طعمها وحش، فبيتضايق لوفي وبيرمي بعض الشويله في الفرن اللي موجوده قدامه، واول ما بتحترق الشويله اللي فيها الماده الخضراء بيطلع دخان من المناره وبعدها بتنزل مطره، وبيطلع فجاه الراجل اللي في البيت وبيكون متعصب جدا وبيسال لوفي هو ليه بيعمل كده، بيقول له ان اللي عمله دوت غلط لان المسحوق اللي استخدمه دوت مسحوق استدعاء المطر، وان المسحوق دوت اول ما بتحرقه بيعمل سحابه بتنزل مطر في المكان اللي انت فيه، ولكن المطر اللي بينزل بيكون مطر مش عادي لانه بينزل على حساب منطقه ثانيه، بما يدل ان انت لو استخدمت المسحوق دوت في المكان اللي انت واقف فيه هينزل لك المطر في المكان دوت ويمنع المطر من مكان ثاني، ولكن لوفي ما يفهمش اي حاجه من اللي قالها وبيساله عن مكان يكون فيه اكل، بيقول له الراجل على مكان موجود فيه اكل، فبيفرح لوفي جدا وبيطلع
بيطلع يجري ناحية المطعم اللي قالوا عليه الراجل، ومن كتر الفرحة بيخبط في شخصين كانوا واقفين جوه المطعم وبيطيرهم بعيد. وبعد كده بيقعد لوفي في المطعم وبيفضل ياكل، وبيظهر احد الشخصين اللي خبط فيهم لوفي واللي بيكون سموكر. اول ما بيشوف لوفي سموكر بيطلع يجري، وبيطلع سموكر يجري وراه، وبيفضل لوفي يجري من سموكر وقوات الميرينس، وبيقدر لوفي انه يقود قوات الميرينس للمكان اللي موجود في الطاقم بتاعه، وبيفضل طاقم لوفي كله انه يجري من قوات الميرينس وسموكر لحد ما بيظهر الشخص اللي خبط فيه لوفي التاني واللي بيستخدم قبضة النار بتاعته وبيقدر انه يتصدر قوات المارينز. بيقول الشخص دوت للوفي ان هو يمشي ورا الطاقم بتاعه وان هو يتصدر سموكر ويجي وراهم، وبيمشي لوفي والطاقم بتاعه وبيقعد ايس عشان يواجه سموكر. بيسأل سموكر ايس هو ليه بيحاول انه يدافع عن لوفي، فبيقول ايس ان هو بيدافع عن لوفي عشان هو اخوه، وبيفضل ايس يتقاتل مع سموكر وبعد كده بيسيبه وبيمشي. بيكون لوفي قاعد مع الطاقم بتاعه في السفينه وبيقول لهم ان ايس هو اخوه، ان هو قرصان قوي جدا وان هو فخور جدا بيه. وبيظهر فجاه ايس وبيرحب بلوفي وبيعرف بنفسه، وبيسأل لوفي ايس هو ايه اللي جابه هنا، فبيقول ايس لوفي ان هو جاي يقبض على قرصان ذو اللحيه السوداء، وبيتضح ان ايس قرصان لاحد اقوى القراصنه اللي موجودين في البحر، القرصان ذو اللحيه البيضاء. وبعدها بيبداوا ان هم يتحركوا لحد ما بيوصلوا شمال مملكه الاباسطا، واول ما بيوصلوا هناك بتبدا فيفي تشرح لهم هم ليه رايحين لقياده الجيش الثوري، وبتقول لهم ان من فتره كبيره بدا الجفاف انه يحل على كل المدن اللي حوالين المملكه، بدا المطر انه يبطل ينزل في الاماكن ديت ومبقاش ينزل غير في العاصمه وبس، وان وقتها افتكر كل اهل المدن ان الملك بيستخدم مسحوق استدعاء المطر، وبدا يحصل تمرد كبير من اهل المدن على الملك بسبب كده. ولكن كل دوت كانت خطه منظمه البروكلوكس، وان الملك ملهوش اي ذنب. هي دلوقتي رايحه لقائد الجيش الثوري وتحاول انها تتفاهم معاه وتشرح له كل اللي حصل. قائد الجيش الثوري كده يتفهمها لان هو كان صديقها منذ الطفوله، وبعد ما سمع له الباقيين كل اللي قالته فيفي بيستعدوا عشان يتحركوا. لكن قبل ما بيتحركوا بيقول ايس لوفي ان مهمته خلاص انتهت هنا، وبيقول ان هو هيروح يدور على اللحيه السوداء في اي مكان تاني لانه مش موجود في مملكه اراباستا. وقبل ما بيمشي ايس بيدي لوفي ورقه وبيقول انه يحتفظ بيها لحد ما يتقابلوا مره تانيه. بيمشي ايس وبيبدا لوفي والباقيين انهم يتحركوا لحد ما يقدروا فعلا انهم يوصلوا للوحه اللي فيها الجيش الثوري، ولكن بيلاقوا ان المكان كله مهجور واكن مفيش حد في المكان. وبيفضل لوفي والطاقم بتاعه يتحركوا لحد ما بيلاقوا ان في راجل عجوز موجود في الواحه، وبتسال فيفي الراجل العجوز عن الجيش الثوري، فبيقول لها ان الجيش الثوري غير موقعه، ان هم سابوا الواحه وراحوا لقريه كاتوريا لان المايه الموجوده في الواحه خلصت. ومن الناحيه الثانيه بنشوف ان كروكودايل قائد منظمه البروكلوكس اقتطع اعضاء المنظمه. بيبدا كروكودايل انه يشرح الخطه بتاعته في الاستولاء على مملكه الاباسطا للاعضاء الباقيين من المنظمه. واثناء ما كروكودايل بيشرح الخطه بيظهر مستر سري اللي بيقول لكروكودايل انه اسف لانه ما قدرش انه يقبض على لوفي والطاقم بتاعه. بيتفاجئ كروكودايل وبيقول لمستر سري ان هو كلمه في حلزون الاتصال وقال ان هو قبض على لوفي والعمالقه، لكن مستر سري بيقول لكروكودايل ان هو ما كلمهوش، فبيعرف كروكودايل ان طاقم قبعه القش خدعه، فبيتضايق كروكودايل جدا لان مستر سري خيب ظنه وبيرمي مستر سري في بحر من التماسيح. وبيقول كروكودايل لاعضاء المنظمه ان هم يقبضوا على لوفي والطاقم بتاعه لان هم عرفوا هويتهم الحقيقيه. الناحيه الثانيه بيكون لوفي والطاقم بتاعه بداوا انهم يتحركوا عشان يوصلوا لقريه كاتوريا، واثناء ما هم بيتحركوا عشان يوصلوا للقريه بيقعد لوفي وبيقرر ان هو مش هيكمل في المهمه ديت، بيتضايق كل من لوفي بيقول له انه يبطل اللي بيعمله لان هم اصبحوا في نص المهمه، فبيقول لوفي ان مفيش فايده ان هم يتشاوروا مع الجيش الثوري ويوقفوا عن اللي بيعملوه، حتى لو وقفوا الجيش الثوري فان كروكودايل قائد المنظمه لسه موجود، هو مش هيوقف الجيش الثوري انما هيوقف كروكودايل. ويقتنع الكل بكلام لوفي وبيقرروا انهم يتوجهوا الاول للمدينه اللي موجود فيها كروكودايل عشان يوقفوه، وبعد طريق طويل بيقدروا فعلا انهم يوصلوا للمدينه. واول ما بيوصلوا هناك بيجري لوفي واسف في المدينه بسرعه كبيره جدا عشان يدوروا على اي ميه لانهم عطشانين جدا، لكن بيقابلوا في الحان اللي دخلوه عشان يشربوا ميه سموكر. واول ما بيشوف سموكر لوفي بيكون عايز يقبض عليه، وبيطلع لوفي يجري هو واسف، وبيطلع سموكر وقوات ويفضل سموكر يجري ورا لوفي في الكازينو لحد ما بيقعد وبيبدا قوات المارينس انه يجري ورا كل الطاقم بتاع لوفي. وبسبب الفوضى اللي انتشرت في المدينه بسبب قوات المارينس اللي بتدور على لوفي بيعرف اعضاء منظمه الباروكلوكس ان لوفي موجود في المدينه، وبيجري لوفي مع اسب ونامي وزورو للكازينو اللي موجود في المدينه بتاع كروكودايل، وبيفضل لوفي والباقيين يجروا من سموكر اللي بيجري وراهم لحد ما بيقعوا كلهم في قفص عملاق، وبيكون القفص اللي وقعوا فيه مصنوع من ماده معينه بتمنحهم انهم يستخدموا قدرات فكهه الشيطان. وبيظهر فجاه كروكودايل اللي بيقول لوفي ان هو اخيرا قدر انه يقبض عليه، وفي نفس الوقت بيكون تم القبض على فيفي من اعضاء منظمه الباروكلوكس. بياخد اعضاء المنظمه فيفي الكروكودايل اللي بيكون قاعد مستنيها، وبيقول كروكودايل ان هو ورا كل اللي حصل في مملكه الاباسطا وان هو اللي نشر الجفاف في المدن اللي حواليها باستخدام قدره فكهه الشيطان بتاعته، وان هم اغبياء لانهم حاولوا انهم يجوا يقبضوا عليه وسابوا الحرب اللي بدات حاليا بين الجيش الثوري والجيش الملك. وبيطلع كروكودايل المفتاح بتاع السجن اللي فيه لوفي والباقيين وبيرميه في بحر من التماسيح. بعد كده بيفتح كروكودايل الميه وبتبدا الميه انها تملى المكان كله، وبيقول كروكودايل لفيفي ان دلوقتي قدامها خير انها تاخد المفتاح وتنقذ صحابها قبل ما يغرقوا ولا تروح لمملكه الاباسطا وتوقف الحرب اللي بدات. وبتقعد فيفي بتبقى مش عارفه تعمل ايه لان التمساح اللي اكل المفتاح تمساح عملاق جدا، واثناء ما فيفي بتحاول انها تاخد المفتاح من التمساح بيجي اتصال لكروكودايل، وبيرد كروكودايل على الاتصال وبيكون شخص غريب اللي بيكلمه، بيقول الشخص الغريب لكروكودايل ان الكازينو بتاعك بيتعرض لهجوم من وحش عملاق وان هو يجي دلوقتي ويحاول يوقف الوحش دوت لان الوحش دوت خطير جدا. واول ما
بيسمع لهو الباقيين الشخص الغريب اللي بيتكلم كروكودايل بيعرفوا ان الشخص الغريب اللي بيتكلم دوت هو ساندي، لان هو الوحيد اللي ما اتقبضش عليه هو تشوبر. وبيخرج كروكودايل عشان يشوف اللي حصل في الكازينو بتاعه، وبيظهر تشوبر وبيبدا انه يشتت كروكودايل. بيدخل ساندي المخبأ بتاع كروكودايل وبيقدر انه يهزم التمساح اللي اكل المفتاح ويخليه يرجع المفتاح اللي اكله، وبيرجع التمساح مع المفتاح مستر 3 اللي بيتضح ان كروكودايل اكله للتمساح. وبيقول مستر 3 ان هو ما اتصدمش من التمساح لان هو استخدم قوه فكه الشيطان بتاعته وخلى كل جسم التمساح شمع. وبيلاقي مستر 3 المفتاح بتاع القفص اللي فيه لوفي، وهو ما بيعرف ان المفتاح دوت هيحرر لوفي من القفص فبيرميه. ولكن سانجي بيجبر مستر 3 يعمل المفتاح من الشمع ويفتح القفص اللي فيه لوفي والباقيين. بعدها بتبدا المايه انها تملى المكان كله، وبيبدا لوفي وسموكر ان هم يغرقوا لان هم واكلين فكه الشيطان. ولكن سانجي بيقدر انه ينقذ لوفي، وبيقدر زورو انه ينقذ سموكر بسبب ان لوفي والطاقم بتاعه انقذوا سموكر. بيقرر سموكر انه ما يلحقش لوفي والطاقم بتاعه مره ثانيه ويسيبهم يروحوا للمدينه اللي هم عايزينها. وبيبدا لوفي والطاقم بتاعه معاهم فيفي ان هم يتحركوا عشان يروحوا لعاصمه الاباستا ويوقفوا الحرب اللي بدات. بيوصل لوفي والباقيين كلهم لحدود المدينه، وبيكونوا مش عارفين ازاي هيتوجهوا لمملكه الاباستا بسرعه. ولكن فجاه بيظهر تشوبر بعد ما قدر انه يهرب من كروكودايل ومعاه سلطعون عملاق، وبيركبوا كلهم السلطعون وبيبداوا انهم يستعدوا عشان يتحركوا لعاصمه الاباستا. ولكن قبل ما بيتحركوا بيظهر كروكودايل وبيحاول انه يقبض على فيفي، ولكن لوفي بيقدر انه ينقذ فيفي ويرجعها لظهر السلطعون ويقع هو على الارض. بيقول لوفي للطاقم بتاعه ان هم يروحوا لعاصمه الاباستا ويوقفوا اللي بيحصل فيها، وان هو يوقف كروكودايل ويجي وراهم. وبيمشي طاقم لوفي، وبيقعد لوفي عشان يواجه كروكودايل قائد منظمه الباركلو. بعد ما ساب لوفي الطاقم بتاعه عشان يهاجم كروكودايل، بدات معركه قويه جدا بينه وبين كروكودايل. وفي بدايه المعركه حاول لوفي انه يسيب كروكودايل باي اصابه، ولكن كروكودايل ما تاثرش باي حاجه، ودوت بسبب قوه فكه الشيطان بتاعته اللي مخليه كل جسمه رمل. وبعد ضربات قويه جدا من لوفي بدون اي اصابه لكروكودايل، بدا كروكودايل انه يهاجم لوفي، وقدر كروكودايل انه يسيب لوفي باصابات خطيره ويطعنه طعنه قويه جدا. وبعد كده بيرمي كروكودايل لوفي في حفره عميقه من الرمل، وبيمشي وبيسيبه على وشك انه يموت. وبيفضل لوفي يقاوم بكل قوته عشان يفضل عايش وما يموتش. واثناء ما لوفي بيحاول انه يخرج من الرمل المتحرك، بتظهر ميس اولسان دي اللي بتساعد لوفي وتطلعه من الرمل المتحرك. وبتسيب ميس اولسان دي لوفي مع احد الحراس بتاعتها وبتمشي وبتسيبه. ومن الناحيه الثانيه بيكون اعضاء منظمه الباركلوكس واقفين قدام مملكه الاباستا مستنيين فيفي ما تيجي عشان يقبضوا عليها وما يخلاش توقف الجيش الثوري. ولكن بيتفاجئ اعضاء المنظمه اما بيلاقوا اكتر من شخص جاي ناحيه العاصمه وبيكون لابس نفس اللبس اللي لابساه فيفي، فبيضطر اعضاء المنظمه انهم يتفرقوا عشان يدوروا على فيفي وسط الاشخاص دولت. وبيكون الاشخاص المتخفيين دولت هم طاقم قبعه القش. وبتكون فيفي قاعده بره العاصمه وما دخلتش مع الطاقم ومستنيه الجيش الثوري ما يجي عشان توقفه. وبيجي الجيش الثوري بتحاول فيفي فعلا انها توقفه، ولكن الجيش الثوري ما بيشوفهاش وبيبدا الهجوم على العاصمه. وفي نفس الوقت بيكون طاقم قبعه القش بعد ما اتفرق في المدينه لقوا نفسهم في مواجهه قدام احد اعضاء منظمه الباروكلوكس، وبيكون اسوب وتشوبر في مواجهه قدام مستر فور وميس كريسماس، وبتكون نامي في مواجهه ميس دبر فينجر، وبيكون سانجي في مواجهه مستر 2، وبيكون زورو في مواجهه اقوى شخص في اعضاء منظمه الباروكلوكس وهو مستر 1. وبعد معركه قويه جدا لكل اعضاء الطاقم، قدر كل واحد من اعضاء الطاقم انه يفوز على الخصم بتاعه. وفي نفس الوقت بتكون فيفي وصلت للقصر وبتحاول انها توقف الحرب اللي بدات بين الجيش الثوري وجيش المملكه. وبيجي في الوقت دوت كوزا قائد الجيش الثوري وبيطلب من الملك ان هو يستسلم ويسلم لهم المملكه. واثناء ما هم واقفين كلهم بيظهر فجاه كروكودايل وميس اولسان دي، وبيعرف كوزا ان كروكودايل وميس اولسان دي ومنظمه الباروكلوكس هم اللي ورا كل دوت. وبيقول كروكودايل على الهدف الحقيقي اللي عمل عشانه كل دوت، وبيقول ان هدفه من احتلال مملكه الاباستا هو البحث عن السلاح السري اللي يقدر انه يميت مدينه بضربه واحده. وبيقول كروكودايل ان السلاح دوت قوي جدا وسري جدا ومحدش يعرف عنه اي حاجه، وان المعلومات بتاعته موجوده في مملكه الاباستا، وان هدفه دلوقتي انه يلاقي السلاح دوت وبعد كده هيدمر المدينه كلها. وبيقول كروكودايل كمان ان هو ساب قنبله في تحت المعركه هتفجر المعركه كلها وتقتل كل الجنود وكل الجيش الثوري. فبتتضايق فيفي وبتحاول انها تهاجم كروكودايل، ولكن كروكودايل بيمسكها وبيرميها من فوق القصر. ولكن بيظهر في الوقت دوت لوفي وبيقدر انه ينقذها على اخر لحظه. وبيبدا بعد كده لوفي انه يستعد عشان يواجه كروكودايل للمره الثانيه بعد ما قدر انه يكتشف نقطه ضعفه. وبيتضح ان نقطه ضعف كروكودايل هي الميه، لان هو ما بيجي عليه ميه ما بيقدرش انه يستخدم قوه فكه الشيطان بتاعته. وبيبدا لوفي انه يستخدم البرميل اللي معلقه على ظهره ويغرق كل جسمه ميه ويهاجم كروكودايل بهجمات قويه. وبيتصاب كروكودايل فعلا بهجمات لوفي على عكس المره اللي فاتت اللي ما كانش بيتصاب فيها. وبيفضل لوفي يضرب كروكودايل ضربات قويه لحد ما بيتعصب كروكودايل وبيمسك البرميل اللي في الميه وبيكون هيكسره. ولكن لوفي بيشرب كل الميه اللي في البرميل وبيبدا انه يهدف كور ميه على كروكودايل، ولكن كروكودايل قدر انه يتفادى احد كور الميه ومسك لوفي وقدر انه يمتص كل الميه اللي في جسمه، ووقع لوفي على الارض بعد ما بقى كل جسمه جاف. وبعدها بيمشي كروكودايل بعد ما ساب لوفي وعلى وشك انه يموت للمره الثانيه، ولكن بتنزل نقطه الميه اللي هدفها لوفي على كروكودايل وما جتش فيها على لوفي وبتخليه يرجع تاني لطبيعته. وبيقوم لوفي وبيبدا انه يستعد عشان يروح يهاجم كروكودايل. وفي نفس الوقت بتكون ميس اورسان دي اخذت الملك عشان يوديها للمكان اللي موجود فيه المعلومات بتاعت السلاح اللي قال عليه كروكودايل. وبتقدر فعلا ميس اورسان دي انها توصل هي والملك للمكان اللي موجود فيه المعلومات عن السلاح. وبي
وبيوصل كروكودايل هو كمان وبيطلب من ميس اولساندي انها تقرا له اللافته اللي فيها كل المعلومات عن السلاح السري، ولكن ميس اولساندي بتخدع كروكودايل ومبترضاش تقول على اي حاجه عن السلاح، وبيتعصب كروكودايل وبينادي ميس اولساندي باسمها الحقيقي هو ميكروبين، وبيتصدم الملك اول ما بيسمع الاسم دوت، وبيتضح ان ميكروبين هي البنت المطلوبه وهي عندها 10 سنين بمكافاه 79 مليون بيري لانها كانت السبب في تدمير 6 سفن حربيه وهي لسه صغيره. وبيقول كروكودايل لروبن ان هو حماها طول السنين ديت وما خلاش اي حد يقبض عليها لان هو كان عايز منها انها تقرا له المعلومات عن السلاح السري، ولكن بعد المعلومات اللي قالتها ديت فمفيش فايده ان هو يخليها عايشه. وبيبدا بعد كده كروكودايل انه يحاول يتخلص من روبن لانها بتخدعه، وبيحاول الملك انه يفجر المكان ويدمره عشان يحافظ على السر بتاع عائلتهم وما يخليش اي حد يعرف عن السلاح السري، ولكن كروكودايل بيقول للملك ان مفيش فايده انه يفجر المكان لان هو هيقدر انه يخرج من هنا بسبب قوه فكه الشيطان بتاعته. وقبل ما بيهرب كروكودايل ويخرج من المكان بيوصل لوفي في الوقت دوت وبيبدا انه يتقاتل مع كروكودايل، وبدا لوفي يضرب كروكودايل ضربات قويه جدا بعد ما استخدم الدم بتاعه بدل الميه اللي بيحطها على جسمه عشان يقدر يضرب كروكودايل. وبيتعصب كروكودايل جدا لان في كل مره بيحاولوا انه يقتل فيها لوفي بيقوم مره ثانيه وبيجي هيك طريقه، وبيقرر كروكودايل ان هو هيقضي على لوفي ويخلص عليه نهائيا، وبيستخدم كروكودايل الخطاف بتاعه واللي بيكون فيه سم خطير جدا، وبيقدر فعلا كروكودايل باستخدام الخطاف المسمم انه يصيب لوفي باصابات خطيره، ولكن لوفي كان عنده اصرار كبير جدا انه يهزم كروكودايل وما كانش مهتم هو اتصاب بالسم ولا لا. بعد كده بدا لوفي انه يضرب كروكودايل ضربات قويه جدا ادت الى جروح كروكودايل بجروح خطيره، وبعد ضربات قويه جدا من لوفي مد لوفي ايديه وضرب كروكودايل وطيره في السماء ووقعه في نص الميدان وهو مغمى عليه ومش قادر انه يتحرك، وبعد كده بيغمى على لوفي هو كمان لان السم بدا انه ينتشر في جسمه، ولكن قبل ما بيتاثر لوفي بالسم نهائيا بتديله روبن المضاد بتاع السم بتاع كروكودايل، بياخد لوفي المضاد بتاع السم وبيفوق مره ثانيه وبياخد الملك وبياخد روبن وبيهرب من المكان قبل ما ينهار عليهم. وفي نفس الوقت بتكون فيفي وطاقم قبعه القش بيدور على القنبله اللي حطها كروكودايل في المدينه، بعد تدوير طويل بتقدر فيفي انها توصل لمكان القنبله وتوقفها قبل ما تنفجر، وبعدها بيوقف الجيش الثوري والجيش الملكي القتال اللي كان ما بينهم بعد ما لقوا ان المطره بدات انها تنزل مره ثانيه على العاصمه، وبيفرح الجيش الملكي والجيش الثوري لان كل حاجه رجعت لطبيعتها، وبعدها بيرحب الملك بلوفي والطاقم بتاعه في القصر كاحد الابطال اللي قدروا انهم ينقذوا المملكه، وبيقول الملك للوفي ان المملكه بتاعته مفتوحه ليه ولكل الطاقم بتاعه في اي وقت. واثناء ما هم قاعدين بيجي اتصال للوفي من مستر تو واللي بيتضح ان اسمه الحقيقي هو بون كوري، وبيقول بون كوري لوفي والطاقم بتاعه ان هو دلوقتي بيحمي السفينه بتاعتهم من قوات المارنس اللي عايزه تاخدها، وان هو هيفضل يحمي السفينه بتاعتهم لحد ما يجي لان هو وعدهم ان هم هيبقوا اصدقاء. وبيقفل لوفي التليفون وبيستعد هو الطاقم بتاعه وبيرجعوا للسفينه وبيقابلوا هناك بون كوري، وبيفضلوا قاعدين معاه لحد تاني يوم الصبح وبيستعدوا عشان يمشوا بالسفينه بتاعتهم، ولكن قوات المارنس بتحصرهم مره ثانيه وبتكون عايزه تقبض على لوفي، ولكن بون كوري بيضحي بنفسه وبيتحول لشكل لوفي وبيضل القوات المارنس وبيخليها تمشي وراه وما تمشيش ورا الطاقم بتاع لوفي، وبيودع لوفي والطاقم بتاعه بون كوري وبيبداوا ان هم يتحركوا. واثناء ما هم ماشيين بتخرج روبن من السفينه بتاعتهم وبتطلب من لوفي انها تنضم للطاقم بتاعه مقابل ان هو يحميها من قوات المارنس اللي عايزاها، وبيوافق لوفي انه يضم روبن للطاقم بتاعه وبيقول لها ان هو يحميها ويحمي كل اعضاء الطاقم بتاعه، وبيبدا طاقم قبعه القش مع عضو جديد في الطاقم ان هم يتحركوا ويكملوا رحلتهم. وبيبدا بعد كده الطاقم انه يتحرك في البحر وبيفضل ماشي طريق طويل جدا لحد ما بيتفاجئوا وهم ماشيين بسفينه وقعت عليهم من السماء، وبينزل لوفي بيبدا انه يبحث في السفينه لحد ما بيلاقي خريطه، وبيعرف لوفي والطاقم بتاعه ان السفينه ديت وقعت من جزيره موجوده في السماء وان الجزيره ديت اسمها سكاي بايا، وبيقرر لوفي ان هو ينزل للسفينه ويبدا ان هو يستكشفها، وبينزل فعلا لوفي المايه ومعاه زورو وسانج عن طريق اجهزه اخترعها لهم اسهم، وبيبدا لوفي وسانج وزورو ان هم يبحثوا في السفينه ويدوروا فيها على اي حاجه ثمينه. واثناء ما لوفي وسانج وزورو بيدوروا في السفينه تحت الميه بيظهر قرصان اسمه مسيره، وبيقول القرصان مسيره نيمو والباقيين ان المنطقه ديت منطقته وان السفن اللي بتقع فيها هي السفن بتاعته، وبيبدا القرصان مسيره هو الطاقم بتاعه وان يسحب السفينه اللي موجود فيها لوفي وسانج وزورو، ولكن واثناء ما هو بيسحبها بتظهر سلحفاه عملاقه وبتاكل السفينه، ولكن بيقدر لوفي وسانج وزورو ان هم يهربوا باعجوبه، وبعدها بيلاحظوا كلهم ان السماء ظلمت وبيبصوا فيهم فبيلاقوا ان في ثلاث ضلال عملاقه، فبيخافوا كلهم وبيفضلوا يجدفوا بالسفينه وبيهربوا من المكان، وبيبداوا بعد كده يفكروا هم يروحوا فين لان بصرة اللبس بتاعت نامي بتدل على فوق، فبتستغرب نامي وبتقول ان البصله بتاعتها اكيد بايظه لان السهم بتاعها بيدل على فوق، فبتقول روبن ان بصله اللبس عمرها ما تكون بايظه وان اكيد هي دلتهم لمكان جزيره وان الجزيره ديت اكيد هي جزيره السماء، وبتدي بعد كده روبن لنامي بصله وبتقول لها انا سرقتها من السفينه بتاعت مسيره، وبتكون البصله ديت مديهم اتجاه لجزيره جايا، وبيبدا بعد كده الطاقم ان هو يتحرك لحد ما فعلا بيوصل لجزيره جايا، وبتكون جزيره جايا ما فيهاش اي قانون وفيها قراصنه كتيره جدا عليهم مكافئات كبيره جدا، وبيدخل زورو ولوفي ونامي لاحد الحنان
مات وبيفضلوا قاعدين فيها. واثناء ما هم قاعدين بيظهر قرصان اسمه بلامي واللي بيكون بيسال على لوفي، وبيروح بلامي وبيقعد جنب لوفي. واثناء ما هم قاعدين بيضرب لوفي ضربه قويه جدا وبيتضايق لوفي جدا وبيستعد عشان يواجه بلامي، ولكن نامي بتمنعه وبتقوله ان هم مش جايين هنا عشان يدخلوا في شجره قدام حد. وبتسال بلامي صاحب الحانه عن جزيره السماء وازاي يقدروا ان هم يوصلوا لها، ولكن صاحب الحانه وكل اللي في الحانه بيفضلوا يضحكوا وبيقولوا ان جزيره السماء ديت هي مجرد خرافه وان مستحيل انها تكون موجوده. وبيفضل القرصان بلامي يتريق على لوفي وزورو ونامي ويقول لهم ان الحاجات ديت مجرد خرافات وانها مجرد احلام سخيفه. ويخرج لوفي وزورو ونامي من الحانه وهم خارجين بيقابلوا شخص غريب واللي بيقول لهم ان جزيره السماء فعلا موجوده وانهم يفضلوا ماشيين ورا احلامهم لان الاحلام ما بتنتهيش. وبيرجع بعد كده لوفي وزورو ونامي للسفينه وبيلاقوا ان روبن معاه خريطه، وبتقول روبن ان الخريطه ديت هي خريطه للجزيره اللي هم فيها، وبتقول روبن انها عرفت ان في شخص هنا اسمه كريكت منفي من الجزيره ديت وعايش لوحده، وان الشخص دوت ممكن يساعدهم ويعرفهم ازاي يوصلوا لجزيره السماء. وبيستعد طاقم قبعه القش وبيروح للمكان اللي موجود فيه كريكت، ولكن ما بيلاقوش اي حاجه في المكان، وبيعرفوا ان كريكت اكيد راح عشان يجيب حاجه وانه هيرجع دلوقتي. واثناء ما هم قاعدين بيلاقوا ان في كتاب مكتوب عليه قصص نورين الكذاب، وبيقول سانجي ان الحكايه ديت حكايه خرافيه وان هو كان بيقراها قبل كده، انها بتحكي ان من 400 سنه كان في شخص اسمه نولاند كان بيستكشف الجراند لاين، وقدر نولاند انه يلاقي جزيره موجود عليها كنز وسماها بجزيره الكنز، وان وقتها نولاند لما لقى الجزيره ديت رجع للمدينه بتاعته وقال للملك المدينه ان هو لقى جزيره الكنز، وراح وقتها الملك مع نولاند للجزيره ديت. ولكن بعد ايام في البحر اول ما بيوصلوا ما بيلاقوش اي حاجه على الجزيره، وبيعرف الملك ان نولاند كان بيكذب عليه فسموه بنولاند الكذاب وحكم عليه بالاعدام لان هو كذب على الملك، وان الكلمات الاخيره اللي قالها نولاند قبل ما يتعدم ان الكنز موجود وانه اكيد وقع في البحر. وبعد ما بيسمع كل الطاقم قصه نولاند من سانج بيظهر فجاه شخص غريب وبيحاول انه يهاجم سانج ولكن بيغمى عليه فجاه، فبياخد لوفي والباقيين الشخص الغريب اللي اغمى عليه وبيدخلوه البيت وبيبداوا ان هم يكشفوا عليه. وبيقول تشوفر بعد ما كشف عليه ان هو عنده مرض بتاع الغواصين، والمرض دوت بيجي للغواصين لانهم بينزلوا لاعماق كبيره جدا في البحر وبيكون ضغط البحر مختلف عن ضغط الهواء. وبيفوق فجاه الشخص الغريب وبيتضح ان الشخص الغريب دوت هو كريكت صاحب البيت، وبيجي في الوقت دوت القرصان مسيره ومعاه اخو شوجو وبيكون هما الاثنين اصدقاء كريكت. وبيسال بعد كده لوفي والطاقم بتاعه كريكت عن جزيره السماء وازاي يقدروا ان هم يوصلوا لها، فبيقول كريكت ان محدش كان بيتكلم على جزيره السماء ديت غير نولاند، وبيتضح ان كريكت هو من نسل نولاند وان نولاند هو جده الكبير. وبيقول كريكت ان بعد ما تم اعدام نولاند طردوا العيله بتاعته وكل اللي قربوه بره الجزيره، وان هو من ساعه ما اتولد وهو بيدور على الكنز بتاع نولاند اللي قال ان هو وقع في البحر عشان يثبت ان نولاند ما كانش كذاب. وبيبدا بعد كده كريكت انه يقول للوفي والطاقم بتاعه هم ازاي يقدروا انهم يوصلوا لجزيره السماء، وبيقول كريكت ان هم يقدروا انهم يوصلوا لها عن طريق الشلالات اللي بتدفع لفوق، وان الشلالات ديت بترفع الميه لفوق وان هي ممكن توصل السفينه بتاعتهم لجزيره السماء، وان هم بس محتاجين بعض التجهيزات في سفينه جومونج ميري بتاعتهم عشان يقدروا انهم يطلعوا فوق الشلالات ديت، وان هو يعمل لهم التجهيزات ديت عشان يقدروا انهم يوصلوا لجزيره السماء. وبيقعد بعد كده لوفي والطاقم بتاعه مع كريكت وبيكونوا فرحانين جدا لان هو هيساعدهم ويعمل لهم التجهيزات في السفينه. واثناء ما هم قاعدين بيوريهم كريكت اكراز من الذهب وبيقول لهم ان هو لقاها في البحر وان دوت دليل ان نولاند ما كانش كذاب. وبيقول بعد كده كريكت لوفي والطاقم بتاعه ان تجهيزات السفينه بتاعتهم قربت تخلص ولكن فاضل حاجه واحده بس، وان هم يجيبوا طائر الجنوب لان طائر الجنوب دوت هو اللي هيدلهم على الشلال اللي يطلعهم لفوق. فبيوافق لوفي والطاقم بتاعه وبيبداوا ان هم يتحركوا للغابه عشان يقبضوا على طائر الجنوب. واول ما بيمشي لوفي والطاقم بتاعه بيظهر بلامي وبيهاجم القرصان بلامي كريكت وتشوجو وبسيره وبيقدروا انه يقضي عليهم كلهم. بياخد بعد كده قرصان بلامي الذهب اللي لقى كريكت في البحر وبيمشي، وفي نفس الوقت بيكون لوفي والطاقم بتاعه قدروا انهم يقبضوا على طائر الجنوب. واول ما بيرجع لوفي والطاقم بتاعه لكريكت فبيلاقوا ان كريكت وقع على الارض ومش قادر انه يتحرك، وكمان مسيره وتشوجو مش قادرين ان هم يتحركوا. فبيتضايق لوفي جدا وبيفضل يسال كريكت هو مين اللي عمل كده، ولكن كريكت ما بيرضاش يقول له، ولكن لوفي بيعرف ان بلامي هو اللي عمل كده لان هو ساب الشاره بتاعته. وبيتضايق لوفي جدا وبيتعصب وبيقول ان هو هيروح عشان يجيب بعض الاشياء ويجي. وبيروح لوفي المدينه وبيصرخ بأعلى صوته وبيقول لبلامي ان هو يخرج دلوقتي ويرجع له الذهب اللي سرقه من كريكت. وبيخرج بلامي وبيشوف لوفي وبيرفض ان هو يرجع له الذهب وبيقول ان الاحلام اللي هو بيجري وراها ديت احلام سخيفه وان هو هيهزمه هنا وهيوري لكل الموجودين ان هو يقدر يهزمه. وبيبدا بلامي انه يستخدم قوه فكه الشيطان بتاعته ويحاول انه يهاجم لوفي، ولكن لوفي بيفضل انه يتفادى في ضرباته وما بيقدرش يهاجم بلامي باي هجمه. فبيحاول بلامي انه يستخدم اقوى تقنيه عنده ويهاجم لوفي، ولكن لوفي بضربه واحده بيقدر انه يهزم بلامي ويوقعه على الارض. بيخاف كل الموجودين وكل الطاقم بتاع قراصنة بلامي من لوفي وبيدوله الذهب اللي سرقوه من كريكت، وبياخد لوفي الذهب بتاع كريكت وبيرجع لكريكت مره ثانيه. وبيبدا بعد كده كريكت انه يجهز السفينه بتاعت لوفي وبيقدر فعلا ان هو يجهزها، وبيركب لوفي السفينه والطاقم بتاعه بيودعوا كريكت وبيبداوا ان هم يتحركوا للمكان اللي موجود فيه الشلال اللي هيدفعهم لفوق. وبيقدر فعلا لوفي والطاقم بتاعه انهم يوصلوا للمكان اللي موجود فيه الشلال، وبيبدا الشلال ان هو يدفعهم لفوق عشان يوصلوا لجزيره السماء. وبعد ما بيفوقوا انهم اغمى عليهم بسبب قوه الشلال بيلاقوا نفسهم في مكان كله ابيض في ابيض، وبتبص نامي البصله بتاعتها فبتلاقي ان البصله بتاعتهم لسه بتدلها لفوق، فبتقول روبن ان هم المفروض يركبوا شلال تاني يطلعهم فوق اكتر واكتر.
اكتر. واثناء ما بيدوروا كلهم على شلال يرفعهم لفوق بيظهر فجاه شخص غريب بيهاجم لوفي وسانجي وزورو بسرعه كبيره جدا، وبيستعد بعد كده الشخص الغريب وبيوجه نهايه المدفع عشان يهاجمهم كلهم. ولكن فجاه بيظهر شخص تاني غريب وبيهاجم الشخص الغريب اللي هاجم لوفي وسانجي وزورو وبينقذهم منه، وبيقول الشخص الغريب اللي ظهر ان هو اسمه فارس السماء. وبيستغرب لوفي وزورو وسانجي وبيسالوا فارس السماء هو ليه الشخص دوت سريع جدا، فبيقول لهم فارس السماء ان هو مش سريع بس عشان هم لسه جسمهم ما خدش على الضغط الجوي. وبيديهم بعد كده فارس السماء صفاره وبيقول لهم ان لو حصلت لهم اي مشكله يصفروا بالصفاره ديت وهيجي عشان ينقذهم. بيمشي بعد كده فارس السماء وبيسيبهم، وبيبص لوفي والطاقم بتاعه فبيلاقوا ان في شلال قريب منهم وبيروحوا ناحيته. واول ما بيوصلوا فبيلاقوا ان في بوابه عند الشلال فبيدخلوا منها، وبتظهر فجاه سيده عجوزه وبتصور لوفي والطاقم بتاعه بالكاميرا اللي معاها وبتقول لهم انها الحارسه بتاعت البوابه ديت، وان هم عشان يدخلوا من البوابه ديت لازم يدفعوا كل واحد 1,000,000 بيري. ولكن لوفي والطاقم بيقولوا لها ان هم مش معاهم الفلوس ديت، فبتقول لهم ان هم ممكن يدخلوا عادي. وبيعدي لوفي والطاقم بتاعه من البوابه وبيظهر سلطان عملاق وبياخدهم ويبدا ان هو يطلعهم لجزيره السماء. واول ما بيمشي لوفي والطاقم بتاعه بتتكلم السيده العجوزه مع شخص غريب وبتقوله ان هي بعتت له اشخاص تانيه جديده. وبيكون لوفي والطاقم بتاعه اول ما طلعوا لجزيره السماء بيقابلوا بنت اسمها كونيس، وبيتعرف لوفي والطاقم على كونيس وبترحب بيهم كونيس، وبيتعرفوا كمان على ابوها، وبيرحب ابو كونيس واللي بيتضح ان اسمه بجايب لوفي والطاقم بتاعه وبياخدهم للبيت بتاعه. ولكن دايما ما بتروحش البيت معاهم وبتكون راكبه الويفر بتاع باجايا وعماله تتجول فيه في الجزيره. اثناء ما لوفي واعضاء الطاقم قاعدين في البيت بيلاحظوا ان نامي اختفت من قدامهم، فبتقول كنيس انها خايفه على نامي لانها ممكن تكون راحت المنطقه المحظوره. وبتقول كنيس ان المنطقه المحظوره ديت هي اللي بيعيش فيها الاله انيل والكهنه بتوعه، وان انيل هو اللي بيحكم الجزيره ودايما بيراقبهم وبيعرف كل اللي بيعملوه، وان اي حد بيدخل الجزيره المقدسه ديت بيكون نهايته هي الموت لانه ما بيرجعش منها. اول ما بيسمع لوفي الكلام اللي قالته كنيس عن المنطقه المحظوره بيقرر ان هو يروح للمنطقه ديت كنوع من انواع المغامره، وبياخد لوفي الطاقم بتاعه عشان يركبوا السفينه ويروحوا للمنطقه المحظوره. وفي نفس الوقت بتكون نامي راكبه الوفر وعماله تتجول فيه، وبتوصل قدام المنطقه المحظوره اللي قالت عليها كونيس، وبتشوف نامي قارب صغير وبيكون موجود جوه القارب الصغير دوت قوقعه بتسجل صوت، وبتسمع نامي الصوت اللي موجود على القوقعه وبتلاقي ان الصوت دوت هو صوت ناس حاولت تخش المنطقه المحظوره ولكن انتهى بها الامر انها ماتت. وبتشوف نامي بعض الاشخاص الغريبه هم ماسكين اشخاص ثانيه وبيكونوا هيقتلوه، ولكن بيظهر فجاه المقنع اللي هجم على لوفي والباقيين في السفينه وبيحاول ان هو يهاجم الاشخاص الغريبه، ولكن فجاه بتظهر صاعقه من السماء وبتضرب كل الاشخاص اللي كانوا واقعين على الارض، وما بيبقاش بس غير الشخص المقنع وبعض الاشخاص الغريبه التانيين. وبيهرب الشخص المقنع وهو بيقول ان انيل هو اللي عمل كده، وبيقعد الاشخاص التانيين الغريبه واللي بيقولوا انهم عرفوا من حارسه البوابه ان في اشخاص دخلوا الجزيره وان هم لازم يقضوا على الاشخاص دولت ويخلصوا عليهم في اسرع وقت. وبتكون نامي سامعه كل اللي بيقولوه، فبتركب الوفر وبترجع للوفي عشان تقول لهم ان هم لازم يمشوا من الجزيره. ولكن اول ما بترجع نامي بتلاقي ان لوفي والطاقم واقفين قدام اشخاص غريبه واللي بيتضح انهم حكومه الجزيره ديت، وبيقول حكومه الجزيره لوفي والطاقم ان هم لازم يدفعوا غرامه كبيره لانهم دخلوا الجزيره بطريقه غير شرعيه. ولكن لوفي والباقيين بيكونوا مش معاهم المبلغ الكبير اللي بيقول عليه الحكومه، وبتقول نامي ان هم لازم يمشوا من الجزيره ديت فورا. ولكن حكومه الجزيره بتقول لوفي والطاقم بتاعه ان هم لو مشوا هيقبضوا على كونيس وابوها لانهم اللي استقبلوهم في الجزيره، فبيتعصب لوفي لان كونيس ساعدتهم وبيضرب حكومه الجزيره وزورو وسانجي، وبتتعصب نامي لان لوفي عمل كده في حكومه الجزيره وبتقول لهم ان هم لازم يمشوا من هنا فورا. فبيقول لوفي ان هو هيمشي من هنا ولكن بعد ما يروح يجيب اكل من بيت كونيس، وبيروح لوفي عشان يجيب اكل من بيت كونيس وبيروح معاه سانجي واسوب. واول ما بيمشي لوفي وسانجي واسوب بيظهر سلطان عملاق وبياخد السفينه اللي بيكون عليها زورو ونامي وشوبر وروبن، وبيتفاجئ لوفي والباقيين وبيسال لوفي ابو كونيس هو مين السلطان دوت، فبيقول ابو كونيس ان السلطان دوت شغال مع انيل وان هو هياخد السفينه واللي عليها للمذبح القرباني، ان المذبح دوت هو المذبح اللي بيتم التضحيه فيه في الاشخاص اللي بيخالفوا اوامر انيل، وان المذبح دوت موجود في المنطقه المحظوره اللي كونيس قالت لهم عليها. فبيقول لوفي ان هو هيروح للمكان دوت عشان ينقذ اصدقائه قبل ما يتم التضحيه بيهم، وبيستعد لوفي وسانجي واسوب وبيبداوا انهم يتحركوا مع كونيس عشان يوصلوا للمنطقه المحظوره. واثناء ما هم ماشيين بيلاحظ لوفي ان كونيس خايفه جدا وعماله ترتعش، فبيسال لوفي كونيس هي خايفه من ايه وهو ايه السبب اللي بيخليها ترتعش كده، فبتنهار كونيس وبتقع على الارض وبتفضل تعيط وبتقول للوفي والباقيين ان هي سبب ان السلطان اخد السفينه بتاعتهم، وان هي ماشيه معاهم دلوقتي عشان توصلهم للكهنه بتوع انيل ويخلوهم يخلصوا عليهم، وانها مجبره انها تعمل كده لانها لو ما عملتش كده انيل هينزل عليهم الغضب بتاعه. واول ما بيعرف لوفي والباقيين الحقيقه بتاعت كونيس بيتفاجئوا كلهم بان في صاعقه من السماء هتنزل عليهم، ولكن بيقدر اسوب وسانش انهم يهربوا من الصاعقه الكهربائيه، وبيظهر فارس السماء اللي بينقذ كونيس وبينقذ لوفي قبل ما تضربهم الصاعقه. وبيقول فارس السماء للوفي والباقيين ان هو هياخد كونيس وابوها للبيت بتاعه لان هم مستهدفين دلوقتي من انيل، وان البيت بتاعه مش هيقدر ان يتصاب بصاعقات انيل لان هو خارج حدود انيل اصلا. وبيمشي فارس السماء ومعاه كونيس وبيتحرك سانجي ولوفي واسوب في ويفر عشان يوصلوا للمنطقه المحظوره. واول ما بيقرب سانجي ولوفي واسوب من المنطقه
المحظورة بيبدأوا انهم يواجهوا بعض الفخاخ، ولكن بيقدروا انهم يعدوا من الفخاخ ديت وبيوصلوا المكان بيكون فيه 4 بوابات، وبيكون كل بوابة مكتوب عليها العقاب اللي هيواجهوه لو دخلوا من البوابة ديت، وبيختار لوفي احد البوابات وبيستعدوا كلهم وبيدخلوا من البوابة اللي قال عليها لوفي عشان يواجهوا مصيرهم. بعد دخول لوفي وسانجي واسوب من البوابة اللي اختارها لوفي بيلاقوا نفسهم في مكان كله كور بيضاء، وبيحاول لوفي واسوب انهم يلعبوا باحد الكور، ولكن بيخرج من الكور ديت افعى عملاقة وبتكون هتهاجم لوفي، ولكن لوفي بيقدر ينادي على الافعى وبيكون سانجي بيحاول ان يلمس احد الكور، ولكن الكرة بتنفجر في سانجي وبتسوب بعض الاصابات. وبيظهر بعد كده شخص غريب واللي بيكون اسمه ساتوري، واللي بيتضح ان هو احد كهنة انيل، وبيقول ساتوري لوفي وسانجي واسوب ان الكور ديت هي كور المفاجآت، وان كل كرة فيها مفاجأة عن الكرة التانية، وان مش هيعدوا من هنا الا لما يهزموه. فبيتضايق لوفي وبيحاول انه يهاجم ساتوري، ولكن ساتوري كان اسرع من لوفي بكتير وقدر انه يتجنب الضربه بتاعته. وبعد كده بيحط ساتوري ايديه على وش لوفي وبيضربه ضربه قويه جدا وبيطيره بعيد. فحاول سانجي واسوب ان هم يهاجموا ساتوري، ولكن قدر ساتوري انه يهاجمهم بنفس الضربه اللي هاجم بها لوفي ويطيرهم كلهم بعيد، ولكن لوفي بيقوم مره ثانيه وبيبدا هو وسانجي واسوب ان هم يهاجموا ساتوري ويحاولوا ان هم يسيبوه باي ضربه، ولكن ساتوري كان بيقدر انه يتنبأ بكل حركاتهم وكل ضرباتهم وما كانش بيتصاب باي ضربة. وبعد معركة قوية جدا بين لوفي وسانجي واسوب ضد ساتوري، قدر لوفي انه يقاد ساتوري ويضربوا سانجي ضربة قوية جدا ويقضوا عليه. وبعد كده بيركب لوفي وسانجي واسوب الوفر بتاعهم بعد ما قدروا انهم يقضوا على ساتوري احد كهنة انيل. ومن الناحية التانية بيكون السرطان اخد سفينة جومونج ميري للمذبحة كورباني، وبينزل زورو ونامي وروبن من السفينة عشان يبدأوا انهم يستكشفوا الجزيرة، وبيقعدوا تشوبر على السفينة عشان يحرسها. ولكن اول ما بيمشي زورو ونامي وروبن بيظهر شورا احد كهنة انيل وبيستعد عشان يواجه تشوبر. وقبل ما بيواجه شورا تشوبر بيصفر تشوبر بالصفاره بتاعت فارس السماء عشان يجي يساعده، وبيبدا بعد كده الكاهن ان هو يواجه تشوبر، وبيكون تشوبر بيحاول انه يدافع عن السفينه اللي بتكون هتتحرق بسبب ضربات الكاهن، وبيكون الكاهن على وشك انه يهزم تشوبر، ولكن بيظهر فجاه فارس السماء وبيبدا انه يتواجه مع الكاهن، ولكن بعد ضربات قويه جدا بين الكاهن شورا وفارس السماء انتهى المطاف بفارس السماء وهو واقع بين السحاب، وبيقعد تشوبر هو كمان بين السحاب، وبيمشي الكاهن شورا بعد ما افتكر ان هو خلاص قضى على تشوبر وفارس السماء، ولكن فجاه بتظهر طيور الجنوب وبتساعد تشوبر وفارس السماء وبتطلعهم من السحاب اللي كانوا فيه. ومن الناحيه الثانيه عند زورو ونامي وروبن بيكتشفوا بعض الاكتشافات الخطيره اللي موجوده على الجزيره اللي هم واقفين عليها، وبتكتشف روبن ان الجزيره اللي هم واقفين عليها ديت مش جزء من جزيره السماء، وان الجزيره اللي هم واقفين عليها ديت هي جزء من جزيره جايا وانها كانت موجوده في الارض، وبيتضح ان الجزء بتاع الجزيره اللي واقفين عليه هو جزء من جزيره جايا واللي كان موجود عليه الكنز اللي قال عليه نولاند الكذاب، وان نولاند ما كانش كذاب وان فعلا في كنز موجود على الجزيره، ان الجزيره ما وقعتش في الميه زي ما قال نولاند، انما هي طلعت لفوق بسبب شلالات المايه اللي بتدفع لفوق. ومن الناحيه الثانيه بنشوف الشخص المقنع اللي هجم على لوفي والطاقم بتاعه قبل كده واللي بيكون اسمه وايبر، وبيتضح ان وايبر هو من قبيله اسمها قبيله شانديا، وان قبيله شانديا بتعمل صراعات قويه جدا مع سكان جزيره السماء، وبيتضح ان اهالي جزيره السماء وقبيله شانديا بيدور بينهم معارك طويله جدا بسبب عداوه من سنين. وبيكون وايبر بيتكلم مع بنت من قبيله شانديا وبيقول لها ان دلوقتي هتبدا المعركه وان هم لازم يهزموا انيل والكهنه بتوعه، وبيبدا فعلا وايبر انه يتحرك هو وقبيله شانديا عشان يبداوا ان هم يهاجموا انيل والكهنه بتوعه. وبنشوف بعد كده انيل هو بيتكلم مع الكهنه بتوعه وبيقول لهم ان الكاهن ساتوري تمت هزيمته على ايد لوفي والطاقم بتاعه، وان هم ما يستهنوش بالناس اللي جايه من البحر ومن الشرق الازرق لان هم ممكن يكونوا اقوياء. وبيقول انيل للكهنه بتوعه ان هم في الفتره اللي جايه يقدروا ان هم يستخدموا كل قوتهم عشان يقدروا ان هم يبقوا على قيد الحياه ويقدروا ان هم يهزموا طاقم لوفي وقبيله شانديا. ومن الناحيه الثانيه بيكون لوفي وسانجي واسوب قدروا ان هم يوصلوا لبقيه اعضاء الطاقم، وقعد اعضاء الطاقم كلهم مع بعضيهم وبداوا يفكروا يعملوا ايه في الخطوه اللي جايه، وبدا كل اعضاء الطاقم ان هم يشاركوا المعلومات اللي قدروا ان هم يجمعوها. وبتقول نامي ان الجزيره اللي موجود عليها الكنز واللي قال عليها نولاند الكذاب هي الجزيره اللي واقفين عليها، ان المدينه اللي موجود فيها الكنز اللي قال عليها نولاند الكذاب موجوده في شمال الجزيره، وبيقرر لوفي واعضاء الطاقم كلهم ان هم هياخدوا الكنز اللي موجود في شمال الجزيره وبعد كده يرجعوا البحر مره ثانيه. وتاني يوم بينزل لوفي والطاقم بتاعه سفينه جومونج ميري من على المذبح الكرباني، وبيبداوا ان هم يحطوا خطه عشان يقدروا ان هم ياخدوا الذهب، وبيتقسموا المجموعتين، وبتكون المجموعه الاولى متكونه من روبن ولوفي وزورو وتشوبر، والفريق الثاني متكون من اسب ونامي وسانج. ومهمه الفريق الاول ان هو يروح لمدينه الكنز ويجيب الكنز، ومهمه الفريق الثاني انه يحضر السفينه لحد ما يجيب الفريق الاول الكنز. وبتبدا المغامره وبيبدا فريق لوفي ان هو يتحرك عشان يوصل لمدينه الكنز، ولكن وهما ماشيين بيتم مهاجمتهم من افعى عملاقه بتفرقهم بعيد بعضيهم. وبيتحرك زورو بعد ما اتفرق عن الباقيين وبيلاقي نفسه في مواجهه احد محاربين قبيله شانديا، وبعد معركه قويه جدا بين زورو ومحارب شانديا قدر زورو انه ينتصر في النهايه. ومن
الناحية التانية بيكون لوفي ماشي بعد ما اتفرق عن الباقيين هو كمان، وبيلاقي نفسه في مواجهة وايبر احد مقاتلين قبيلة شانديا، وحاول لوفي ان هو ما يواجهش وايبر ويتجاهله، ولكن وايبر بيبدأ ان هو يهاجم لوفي، فبيستعد لوفي وبيبدأ انه يهاجم وايبر، وبعد معركة طويلة بينهم هما الاتنين بتنتهي المعركة بان الافعى العملاقة اكلت لوفي، وبيقع لوفي في بطن الافعى العملاقة وبيفتكر نفسه ان هو داخل كهف. ومن الناحية التانية بيكون تشوبر وهو ماشي لقى نفسه في مواجهة احد كهنة انيل، وقدر كاهن انيل انه يسيب تشوبر باصابات خطيرة، ولكن بسبب ذكاء تشوبر وتحوله لشخصيات مختلفة قدر انه يهزم الكاهن في النهاية. ومن الناحية التانية عند روبن وهي متجهة لمدينة الذهب لقيت نفسها في مواجهة قدام ياما احد مقاتلين قبيلة شانديا، وبعد مواجهة قوية جدا واصابات خطيرة جدا لروبن قدرت روبن انها تتغلب على ياما وتكمل رحلتها ناحية مدينة الذهب. ومن الناحية التانية في سفينة جومون جميري بيفوق فارس السماء من الاغماء اللي هو فيه لان هو كان مغمى عليه في المواجهة اللي خاضها قدام كاهن انيل، وبعد ما عرف فارس السماء ان لوفي والطاقم بتاعه عرفوا ان الجزء اللي واقفين عليه من الجزيرة دوت هو جزيرة جايا، بدأ يحكي لهم عن تاريخ جزيرة جايا وازاي وصلت لهنا، وبيقول لهم ان من ساعة ما دفع الشلال جزيرة جايا لفوق ومن وقتها بدأت الصراعات، وان الصراعات بدأت بين اهالي جزيرة السماء وقبيلة شانديا، لان اهالي جزيرة السماء كانوا عايزين يستولوا على جزيرة جايا اللي موجود فيها الكنز، ان قبيلة شانديا كانت عايزة تدافع عن جزيرة جايا لانها الجزيرة بتاعتها. وبيقول فارس السماء ان في معارك كبيرة جدا ضارب بين قبيلة شانديا واهالي جزيرة السماء لحد ما ظهر انيل، ان انيل قدر انه يستولى على جزيرة جايا وبدأ انه يحارب اهالي قبيلة شانديا. وبعد ما بيعرف اسوب وسانجي ونامي قصة الجزيرة والمعارك اللي بتدور بين قبيلة شانديا واهالي جزيرة السماء بيظهر فجأة انيل، وبيتصدم فارس السماء وبيقول لنامي والباقيين ان هو دوت انيل، واول ما بيعرف سانجي واسوب ان دوت انيل بيحاولوا ان هم يهاجموه، لكن انيل بيقدر انه يقضي على سانجي واسوب بكل سهولة باستخدام قوة فاكهة الشيطان بتاعته واللي مدياله قوة البرق، وبيقول انيل ان هو خلاص هيسيب الجزيرة ديت وهيكمل حياته بقيتها كلها في الشارع الازرق، وبيمشي بعد كده انيل وهو بيقول لهم ان هو مش هيمشي للشارع الازرق الا لما يعمل كل اهدافه على جزيرة السماء. واول ما بيمشي انيل بيمشي وراه فارس السماء وبيقول لنامي ان هو هيروح وراه عشان يعرف هو ايه الخطة اللي بيخطط ليها. واول ما بيمشي فارس السماء بتظهر كونيس ووالدها باجايا ومعاهم بنت من قبيلة شانديا اسمها ايسا، تقدر كونيس وباجايا انها تساعد نامي ويدمموا كل الجروح لاسوب وسانجي اللي اتصابوا، وفي نفس الوقت بيكون كل جنود قبيلة شانديا بيخوضوا معركة قوية جدا بين جنود انيل والكهنة بتوعه، وبيكون لوفي موجود جوه بطن الافعى ومفكر نفسه في كهف، وبيلاقي لوفي جوه بطن الافعى اجزاء كتيرة جدا من كنز اللي قال عليه نولان، فبيبدأ لوفي انه يجمع كل اجزاء الكنز اللي لقاها وبيحاول انه يخرج من بطن الافعى بعد ما جمعهم. ومن الناحية التانية بتكون روبن ماشي وعمالة تتفقد في الحجرة الاثرية اللي حواليها لحد ما قدرت انها توصل لمدينة الذهب، ولكن بتتفاجئ روبن لانها ما بتلاقيش اي ذهب موجود في المدينة، فبتبدأ روبن انها تتفقد المكان عشان تعرف هو الذهب راح فين، وبيكون تشوبر بيتسلق احد الاشجار واول ما بيخلص التسلق بتاعها بيلاقي نفسه في مكان تاني خالص. قبل ما بيتحرك تشوبر عشان يكتشف المكان بيظهر احد كهنة انيل اللي بيهاجم تشوبر وبيصيبه اصابات خطيرة وبيوقعه بين السحاب، وبعد ما بيقع تشوبر بيظهر فجأة وايبر اللي بيستعد عشان يواجه الكاهن بتاع انيل، ولكن قبل ما بيهاجم وايبر الكاهن بتاع انيل لوحده بيظهر فجأة فارس السماء وبيظهر كمان زورو، وبيستعد هم الاربعة وبيبدأوا ان هم يواجهوا بعضيهم. من الناحية التانية عند نامي بتكون البنت اللي اسمها ايسا بتحاول انها تمشي من السفينة عشان تروح لوايبر، ولكن بتكون ايسا هتغرق في السحاب فبتساعدها نامي وبتحاول انها تنقذها لويفر، ولكن فجأة بتظهر الافعى اللي اكلت لوفي وبتحاول انها تهاجم ايسا ونامي، فبتركب نامي على الويفر هي وايسا وبيبدأوا ان هم يتحركوا ويجروا من الافعى، وبعد ما بتجري نامي بالويفر مسافات طويلة بتلاقي نفسها موجودة في المكان اللي موجود فيه زورو والباقيين، واول ما بيشوف الكام بتاع انيل نامي وهي وايسا بيحاول ان هو يهاجمهم، لكن بينقذهم فارس السماء على اخر لحظة وبيطير بيهم بالطائر بتاعه، ولكن واثناء ما هم طايرين بتاكلهم الافعى اللي اكلت لوفي، وبينزلوا كلهم جوه بطن الافعى وبيلاقوا ان لوفي موجود وبيعرفوا ان هو مش في كهف انما هو جوه بطن افعى، وفي نفس الوقت بيكون زورو وايبر بيحاولوا انهم يوقفوا الكاهن، ولكن الكاهن بيعمل حاجز حوالين المكان وبيقول لهم ان محدش هيتحرك من هنا الا لما يهزموه الاول، فبيتعصب زورو وبيبدا انه يواجه الكاهن لوحده، وبعد معركه قويه جدا قدر فيها الكاهن انه يسيب زورو باصابات خطيره قدر زورو فعلا انه يهزم الكاهن ويقضي عليه، وبعد ما بيخلص زورو على الكاهن بيتفاجئوا كلهم لما بيلاقوا ان الارض اتهزت واتكسرت وبيبداوا كلهم ان هم يقعوا تحت، واثناء ما هم بيقعوا بيقدر فارس السماء ونامي ان هم يخرجوا من بطن الافعى، وبعد ما بيقعوا كلهم بيلاقوا زورو تشوبر اللي كان متصاب باصابات خطيره، وبيلاقي كمان روبن اللي بتكون موجوده في المكان، وبيظهر فجاه انيل اللي بيبدا ان هو يقول لهم على خطته الحقيقيه، وبيقول انيل لكل الموجودين ان هو قرر انه يروح للشارع الازرق عشان يبدا رحله جديده، لكن قبل ما همشي من جزيره السماء هدمرها كلها باستخدام البرق بتاعي، فبيضايق فارس السماء من خطه انيل في تدمير جزيره السماء وبيحاول ان هو يهاجمه، ولكن انيل بيقدر انه يقضي على فارس السماء بكل سهوله ويقضي على زورو والباقيين بكل سهوله هم كمان، وبياخد بعد كده انيل نامي كاحد الرهائن، وبعد ما بيمشي انيل بيخرج اخيرا لوفي وايسا من بطن الافعى، وبيروح لوفي عشان يشوف اصدقائه فبيلاقي ان كل اصدقائه مصابين باصابات خطيره وواقعين على الارض، وبتفوق روبن وبتحكي لوفي على كل اللي حصل وان انيل هيدمر جزيره السماء
السماء وان هو كمان خطف نامي، فبيتضايق لوفي جدا بسبب اللي عمله انيل وبيروح عشان يبدا ان هو يواجهه. وبيقدر فعلا لوفي انه يوصل لانيل اللي بيكون موجود على السفينه بتاعته اللي هينزل بها للشرق الازرق. واول ما بيشوف انيل لوفي بيحاول ان هو يهاجمه باستخدام الكهرباء بتاعته وقوه البر، ولكن بيتصدم انيل لما بيلاقي ان لوفي ما حصلوش اي حاجه بعد الهجوم القوي اللي هجموا عليه. وبيتضح ان لوفي ما بيتاثرش بضربات الكهرباء لان كل جسمه مطاط وان المطاط ما بيتاثرش بالكهرباء ولا بيوصلها. وبيبدا بعد كده لوفي انه يهاجم انيل وبيقدر انه يصيبه باصابات قويه جدا ويعمل له جروح خطيره جدا. وبيتضايق انيل جدا لان لوفي قدر انه يصيبه بالاصابات ديت وبيبدا انه يهاجم لوفي. وبيقدر انيل انه يصيب لوفي بعض الاصابات بعد ما استخدم قدرته على تنبؤ حركات لوفي. وبيحاول لوفي انه يضرب انيل ضربه مباشره ويقضي عليه، ولكن انيل بيسيح الذهب اللي موجود على السفينه وبيلف حوالين ايد لوفي وبيعمل الذهب في ايد لوفي كره عملاقه من الذهب، وبيكون لوفي مش قادر انه يتحكم فيها وبيقع من فوق السفينه. وبيبدا بعد كده انيل انه يشغل السفينه بتاعته وينشر سحابه سوداء في كل جزيره السماء عشان يدمر الجزيره بتاعت السماء كلها. ومن الناحيه الثانيه بيكون اسوب وسانجي فوق من الاغماء اللي هما فيه، وبيبص سانجي وفوقيه فبيلاقي ان في سفينه عملاقه وان السفينه ديت موجود عليها نامي. فبيتحرك سانجي واسوب وبيقدروا ان هما يوصلوا للسفينه بتاعت انيل عشان ينقذوا نامي. وبيبدا اسوب ان يشتت انيل، واثناء ما اسوب بيشتت انيل بيكون سانجي دخل المقر بتاع السفينه وبيبدا انه يدمر الحاجات اللي فيها عشان يخليها تقع من السماء. وبيكون انيل زي من اسوب اللي عمال يشتته وبيحاول ان يهاجمه هو ونامي، لكن بيتدخل سانجي على اخر لحظه وبياخد الضربه بدل نامي واسوب وبيخلي نامي واسوب يهربوا وهو بيفضل على السفينه. وبيكون انيل هيقتل سانجي ويتخلص منه، ولكن بيترجع عشان بيلاقي ان السفينه بتاعته بدات انها تهبط بسبب الاضرار اللي عملها فيها سانجي. وبيطلع بعد كده اسوب للسفينه وبينقذ سانجي وبيهربوا هما الاثنين. من الناحيه الثانيه بيكون لوفي بعد ما وقع بسبب الكره الذهبيه بيقوم مره ثانيه وبيكون متعصب جدا وبيقول ان هو مش هيسامح انيل ابدا، وبيبدا لوفي انه يتحرك عشان يقدر انه يوصل لانيل ويهزمه. وفي نفس الوقت بيكون انيل عمال يدمر اجزاء من جزيره السماء باستخدام البرق بتاعه. وبعد ما بيدمر انيل معظم جزيره السماء بيوصل للجرس الذهبي واللي هيقدر منه انه يدمر جزيره السماء كلها. من الناحيه الثانيه بيقابل لوفي وهو ماشي روبن اللي بتقول له ان اكيد انيل وصل للجرس الذهبي اللي هيقدر منه انه يدمر جزيره السماء كلها. فبيحاول لوفي انه يتسلق الشجره اللي هتوصله للجرس الذهبي، ولكن ما بيقدرش ان هو يتسلقها بسبب الكره اللي موجوده في ايديه. ولكن بتظهر نامي وبتقدر انها تساعد لوفي باستخدام الوفر بتاعها وبيبداوا ان هم يتسلقوا الشجره. وبيكون انيل شحن الجرس الذهبي كله بالصواعق الكهربائيه وبيستعد عشان يدمر جزيره السماء كلها، ولكن بيظهر لوفي على اخر لحظه وبيقدر لوفي باستخدام الكره الذهبي الموجوده في ايديه انه يفرغ الصاعقه اللي موجوده في الجرس الذهبي ويوقف تدمير جزيره السماء. وبيتضايق انيل لان لوفي بيحاول انه يوقف الخطه بتاعته وبيدخل في هيئه جديده وبيبقى كل جسمه كهرباء. وقبل ما بيهاجم انيل لوفي بالهيئه الجديده بتاعته بيضربه لوفي ضربه قويه جدا باستخدام الكره اللي متعلقه في ايديه وبيخليه يخبط في الجرس ويخلي الجرس يرن، وبسبب قوه الضربه اللي وجهها انيل لوفي بيقع انيل وهو مهزوم. وبيكون قبيله شانديا وكل اهالي جزيره السماء سمعوا الجرس الذهبي وهو بيرن، وبيعرف اهالي قبيله شانديا واهالي جزيره السماء ان انيل تمت هزيمته. وبتنتهي بعدها الصراعات اللي كانت بين اهالي جزيره السماء وقبيله شانديا وبيعيشوا كلهم سعداء مع بعضيهم. وتاني يوم بيلتقي لوفي باعضاء الطاقم بتاعه بعد ما قدروا انهم يعالجوا كل جروحهم، وبيقول لوفي لاعضاء الطاقم بتاعه ان هو لقى اجزاء من الكنز اللي قال عليها نولاند موجوده جوه بطن الافعى اللي كان محبوس جواها، وان هم لازم يعملوا الخطه الاساسيه اللي كان المفروض ان هم يعملوها من اول ما جيهم هنا، وان هم ياخدوا الذهب اللي لقوه ويهربوا من المكان. وبيوافق اعضاء الطاقم على فكره لوفي وبيروحوا فعلا وبياخدوا كل الذهب اللي لقاه لوفي جوه بطن الافعى. ولكن بعد ما بياخد لوفي والطاقم بتاعه الذهب بيتفاجئوا باهالي جزيره السماء اللي بيشوفوهم وهم بيسرقوا الذهب بتاعهم. فبيطلع لوفي والطاقم بتاعه يجروا وبيقدروا ان هم يوصلوا لسفينه جمون جميري وبيبداوا ان هم يتحركوا بالسفينه عشان يقدروا ان هم يرجعوا للشرق الازرق مره ثانيه. وقبل ما بيمشي لوفي والطاقم بتاعه بيودعوا كنيس وابوها باجايا وبيبداوا ان هم يستعدوا وبينزلوا من جزيره السماء. ولكن واثناء ما هم بينزلوا بيظهر اخطبوط عملاق بيمسك السفينه بتاعت جومون جميري وبيبدا انه ينزلها بالراحه للبحر عشان ما يخليهاش تتدمر بسبب قوه الاصطدام. اول ما بينزل طاقم قبعات القش للبحر مره ثانيه بيبداوا ان هم يتحركوا، واثناء ما هم ماشيين في البحر بيلاحظوا ان سفينه جومون جميري بتاعتهم بدا ان يكون فيها اضرار، فبيقرر اعضاء الطاقم ان هم يتوجهوا لاقرب جزيره عليها نجارين عشان يقدروا ان هم يصلحوا السفينه بتاعتهم. وبيتحركوا على البوصله بتاعت نامي لحد ما بيوصلوا لجزيره اسمها رونج رينج، وبينزل اسوب وتشوبر ولوفي عشان يستكشفوا الجزيره وبيلاقوا ان في حاجات غريبه جدا على الجزيره وان الحيوانات اغلبيتها طويله. وبيقابل بعد كده لوفي وتشوبر واسوب راجل عجوز اسمه توجينيت اللي اخذ لوفي والباقيين في جوله حوالين الجزيره بالحصان بتاعه، واثناء ما توجينيت واقف هو والحصان بتاعه بيتم مهاجمتهم وبيظهر الكورسان فوكسي هو الطاقم بتاعه واللي بيكون هو اللي هاجم توجينيت. وبيتعصب لوفي وبيكون على وشك انه يهاجم فوكسي، ولكن فوكسي بيوقفه وبيقوله ان هم يدخلوا في معركه بيدخلها القراصنه على طول ضد بعضيهم. المعركه ديت هي معركه الديفي باك اللي بتحصل دايما بين القراصنه اللي بيكون بينهم خلافات. واول ما بيسمع اسوب اسم الديفي باك بيحذر لوفي انه يدخل في المعركه ديت، لان المعركه ديت عباره عن ثلاث جولات وكل
جولة بيختار القرصان الفائز من القرصان الخاسر احد اعضاء الطاقم بتاعه او ياخد العلم بتاعه. لكن رغم تحذير اسوب للوفي ان هو يوافق على المعركة دي ضد فوكسي الا ان لوفي وافق، وبيتم بعد كده تجهيز الاماكن اللي هتحصل فيها الجولات، وبيستعد لوفي والطاقم بتاعه عشان يبداوا الجولات بتاعتهم. وبتبدا اول جولة واللي بتكون سباق في البحر، واللي بيكون هيشارك فيها اسوب ونامي وروبن. وبيبدا السباق وبيكون اسوب ونامي وروبن في الصدارة بسبب ذكاء نامي وخبرتها في الملاحة. قبل ما بيكسب فريق لوفي في السباق بيستخدم فوكسي الغش، وبيقدر فوكسي انه يستخدم قوة فاكهة الشيطان بتاعته واللي بتخلي الحاجات بطيئة، وبيخلي فوكسي القارب بتاع نامي والباقيين بطيء، ودوت اللي بيخلي قراصنة فوكسي هي اللي تكسب. وبسبب ان قراصنة فوكسي كسبوا في الجولة الاولى بيختاروا تشوبر انه ينضم للطاقم بتاعهم، وبيزعل تشوبر جدا لان طاقم قبعة القش لو ما قدرش انه يكسب في الجولتين اللي جايين هيفضل طول عمره في الطاقم بتاع فوكسي. وبتبدا الجولة الثانية واللي بتكون عبارة عن مسابقة رياضية، واللي بيكون فيها القتال بالايدي، وبيكون مشارك في الجولة الثانية من طاقم قبعة القش سانجي وزورو، وبيكون مشارك من قراصنة فوكسي 3 اشخاص عملاقين وقويين جدا. وبدا القتال، وكان من شروط القتال ان مفيش اي حد يستخدم اي اسلحه، ولكن رغم كده استخدم قراصنة فوكسي الاسلحه وبداوا ان هم يهاجموا سانجي وزورو، وقدر فعلا قراصنة فوكسي ان هم يسيبوا سانجي وزورو باصابات خطيره، وبيكونوا على وشك ان هم يهزموهم، ولكن بيقوم سانجي وزورو هم متصابين وبيبداوا ان هم يهاجموا قراصنة فوكسي، وبيقدروا ان هم يقضوا عليهم ويفوزوا في الجوله الثانيه. وبيقدر طاقم قبعة القش انه يرجع تشوبر للطاقم مره ثانيه. وبتبدا الجوله الثالثه واللي بتكون باللوفي وفوكسي قائد قراصنة فوكسي، وبتكون الجوله هي معركه بينهم هما الاثنين، وان اي شخص هيقدر انه يخرج الثاني بره السفينه اللي بيتقاتلوا فيها هيقدر انه يفوز في المعركه. وقبل ما بتبدا الجوله الثالثه بيلبس لوفي لبس المصارعين اللي ادهوله اسوب، وبتبدا بعد كده الجوله الثالثه وبيبدا لوفي وفوكسي ان هما يتقاتلوا، وبيقدر فوكسي انه يسيب لوفي باصابات خطيره بسبب الفخاخ اللي زرعها في السفينه عشان يسيب بيها لوفي. حاول لوفي انه يسيب فوكسي باستخدام ادراعه المطاطيه، ولكن فوكسي كان بيبطئ ضربات لوفي باستخدام قوه فاكهه الشيطان بتاعته. وبعد معركه قويه جدا بينهم هما الاثنين بيقدر لوفي يستخدم قطعه زجاج ويعكس الضربات بتاعت فوكسي ويخلي فوكسي يبقى بطيء، وبيقدر بعدها لوفي انه يهزم فوكسي وينتصر في الجوله الثالثه. وبيختار لوفي بعد ما كسب في الجوله الثالثه العلم بتاع قراصنه فوكسي، وبيمشي بعد كده قراصنه فوكسي من الجزيره بعد ما هزمهم طاقم قبعه القش، وبيروح بعد كده لوفي والطاقم بتاعه توجنت، وبيدي لوفي لتوجنت العلم بتاع قراصنه فوكسي، وبعدها بيودع طاقم قبعه القش توجنت وبيمشوا من الجزيره، وبيروحوا لجزيره ثانيه بتكون قريبه من الجزيره اللي هم كانوا موجودين عليها. ولكن اول ما بينزلوا من السفينه بيقابلوا احد الاشخاص الغرباء، واللي اول ما بتشوفه روبن بتتصدم صدمه كبيره وبتكون مش مصدقه عينيها، وبيتضح ان الشخص دوت هو اوكايجي احد الادرانات الثلاثه لقوات المارينز. وبتقول روبن ان الادرانات دولت هم اقوى 3 اشخاص موجودين في قوات المارينز، وبتخاف نامي والباقيين اول ما بيسمعوا كلام روبن، ولكن اوكايجي بيقول لهم ان هو مش جاي هنا عشان يقبض عليهم. وبيقعد اوكايجي وبيتكلم مع لوفي وبيقول ان هو شبه جده جدا، وبيستغرب لوفي وبيعرف ان اوكايجي شخص مش سهل لان هو يعرف جده. وبيقول اوكايجي ان طاقم قبعه القش ما بيشكلش اي تهديد على الحكومه العالميه، ولكن دلوقتي بقى شكل تهديد كبير جدا للحكومه العالميه بعد انضمام روبن للطاقم بتاعهم، لان روبن عندها قدره انها تقرا احجار المنجوليف، وديت الاحجار اللي بيكون مكتوب عليها التاريخ بتاع البشريه كلها، وكمان بيكون مكتوب على الاحجار ديت بعض الاسلحه الخطيره اللي ممكن انها تبيد البشريه. وبيقول بعد كده اكوجي لاعضاء الطاقم ان كل منظمه انضمت لها روبن كان نهايتها هي الدمار، وبيقول اكوجي ان اعضاء طاقم قبعه القش هيحصل لهم نفس اللي حصل مع المنظمات وكلهم هيتدمروا وهيتنهوا بسبب روبن. فبتضايق روبن واعضاء الطاقم من كلام اوكوجي، وبتحاول روبن انها تهاجم اوكوجي، وبيحاول اوكوجي ان هو يواجه روبن باستخدام سيف من الجليد قدر انه يصنعه باستخدام قدره فكه الشيطان بتاعته واللي هي الجليد، ولكن زورو بيتصدى للسيف بتاعه وبيتدخل سانجي وبيطير السيف بتاع اوكوجي بعيد، ولكن اوكوجي بيقدر انه يجمد دراع زورو ويجمد رجل سانجي، وبيحاول بعد كده اوكوجي انه يجمد روبن وبيقدر فعلا ان هو يجمدها. وقبل ما بيكسر اوكوجي كل جسم روبن بعد ما جمدها بيتدخل لوفي وبيقدر انه ينقذها على اخر لحظه، وبيهدف بعد كده لوفي روبن لتشوبر واسوب عشان ياخدوها للسفينه ويعالجوها. وبيقف بعد كده لوفي قدام اكوجي وبيقول لوفي لسانجي وزورو ان هم يتراجعوا وان هو عايز يواجه اوكوجي لوحده، وبيترجع فعلا زورو وسانجي وبيروحوا للسفينه، وبيقعد لوفي وبيبدا انه يواجه اوكوجي. ورغم محاوله لوفي انه يواجه اوكوجي بكل الطرق، ولكن اوكوجي قدر انه يقضي على لوفي بكل سهوله ويحوله لتمثال جليدي. وبيمشي بعد كده اوكوجي وبيقول للوفي ان هو مش عايز يتورط معاه دلوقتي، وبيرجع بعد كده زورو سانجي وبياخدوا لوفي وبيرجعوه للسفينه. واول ما بيرجع لوفي للسفينه بيقدر تشوبر انه يرجعه لطبيعته هو وروبن بعد ما سيح الجليد اللي عليهم، وبيستعد بعد كده طاقم قبعه القش وبيبداوا ان هم يتحركوا مره ثانيه في البحر. واثناء ما هم ماشيين بيظهر قدامهم قطر بيكون ماشي في البحر، فبيستغرب لوفي والباقيين وازاي قطر ماشي في وسط البحر كده عادي، وبيمشي لوفي والباقيين ورا القطر لحد ما بيوصلوا للمحطه اللي بيقف فيها، وبيقابل هناك لوفي والطاقم بتاعه رئيسه المحطه كوكورو والحفيده بتاعتها تشيميني.
المية، وبتقول كوكورو لوفي والطاقم بتاعه هو ازاي القطر بيمشي على المية، وبتقول لهم ان في قضبان حديدية تحت المية وهي اللي بتحرك القطر، وبتقول لهم ان القطر المائي دوت هو اسرع قطر موجود في العالم وكمان احسن قطر موجود. وبتقول بعد كده كوكورو لوفي والطاقم بتاعه ان البوصلة بتاعتهم هتقودهم لجزيرة هنا قريبة واسمها جزيرة الوتر، وبتقول لهم ان الجزيرة ديت مشهورة بالنجارين الماهرين واللي دايما بيعملوا السفن للقوات البحرية. فبيفرح لوفي جدا وبيقولوا ان هم كده هيقدروا ان هم يصلحوا سفينة جومون جميري بتاعتهم. واول ما بتعرف كوكورو ان لوفي والطاقم بتاعه عايزين يصلحوا السفينة بتاعتهم بتديهم ورقة وبتقول لهم ان هم يدوا الورقة ديت لواحد هناك اسمه ايسبيرج، وان الشخص دوت هيساعدهم في ان هم يصلحوا السفينة بتاعتهم ويعملوا فيها التطورات اللي هم عايزينها. وبيفرح لوفي والطاقم بتاعه وبياخدوا الورقة وبيودعوا كوكورو وبيبداوا ان هم يتحركوا. وبيفضل لوفي والطاقم بتاعه ماشيين طريق طويل جدا لحد ما بيقدروا انهم يوصلوا لجزيرة الوتر 7، الجزيرة اللي موجود عليها النجارين واللي هيقدروا انهم يصلحوا السفينة بتاعتهم عليها. بعد وصول لوفي والطاقم بتاعه لجزيره الوتر 7 بينزل لوفي ومعاه نامي واسوب عشان يغيروا الذهب اللي اخدوه من جزيره السماء باموال عشان يصلحوا السفينه، وبيقدروا فعلا انهم يغيروا الذهب مقابل 300 مليون بيري. وبيروح بعد كده لوفي واسوب ونامي عشان يدوروا على السيد ايسبرج عشان هو اللي هيصلح لهم السفينه زي ما قالت لهم كوكورو. وفي نفس الوقت بتكون روبن وتشوبر نزلوا من السفينه عشان يتسوقوا في المدينه، ولكن وهم ماشيين بيشوفوا تشوبر مكتبه وبيدخل بسرعه على المكتبه لان هو بيحب قرايه الكتب وبيسيب روبن بره. واول ما بيدخل تشوبر للمكتبة بيظهر فجأة راجل غريب مقنع من جنب روبن وبيقول لها CB9، واول ما بتسمع روبن الاسم ده بتتصدم وبتكون في حالة ذهول. وبيخرج بعد كده تشوبر من المكتبة بعد ما اشترى الكتب اللي هو عايزها، ولكن ما بيلاقيش روبن موجودة، فبيبدأ تشوبر انه يدور على روبن عشان يرجعوا هما الاتنين للسفينة. وفي نفس الوقت بيكون اسوب ولوفو ونامو التقوا بشخص اسمه كاكاو واللي بيكون احد النجارين اللي شغالين عند ايسبرج، وبيقول كاكاو لولوفو والباقيين ان السيد ايسبرج هو عمدة مدينة ووتر 7 وكمان هو صاحب اكبر شركة للنجارين وتصنيع السفن في المدينة كلها. وبيقول لوفي الكاكاو ان هم جايين هنا عشان يصلحوا السفينة بتاعتهم، فبيقول كاكاو لوفي ان هو هيروح دلوقتي يفحص السفينة بتاعتهم اللي موجودة على حدود الجزيرة وهيقول لهم اذا كان ينفع تتصلح ولا لا. واول ما بيمشي كاكاو بيظهر السيد ايسبرج والسكرتيرة بتاعته كاليفا، وبيقول لوفي الايسبرج ان هم عايزين يصلحوا السفينة بتاعتهم، فبيوافق ايسبرج ان هو يصلح لهم السفينة. وبيقول ايسبرج لوفي والباقيين ان هو هياخدهم في جولة في مصنع تصليح السفن لحد ما يصلحوا السفينه بتاعتهم، ولكن قبل ما بيتحركوا بيلاحظ اسوب ان شنط الفلوس اللي معاهم اختفت ومبقتش موجوده. وبيبص اسوب فبيلاقي ان في حراميه ماشيين بشنط الفلوس وماشيين بقارب، ولكن بيظهر احد النجارين اسمه باولي وبيقدر يدعي الحراميه كلهم هو ونجار تاني اسمه لوتشي، وبيرجع بعد كده باولي لوفي والطاقم بتاعه الاموال بتاعتهم. وبيقول السيد ايسبرج لوفي والباقيين ان هم يخلوا بالهم لان اللصوص دولت مش لصوص عاديين، وبيقول السيد ايسبرج ان اللصوص دولت هم لصوص عائله فرانكي، ودولت عبارة عن لصوص بيسرقوا كل اشياء في المدينة وبيقودهم رجل عملاق اسمه فرانكي. وبياخد بعد كده ايسبرج لوفي والباقيين في جولة حوالين مصنع السفن، ولكن اول ما بيدخلوا المصنع بيتفرق اسوب عن لوفي ونامي وبيتم مهاجمته من عائلة فرانكي. ومن الناحية التانية بيكون سانجي نزل من السفينة وبدأ انه يتسوق في المدينة بتاعت الوتر 7، واثناء ما سانجي ماشي بيشوف تشوبر اللي بيكون بيدور على روبن وبيقول تشوبر لسانجي على كل اللي حصل معاه، فبيبدأ تشوبر وسانجي انهم يدوروا على روبن في المدينة. ومن الناحية التانية عند لوفي بيجي النجار كاكاو اللي كان بيفحص سفينة جومونج ميري، وبيقول كاكاو لنامي ولوفي ان سفينة جومونج ميري مش هينفع انها تتصلح مرة تانية لان اغلبية السفينة اتدمرت، وانهم لو صرفوا كل الفلوس اللي معاهم على تصليح السفينة ففي النهاية مش هتتصلح بالطريقة اللي هم عايزينها، وان هم مهما صلحوا في السفينة السفينة مش هتقدر انها تمشي شبر واحد تاني في البحر، وان الحل الوحيد دلوقتي ان هم يستخدموا الفلوس اللي معاهم في صنع سفينة جديدة ليهم. فبيتعصب لوفي وبيكون مش مصدق ان سفينة جومونج ميري بتاعتهم مش هتقدر انها تبحر في البحر مرة تانية. فبيقول السيد ايسبرج لوفي ان هو ياخد وقته في التفكير واذا كان فعلا عايز يغير سفينة جومونج ميري ولا هيعمل ايه. واثناء ما هم واقفين بيلاحظ لوفي ونامي ان في شنطتين من الفلوس بيكونوا خفاف جدا، واول ما بيفتح لوفي ونامي الشنطتين بيلاقوا ان الشنطتين ما فيهمش فلوس. وبيبص لوفي ونامي حواليهم فبيعرفوا ان اسوب كمان اختفى، وبيقول احد النجارين للوفي ونامي ان هو شاف اسوب مع عائلة فرانكي. فبيعرف لوفي ونامي ان عائلة فرانكي هي اللي اخدت الاموال بتاعتهم، وبيطلع لوفي يجري في المدينة عشان يروح لعائلة فرانكي ويرجع الاموال ويرجع اسوب. وبتاخد نامي شنطة الفلوس اللي باقية من 300 مليون بيري عشان ترجعها للسفينة، ولكن ونامي راجع للسفينة بتشوف ان في شخص متلمية حوالين الناس، وبيتضح ان الشخص دوت هو اسوب اللي بيكون مجروح بجروح خطيرة بسبب الضرب اللي ضربته له عائلة فرانكي. وبيقول اسوب لنامي ان هو اسف لان هو ما قدرش ان هو يحمي الفلوس وان هو كان ضعيف وعائلة فرانكي ضربته. فبتقول نامي لاسوب ان هو ما يقلقش وان هم يرجعوا الفلوس وان هو يفضل هنا لحد ما تنادي لوفو والباقيين. ومن الناحية التانية بيلتقي
لوفي وهو بيجري في المدينة بتشوف بارو سانجي وزورو هو كمان اللي نزل من السفينة، وبيقول لوفي الباقيين على كل اللي حصل معاهم وان تشوبر اختفى وان عائلة فرانكي سرقت الفلوس، وبيقرر لوفي والباقيين انهم يروحوا لعائلة فرانكي ويضربوهم وياخدوا اسب منهم وياخدوا كمان الفلوس. وفي نفس الوقت بنشوف عائلة فرانكي اللي بيكونوا بيحتفلوا لانهم سرقوا مبلغ كبير جدا من المال، ولكن واثناء ما هم بيحتفلوا بيدخل عليهم اسب اللي بيكون قام مرة تانية وجاي عشان ياخد منهم الفلوس، ولكن عائلة فرانكي بتتريق على اسب وبيظهر فرانكي قائد عائلة فرانكي واللي بيقول للاسب ان هو ياخد كل الفلوس بتاعته ويصرفها دلوقتي، وبيمشي فرانكي وهو معاه الفلوس وبتبدا عائلة فرانكي انها تضرب في اسب مرة تانية ضربات قوية جدا. وفي نفس الوقت بيكون لوفي والباقيين وصلوا لبيت عائلة فرانكي وبيلاقوا ان اسب وقع على الارض ومتصاب باصابات خطيرة، فبيتضايق لوفي والباقيين اكتر وبيدخلوا لبيت عائلة فرانكي وبيبداوا ان هم يضربوا كل عائلة فرانكي، وبعد معركة قوية قدر لوفي والباقيين انهم يدمروا بيت عائلة فرانكي ويدمروا عائلة فرانكي نهائيا. وبيرجع بعد كده لوفي والباقيين للسفينة ومعهم اسب بعد ما سابوا عائلة فرانكي في حالة حرجة جدا، واول ما بيفوق اسب والباقيين بيبدا لوفي ان يحكي لهم على كل اللي حصل معاه مع النجارين، وبيقول لوفي ان هو قرر ان هو يغير سفينة جومونج ميري بسفينة جديدة، لان النجارين اكتشفوا ان سفينة جومونج ميري مش هتقدر انها تبحر في البحر مرة تانية بسبب الاضرار اللي فيها. فبيتعصب اسب وبيقول للوفي انه مستحيل سفينة جومونج ميري تكون مش قادرة تبحر في البحر مرة تانية، وبيفضل اسب يعترض على تغيير السفينة، وبيقول اسب ان السفينة واحدة من اعضاء الطاقم زي ما كل واحد منهم واحد من اعضاء الطاقم، وان هما مش هيغيروا السفينة لان السفينة تعتبر واحد منهم. فبيتضايق لوفي وبيقول للاسب ان السفينة مش هينفع تبحر في البحر مرة تانية ولازم ان هما يعملوا سفينة جديدة. فبيتعصب اسب وبيفضل يصرخ في لوفي وبيقول له سكان هيتخلى عن سفينة جومونج ميري فيتخلى عنه هو كمان، وبيقول اسب ان هو قرر انه يسيب الطاقم بصفتهم ان هما هيتخلوا عن سفينة جومونج ميري، وبيمشي اسب وبتحاول نامي انها توقفه ولكن اسب ما بيسمعش لحد، وبيقول اسب للوفي قبل ما يمشي ان سفينة جومونج ميري اللي هو واقف عليها ديت هي كانت هدية من صديقته جويا، وان هو مش هيتخلى عن السفينة ديت مهما حصل، وان هو بيتحدى انه يدخلوا هما الاثنين في نزال عشان يحددوا السفينة ديت هتكون بتاعت مين. وبيمشي اسب وبيجي الليل وبيبدا النزال اللي بين لوفي واسب، وفي بداية النزال قدر اسب ان يسيب لوفي بعض المتفجرات اللي كان صانعها قبل كده، ولكن رغم استخدام اسب لخطة لهزيمة لوفي وكمان استخدامه المتفجرات الا ان لوفي قدر انه يهزم اسب في النهاية. وبعدها بيقول لوفي لاسب ان سفينة جومونج ميري بقت بتاعته وان هو ما بقاش عايزها لان هو هيجيب سفينة جديدة. وبيمشي بعد كده لوفي وبيسيب اسب وهو عينيه عمالة تدمع وبيكون ماسك نفسه ومش عايز يعيط، وبيقول زورو ان هي ديت مهمة القائد وانه لازم دايما يتحلى بالشجاعة عشان يخلي الطاقم بتاعه دايما قوي وما يخلوش يتفكك. وبيمشي بعد كده لوفي والباقيين من سفينة جومونج ميري وبيقضوا الليل كله في فندق في مدينة واتر 7، واول ما بيطلع الصبح بتيجي نامي وبتقول للوفي والباقيين ان في اشخاص حاولوا انهم يقتلوا السيد ايسبرغ، وان مدينة الواتر 7 دلوقتي كلها في حالة فوضى بسبب ان العمدة بتاعهم حاولوا انه يختال، وان اهالي المدينة والنجارين بيدوروا على الاشخاص اللي حاولوا انهم يختالوه. فبيقول لوفي لنامي ان هما الاتنين هيروحوا للسيد ايسبرغ عشان يطمنوا عليه، وان زورو وتشوبر وسانج هيروحوا يدوروا على روبن اللي مختفية من امبارح. وبيتحرك بعد كده لوفي ونيمي عشان يروحوا للسيد ايسبرغ، وفي نفس الوقت بيفوق السيد ايسبرغ من الاغماء اللي كان فيه بعد الهجوم اللي اتهجم عليه امبارح، وبيسال النجارين السيد ايسبرغ هو مين اللي هاجمه واسكان يقدر انه يتعرف على الاشخاص اللي هاجموه. فبيقول السيد ايسبرغ ان اللي هاجموه شخص مقنع وبنت تانية كانت معاه، وان هو معرفش انه يتعرف على وش المقنع ولكن يتعرف على وش البنت اللي كانت معاه واللي هي ميك روبن احد اعضاء طاقم قبعه القش. وبيقول النجارين للسيد ايسبرغ بما ان روبن هي اللي هجمت عليه فان طاقم قبعة القش هو المسؤول عن اغتياله. ومن الناحية التانية بيوصل لوفي ونامي للمصنع بتاع ايسبرغ عشان يدوروا عليه ويعرفوا هو فين، ولكن وهم واقفين بيظهر شخص غريب واللي بيتضح ان هو فرانكي قائد عائلة فرانكي، وبيقول فرانكي لوفي ان هو جاي ينتقم منه بسبب اللي عمله في عيلته هو والطاقم بتاعه، وبيبدا فرانكي انه يواجه لوفي بضربات غريبة وقوية جدا. فبيستغرب لوفي من ضربات فرانكي، فبيقول فرانكي ان هو مش بشري 100% وان هو نصه انسان آلي. وبيبدا بعد كده لوفي انه يواجه فرانكي وبتحصل بينهم معركه قويه جدا، وبعد ضربات قويه جدا بينهم هما الاثنين بيوصل النجارين لساحه المعركه، وبيبدا النجارين انهم يحاولوا انهم يهاجموا لوفي، وبيكون لوفي مستغرب هو ليه النجارين بيهاجموه. فبيقول باول لوفي ان هما بيهاجموه لان هو المسؤول عن اغتيال السيد ايسبرغ هو الطاقم بتاعه، وان ميك روبن في ليله امبارح حاولت انها تقتل السيد ايسبرغ. فبيستغرب لوفي ما بيصدقش كلام باولي في ان روبن حاولت انها تختار السيد ايسبرغ،
وبيحاول بعد كده النجارين ان هم يهاجموا لوفي، ولكن لوفي بياخد نامي وبيهربوا من المكان، وبيقول لوفي لنامي ان هو عايز يروح لبيت السيد ايسبرج عشان يعرف هو ليه بيتهمهم بعمليه اغتياله. وبيروح فعلا لوفي بيت السيد ايسبرج وبيقدر انه يدخل البيت بتاعه وبيبدا انه يدور عليه، وبتظهر سكرتيره السيد ايسبرج خليفة واللي بتدل لوفي على الاوضه اللي فيها السيد ايسبرج. وبيدخل لوفي للاوضه وبيسال السيد ايسبرج هو ليه بيتهمهم بعمليه اغتياله، فبيقول السيد ايسبرج لوفي ان هو مش بيتهمهم وان فعلا ميك روبن هي اللي حاولت انها تغتاله. وبعد ما عرف لوفي ان السيد ايسبرج مش بيكذب وان فعلا ميك روبن هي اللي حاولت انها تغتاله بيهرب من المكان. وفي نفس الوقت بيكون اهل المدينه بداوا انهم يطاردوا زورو لانهم عرفوا ان هو احد اعضاء طاقم قبعه القش، وبيكون تشوبر وسانجي بيدوروا على روبن وقدروا فعلا ان هم يلاقوها. وبيسال سانجي روبن هو ايه اللي حصل وازاي اختفت كل الفتره ديت، فبتقول روبن لسانجي وتشوبر ان رحلتها انتهت لحد هنا وانها ما بقتش واحده من اعضاء طاقم قبعه القش، وان كل الكلام اللي على الادرينال اوكوجي صح وان وجودها في الطاقم هيدمر الطاقم نهائيا. وبيستغرب سانجي وتشوبر وبيبقى مش عارف هو روبن بتتكلم عن ايه، فبتقول روبن لسانجي وتشوبر ان هي اللي ورطتهم في عمليه اغتيال السيد ايسبرج، وان هي هتفضل تورطهم في عمليه اغتيال وحاجات هم ما عملهاش طول عمرها، وان هي دلوقتي ما بقتش واحده من اعضاء طاقم قبعه القش وان هم يمشوا ويسيبوها. وبتمشي روبن وبتسيب تشوبر وسانج، وبيقول سانج لتشوبر ان هو يروح دلوقتي يلوفي والباقيين ويقول لهم على كل الكلام اللي قالته روبن وان هو هيعمل حاجه مهمه وهيجي لهم على طول. وبيروح فعلا تشوبر للوفي والباقيين اللي بيكونوا مستخبيين من اهل المدينه، وبيبدا بعد كده تشوبر انه يحكي لوفي والباقيين على كل اللي حصل معه وسانج وعلى انقلاب روبن على الطاقم، فبيضايق لوفي لان روبن عملت حاجه زي كده، وبيقول زورو ان اكيد روبن هتحاول انها تختل السيد ايسبرج مره ثانيه هي والاشخاص المقنعين، وان هم لازم يقبضوا على روبن والاشخاص المقنعين قبل ما يقتلوا السيد ايسبرج لان هم لو عملوا كده هيتهم طاقم قبعه القش بقتله. وبيوافق لوفي على اقتراح زورو وبيقرروا كلهم ان هم يروحوا عشان يواجهوا روبن ويقبضوا عليها. ومن الناحيه الثانيه بيروح فرانك لسفينه جومونج ميري وبيقبض على اسب وبياخد السفينه لان هو بيبقى فاكر كده ان هو هيقدر انه يستدرج لوفي. وفي نفس الوقت بيكون لوفي ونامي وتشوبر وزورو واقفين بره بيت السيد ايسبرج وبيراقبوه مستنين روبن انها تهجم عشان يقبضوا عليها. وبيكون بيت السيد ايسبرج متحوط كله بالنجارين واهل المدينه اللي بيحاولوا انهم يحموا السيد ايسبرج، واثناء ما لوفي والباقيين واقفين بيحصل انفجار كبير وبيبدا اشخاص مقنعين انهم يهجموا على بيت السيد ايسبرج، وبتقول نامي ان ديت فرصتهم وان لازم دلوقتي يدخلوا بيت السيد ايسبرج ويحموه، ولكن بتكتشف نامي ان لوفي مش موجود وان هو دخل قبلهم للبيت، فبيدخل نامي وزورو وتشوبر للبيت عشان يلحقوا بلوفي. وفي نفس الوقت بتوصل روبن واحد الاشخاص المقنعين لاوضه السيد ايسبرج وبيضرب الشخص المقنع ايسبرج بالنار في ايديه عشان يخليه ما يقدرش انه يتحرك. وبيكتشف السيد ايسبرج في الوقت دوت ان الاشخاص اللي واقفين قدامه هم مش طاقم قبعه القش، انما هم اشخاص من منظمه السيفر بول 9 واللي معروفه باسم السي بي 9، وان المنظمه ديت تابعه للحكومه العالميه وهدفها انها تدور على الاسلحه التاريخيه. وبيقول بعد كده الشخص المقنع لروبن ان هو هيروح عشان يجيب المخططات بتاعه السيد ايسبرج، واول ما بيمشي الشخص المقنع بيتكلم السيد ايسبرج مع روبن وبيقول لها ان وجودها في العالم دوت هو اللي هيخلي الاسلحه التاريخيه ترجع مره ثانيه، لانها الوحيده اللي عندها قدره انها تهرى احجار المنجوليف وتعرف الاسلحه التاريخيه وتفك الشفرات بتاعتها. وبيقول السيد ايسبرج لروبن انها ما تساعدش الحكومه العالميه في انها تعرف مكان الاسلحه التاريخيه لان الاسلحه التاريخيه خطيره جدا، ولكن روبن ما بتسمعش كلام السيد ايسبرج وبتقول له انه ما يتدخلش في حاجه مش بتخصه. وبيكشف في الوقت دوت السيد ايسبرج عن حقيقه ان الحكومه العالميه عايزه تغتاله، والسبب دوت لان هو معاه مخططات لسلاح بلوتين التاريخي. وبتتصدم روبن اول ما بتعرف ان السيد ايسبرج معاه مخططات لسلاح زي دوت. وفي نفس الوقت بيكون باولي في مواجهه قدام اشخاص مقنعين من منظمه السي بي 9، وقدر الاشخاص المقنعين انهم يهزموا باولي وياخدوا المخططات اللي معاه، ولكن بيكتشفوا ان الورق اللي معاه مزيف وانه مش هو الخريطه للسلاح. وبيظهر في الوقت دوت لوفي وبيحاول انه يساعد باولي، ولكن الاشخاص المقنعين بيقدروا انهم يضربوا لوفي ويقيدوه هو وباولي. وبيمشي الاشخاص المقنعين وبيروحوا لاوضه السيد ايسبرج وبيكون معاهم الشخص المقنع اللي كان مع روبن هو كمان، وبيقف كل المقنعين اللي هجموا على بيت السيد ايسبرج وبيسالوه عن الخريطه اللي هتوديهم السلاح وهي فين الاوراق بتاعتها، فبيقول السيد ايسبرج ان الخريطه مش معاه وان هم مش هيلاقوها ابدا هنا. وبيقلع الاشخاص المقنعين الاقنعة اللي كانوا لابسينها وبيتضح ان هم النجارين اللي شغالين عند السيد ايسبرج، واللي هم النجار كاكو والنجار لوتشي والسكرتيره كاليفا وشخص تاني اسمه بلونو كان شغال في الحانه بتاعت المدينه. وبيتضح ان هم الاربعه ما كانوش من اهل المدينه وان هم دخلوا مدينه الوتر سيف المتخفيين عشان يراقبوا السيد ايسبرج. وبيطلب بعد كده لوتشي من كاكاو ان يمسك ايد ايسبرج عشان يقيس النبض بتاعه.
بتاعه، وبيبدأ لوتش انه يسأل السيد ايسبرج اسئلة، ولو السيد ايسبرج اتوتر كاكاو هيعرف بسبب نبض ايديه. وبيقول لوتش للسيد ايسبرج ان هو عارف ان الورقة اللي فيه الخرائط بتاعت السلاح السري مش موجودة معاه، انما هي موجودة مع شخص تاني اسمه كاتي فلان، والحكومة العالمية قالت ان كاتي فلان دوت مات بسبب حادثة في الاطار المائي، ولكن في الحقيقة كاتي فلان ما ماتش، وان هو موجود هنا على الجزيرة ومتنكر باسم فرانكي. وبيتوتر السيد ايسبرج وبيبدأ نبضه انه يتسارع، وبيعرف لوتش ان فرانكي هو الشخص اللي معاه الخرائط بتاعت السلاح السري. وبيستعد بعد كده لوتش ومع روبن وبقيت اعضاء المنظمة عشان يروحوا لفرانكي، ولكن قبل ما بيتحركوا بيدخل عليهم لوفي وبابلو وزورو ونامي وتشوبر. واول ما بيعرف بابلو ان لوتش زميله في العمل خاين بيحاول ان هو يهاجمه، ولكن لوتش بيقدر انه يهزم بابلو بكل سهولة، فبيتعصب لوفي وبيهجم على لوتش بضربات قوية جدا، ولكن لوتش ما بيتأثرش بأي حاجة. وبيقول لوتش لوفي ان في السنين اللي فاتت تعلموا تقنيات قوية ومهارات قوية بتخليهم اقوى من البشر العاديين، وان هم مهما عملوا مش هيقدروا ان هم يهزموهم. وبتسأل نامي روبن هي ليه بتعمل كده وليه بتنضم للحكومة وبتساعدهم، فبتقول لها روبن انها لها اهدافها الخاصة وانها مش تفهم حاجة. وبيقول لوتش ان السيد ايسبرج وطاقم قبعة القش مش هينجوا من المكان دوت، لان المكان دوت كله هيتحول لكتلة من النار بعد دقيقتين بالظبط. فبيتعصب لوفي بيحاولوا ان يهاجم اعضاء المنظمة، ولكن اعضاء المنظمة قويين جدا ومبيتأثروش بضربات لوفي. وبيستخدم لوتش قوة فكة الشيطان بتاعته اللي بتحوله لشكل فهد، وبيضرب لوفي وبيرميه من المبنى. فبيتعصب زورو وبيحاولوا ان يهاجم لوتشي، ولكن لوتشي برضك بيقدر انه يضرب زورو ويرميه من المبنى هو كمان. وبيمشي اعضاء السي بي 9 بعد ما خلوا نامي يغموا عليها هي كمان، وسابوا تشوبر تحت الحطام، وسابوا المبنى بيولع، وكمان سابوا السيد ايسبرج وباولي في وسط النار. ومن الناحيه التانية بيكون فرانكي بعد ما قبض على اسوب بيقول اسوب لفرانكي ان هو ملوش دعوه بطاقم لوفي، لان هو خلاص ساب الطاقم. وبيفضل اسوب يحكي لفرانكي على كل اللي حصل معه مع طاقم قبعه القش، وهو ازاي ساب الطاقم بتاعه. وبيعرف فعلا فرانكي ان اسوب ملوش دعوه بطاقم قبعه القش، وان هو دلوقتي بقى لوحده. واثناء ما اسوب وفرانكي بيتكلموا بيقتحم اعضاء السي بي 9 البيت بتاع فرانكي، وبيكونوا جايين عشان يقبضوا على فرانكي. وبيقول لوتش لفرانكي ان هو عارف كل حاجه عنه، وان هو عارف كمان ان هو تلميذ توم صانع السفن المشهور. وبيتعصب فرانكي لان لوتش عارف كل حاجه، وبيبدا انه يفتكر الماضي بتاعه مع توم. وبيفتكر فرانك ان هو ايسبرج كانوا شغالين عند توم كاحد العمال بتوعه، ولكن توم كان معتبرهم زي اولاده بالظبط، وما كانش بيعاملهم زي بقيه الناس. وان توم وفرانك وايسبرج كانوا هما السبب في احياء جزيره الوتر 7، بسبب ان توم بدا يستغل مهارته في صنع السفن البحريه، وبقى يعمل سفن بحريه للقراصنه. ولكن في يوم من الايام تم القبض على توم بتهمه ان هو بيعمل سفن بحريه للقراصنه بدون ترخيص، ووقتها القاضي حكم على توم بالاعدام، ولكن توم طلب من القاضي ان هو يديله مهلة 10 سنين. وبيقول توم للقاضي ان هو عايز ياخد المهلة ديت عشان يكمل المشروع بتاعه، والمشروع دوت هو عبارة عن قطر مائي بيربط بين كل الجزر. وبيوافق القاضي انه يدي لتوم المهلة عشان يعمل القطر. وبيرجع توم مرة تانية، ومع ايسبرج وفرانكي اللي علمهم كل حاجة بدأوا ان هم يساعدوه عشان يعملوا القطر المائي. وبعد 2 من الشغل قدر فعلا توم انه يعمل القطر المائي، ولكن بعد ما عمل توم القطر المائي واتشهر في كل حتة، بدأ اعضاء من الحكومة ان هم يجوا لتوم ويطلبوا منه ان هو يديهم المخططات والخريطة اللي فيها السلاح السري. ولكن توم كان بيرفض ان يدي المخططات ديت للحكومة. وقبل ما بيتم اخد توم للمحكمة بعد ما مهلة العشر سنين خلصت، بيدي المخططات ديت لايسبرج وفرانكي. وبيقول توم لايسبرج وفرانكي ان مهما حصل ما يدوش المخططات ديت للحكومة، لان المخططات ديت فيها سلاح تاريخي، وان الحكومة عايزة تستخدم الاسلحة التاريخية في انها تبيد عصر القراصنة. وبيتم بعدها اخد توم للمحكمة، وبيتكون هيتحكم عليه بالبراءة بسبب القطر المائي اللي عمله، ولكن بسبب هجوم سفن حربية على المكان بيكون فرانكي صنعها قبل كده، بيتم اتهام توم فرانكي بان هما السبب. وبيحاول توم ان يتوصل للقاضي عشان ما يقبضش على فرانكي، ولكن القاضي بيكون هيقبض على فرانكي ويحكم عليه بالسجن. فبيتعصب فرانكي وبيهرب من المكان قبل ما يتم الحكم عليه. وبيتم الحكم على توم بالاعدام، واثناء ما هما واخدينه للاعدام بالقطر المائي بيحاول فرانكي انه يهاجم القطر المائي، ولكن بيخبط القطر المائي فرانكي. وبيفتكر في الوقت دوت الجميع ان فرانكي مات. وبعد ما بيفتكر فرانكي كل الماضي بتاعه، بيقول لاعضاء منظمه السي بي 9 ان هو مش هيديهم المخططات. فبيتعصب اعضاء السي بي 9 وبيقبضوا على فرانكي، وبيقبضوا على اسوب كمان معاه. وقبل ما بيمشوا بيرموا سفينه جومونج ميري في البحر عشان تتدمر بسبب الاعصار. ومن الناحيه الثانيه بتكون النار على وشك انها تحرق السيد ايسبرج وباولي، ولكن بيصحى تشوبر من تحت الحطام وبينقذ السيد ايسبرج وباولي قبل ما يتحرقوا. وبعد ما بتفوق نامي من الاغماء اللي كانت فيه، بتتكلم مع السيد ايسبرج، وبيقول السيد ايسبرج لنامي ان روبن مش خاينه. وبيقول السيد ايسبرج ان لما روبن كانت معاه في الاوضه قالت له ان السي بي 9 هي اللي بتجبرها انها تعمل كده، وانها مش عايزه ترجع الاسلحه التاريخيه مره ثانيه، وان السي بي 9 بتجبر
من روبن انها تساعدهم في انهم يجيبوا السلاح السري، واول ما يجيبوا السلاح السري هيعدموها، وان روبن وافقت انها تساعد السي بي 9 من البدايه، لان السي بي 9 هددوها ان هي لو عملتش كده هيستدعوا جهاز الدمار، ودوت عباره عن جهاز انذار لو ضرب في اي جزيره بيوصل جيش من الحكومه العالميه للجزيره ديت وبيدمرها كلها وبيقتل كل اللي فيها. وان روبن كانت خايفه على لوفي واعضاء الطاقم، عشان كده قررت انها تساعد السي بي 9. واول ما بتسمع نامي كلام السيد ايسبرج بتفرح جدا لان روبن مش خاينه، وبتروح نامي لتشوبر وبتصاحبني الاغماء اللي هو فيه، وبتقوله انه يروح دلوقتي يدور على زورو ولوفي في المدينه، وان هي هتروح عشان تشوف سانجي اللي مختفي من امبارح. وبيقوم تشوبر وبيبدا فعلا هو والنجارين ان يدور على لوفي وزورو في المدينه، وبتتحرك نامي مع مجموعه من النجارين عشان يوقفوا القطر قبل ما يتحرك باعضاء السي بي 9 وروبن وفرانكي. وفي نفس الوقت بيكون سانجي بيراقب اعضاء منظمه السي بي 9 وهما بياخدوا اسب وفرانكي للقطر المائي، وبيتسلل سانجي للقطر المائي مع اعضاء السي بي 9، وبتوصل بعد كده نامي هي والنجارين، ولكن ما بتلحقش القطر لان القطر بيكون مشي. وبتزعل نامي جدا لانها ما قدرتش انها توصل في الوقت المناسب، ولكن بتلاقي ان في رساله من سانجي بيقول لها ان هو دلوقتي جوه القطر المائي وان هو هيكلمها اول ما يعمل اي خطوه. وبتفرح نامي جدا وبتروح عشان تدور على لوفي، وبتقدر فعلا انها تلاقي لوفي وتوصل له، وبيقدر تشوبر انه يوصل لزورو. وبيتجمع اعضاء الطاقم وبتقول نامي لاعضاء الطاقم عن حقيقه روبن وان روبن مش خاينه، واول ما بيعرف اعضاء الطاقم كل اللي حصل بيقرروا ان هم ينقذوا روبن. وبيروح لوفي والباقيين لباولي وبيطلبوا منه ان هو يديهم سفينه عشان يقدروا ان هم يتحركوا ورا القطر المائي، ولكن باولي بيرفض وبيقول لهم ان حاله المناخ دلوقتي وحشه وان البحر دلوقتي في حاله هيجان، وان حتى لو اخذوا سفينه فالسفينه هتتدمر بسبب قوه التيار. فبيتعصب لوفي وبيكون عايز ياخد سفينه من باولي باي طريقه، ولكن بتظهر كوكورو رئيسه محطه القطار وبتهدي لوفي، وبتقول كوكورو لوفي والباقيين انها عندها وسيله يقدروا يوصلوا بها للقطر المائي التاني. وبتاخد كوكورو لوفي والباقيين لقطر مائي تاني موجود في الوتر 7، وبتقول لهم ان بدوت هيقدروا انهم يلحقوا القطر المائي التاني. وبيكون السيد ايسبرج موجود وبيقول لوفي والطاقم بتاعه ان هو عمل تعديلات على القطر عشان يبقى اسرع من القطر التاني. وقبل ما بيتحرك لوفي والطاقم بتاعه مع كوكورو بالقطر المائي بيظهر افراد عائله فرانكي، وبيتوسل افراد عائله فرانكي لوفي ان هم يروحوا معاه عشان ينقذوا السيد بتاعهم فرانكي. وبيوافق لوفي وبياخدهم معاه، وبياخد كمان معاه باولو والنجارين اللي بيكونوا عايزين ينتقموا للسيد ايسبرج. وبيبدا طاقم قبعه القش مع افراد عائله فرانكي والنجارين ان هم يتحركوا مع كوكورو بالقطر المائي عشان يروحوا ينقذوا روبن وفرانكي، وكمان يدعوا على السي بي 9. وفي نفس الوقت بيكون سانجي قدر انه يحرر اسب وفرانكي ويطلعوا كلهم لظهر القطر. وبيتصل بعد كده سانجي بنامي وبيقول لها ان هو حرر فرانكي وحرر اسب وان هو دلوقتي هيرجع بيهم، ولكن نامي قالت له على كل اللي حصل مع روبن وان هم دلوقتي عايزين يحرروا روبن من السي بي 9. فبيقرر سانجي ان هو مش هيرجع دلوقتي وان هو لازم يحرر روبن الاول وبعد كده يرجع. فبيقول فرانكي لسانجي ان هو هيساعده ولان هو ساعده وحرره، ولكن اسب بيرفض انه يساعد سانجي وبيقول ان هو مبقاش منتقم قبعه القش وان هو مش هيساعدهم. وبيمشي اسب وبيسيبهم، ولكن بعدها بشويه بيظهر شخص شبه اسب بالظبط واسمه سوني كينج. بيقول سوني كينج لسانجي وفرانكي ان اسب طلب منه ان هو يساعدهم عشان كده هو هيساعدهم. وبيكون سانجي وفرانكي عارفين ان دوت اسب ولكن متنكر، ولكن ما بيرضوش يتكلموا. وبيستعد بعد كده هم الثلاثه، وبيقول سانجي ان في واحد من قوات البحريه الاقوياء ومعاه جنود من المارينز موجود في المقطوره اللي قدامهم، وان هم مش هيقدروا ان هم يتغلبوا على الشخص دوت، فعشان يتغلبوا عليه لازم انهم يفصلوا المقطوره. وبيقدر فعلا سانجي واسب وفرانكي انهم يفصلوا المقطوره، وبيقع قوات البحريه وجنود البحريه في البحر، وبيدخل سانجي واسب وفرانكي للمقطوره اللي بعدها. وبيكون موجود جوه المقطوره احد اعضاء السي بي 9 واللي بيكون اسمه وانزي، وبيقول سانجي لفرانكي واسب ان هم يتقدموا وان هو هيواجه الشخص دوت لوحده. وبيتقدم اسب وفرانكي وبتبدا معركه بين وانزي وسانج. وبيتقدم اسب وفرانكي في القطر، ولكن بيلاقوا نفسهم في مواجهه احد اعضاء السي بي 9 واللي بيكون اسمه نيرو. فبيقول فرانكي لاسب ان هو يتقدم ويبحث عن روبن في القطر وان هو هيواجه نيرو دوت لوحده. وبيتقدم اسب وبتبدا مواجهه بين نيرو وفرانكي. ومن الناحيه الثانيه بيكون لوفي والباقيين بيتحركوا بالقطر المائي اللي معاهم عشان يوصلوا للقطر المائي اللي فيه روبن، ولكن هم ماشيين بيشوفوا المقطوره اللي فصلها سانج عن القطر المائي اللي كان فيه. وبيكون موجود جوه المقطوره الكابتن ديميرون لاحد قوات المارينز، وبيحاول الكابتن انه يوقف القطر اللي فيه لوفي والباقيين عن طريق طلقات من الماء، ولكن زورو بيقدر انه يتصدى لطلقات الماء ديت وبيهاجم الكابتن وبيقدر انه يهزمه بكل سهوله. وبعد كده بيركب زورو على القطر وبيكملوا الرحله بتاعتهم. وفي نفس الوقت بيقدر اسب انه يوصل عند روبن ويشرح لها كل اللي بيحصل، وبيطلب اسب من روبن انها تيجي معاهم لان هم جايين هنا عشان ينقذوها، ولكن روبن بترفض وبتقول الاسب ان هم مش لازم ينقذوها. وفي نفس الوقت بيكون سانجي قدر انه يغلب الخصم اللي بيواجهه ويوصل للمقطوره اللي فيها اعضاء السي بي 9، وبيكون فرانك قدر انه يهزم الخصم اللي بيواجهه هو كمان ويوصل كمان للمقطوره اللي فيها اعضاء السي بي 9 مع سانج. وبتخرج روبن من المقطوره اللي كانت فيها هي واسب، وبتقول روبن لسانجي ان هو يمشي من هنا لان هي مش ترجع معاهم. وبيتضايق سانجي وبيحاول انه يرجع روبن بالقوه، ولكن اعضاء السي بي 9 بيكونوا قويين. وبيستخدم اسب احد الكور الدخانيه وبياخد روبن وبيهرب، وبيهرب كمان فرانكي وسانج وبيقدروا
انهم يفصلوا المقطوره اللي فيها اعضاء السي بي 9 عن المقطوره اللي هم فيها، وبيفتكر سانجي والباقيين انهم خلاص قدروا انهم ينقذوا روبن، ولكن بتستخدم كاليفا القدره بتاعتها وبتمسك المقطوره اللي فيها سانجي والباقيين. فبيقرر في الوقت دوت فرانك انه يضحي بنفسه وبينط على القطر اللي فيه اعضاء السي بي 9 وبيحاولوا انه يمنع كاليفا انها تمسك المقطوره اللي فيها سانجي والباقيين، ولكن رغم تضحيه فرانكي الا ان بالوني ظهر من ورا سانجي باستخدام قوه فكه الشيطان بتاعته، وبيحاول سانجي انه يهاجم بالوني، ولكن بالوني بيقدر انه يهزم سانجي وبيكون هيقتله، ولكن روبن بتوقفه وبتقول روبن لاعضاء السي بي 9 انها تروح معاهم في المكان اللي هم عايزينه ولكن يسيبوا سانجي والباقيين عايشين. وبيوافق اعضاء المنظمه وبياخدوا روبن وفرانكي وبيركبوا القطر المائي وبيتوجهوا ناحيه سجن الانيس لوبي، وفي نفس الوقت بيكون لوفي والباقيين ماشيين بالقطر المائي لحد ما قدروا انهم يوصلوا للمعطوره اللي فيها سانجي واسوب، ودخل سانجي واسوب للقطر المائي مع لوفي وقدم اسوب نفسه باسم المستعار، وبعد كده بيبداوا انهم يستعدوا كلهم وبيبداوا انهم يتحركوا لحد ما وصلوا لسجن الانيس لوبي، وبيبدا طاقم قبعه القش وعائله فرانكي والنجارين انهم يحطوا خطه عشان يقدروا انهم يقتحموا السجن وينقذوا روبن وفرانكي من السي بي 9. بعد وصول طاقم قبعة القش مع عائلة فرانكو والنجارين لسجن الانيس لوبي بيستعدوا كلهم وبيحطوا باولي خطة عشان يقدروا انهم يقتحموا السجن، وبيقول باولي انهم هيقتحموا السجن من البوابة الرئيسية ولازم انهم ينقذوا روبين وفرانكي قبل ما يتم نقلهم لبوابات العدالة، لان لو تم نقلهم لبوابات ديت فهيتم نقلهم لسجن تاني ومن المستحيل انهم ينقذوهم. وبتقول عائلة فرانك انهم يدخلوا الاول عشان يفتحوا البوابة الرئيسية وبعد كده يدخل وراهم لوفي والطاقم بتاعه والنجارين عن طريق القطر المائي، وبيوافق لوفي والطاقم بتاعه على خطة عائلة فرانكي وبيستعدوا عشان ينفذوها. ولكن اول ما بيقرب القطر المائي من السجن عشان ينفذوا الخطه لوفي بينسى الخطه اللي هم حطوها وبينزل من القطر المائي وبيبدا انه يقتحم السجن لوحده، وبيقدر لوفي انه ينط من فوق البوابات باستخدام قوته المطاطيه وبيقدر انه يضرب الحراسه اللي كانوا بيحرسوا البوابه. ولكن بعد ما بيطلع لوفي على السور اللي بعده بيلاقي نفسه نزل وسط الاف من الجنود محاصرينه من كل حته، وبيقول قوات المارنس لوفي ان ديت خلاص نهايته وان هم هيقبضوا عليه، ولكن لوفي بيفاجئ كل قوات المارنس اللي محاصرينه لانه بضربه واحده قدر انه يقضي على المئات منهم، وبيبدا بعد كده لوفي انه يضرب كل قوات المارنس اللي محاصرينه ويقضي عليهم واحد ورا التاني. وفي نفس الوقت بيكون بقيه طاقم قبعه القش وعائله فرانكي والنجارين بعد ما عرفوا ان لوفي اقتحم السجن بداوا هم كمان في تنفيذ الخطه بتاعتهم واقتحام السجن، وبتقدر عائله فرانك انها تفتح البوابه بعد قطارات كتيره، ولكن باول ما بتفتح البوابه بتلاقي قدامها اتنين من العمالقه، ولكن بتقدر عائله فرانك انها تحط خطه وتوقع الاثنين العمالقه وتقضي عليهم. وبتدخل بعد كده كوكورو مع بقيه طاقم قبعه القش بالقطر المائي وبينزل زورو والباقيين وبيبداوا ان هم يقاتلوا قوات البحريه، وفي نفس الوقت بيكون لوفي قضى على كل الجنود اللي محاصرينه وطلع لاعلى المبنى. ولكن اول ما بيطلع لوفي بيلاقي نفسه في مواجهه قدام بالوني احد اعضاء السي بي 9 اللي جه عشان يوقفه، وبيقول بالوني لوفي ان باقتحامه سجن الانيس لوبي فهو دلوقتي بيتحدى الحكومه العالميه لان السجن دوت شارك في انشائه اكتر من 124 دوله، ولكن لوفي ما بيهتمش بكلام بالوني وبيبدا بالهجوم عليه، وبيقدر لوفي انه يضرب بالوني ويسيبه بعض الاصابات رغم ان بالوني كان سريع جدا. وبعد ما بيتصاب بالوني باصابات كتير جدا من لوفي بيستخدم التقنيه بتاعته واللي بتخلي جسمه قوي جدا عشان ما يتاثرش بضربات لوفي، فبيكشف لوفي هو كمان عن تقنيته لاول مره واللي سماها الجير الثاني، واللي بيقدر فيها لوفي انه يخلي كل جسمه احمر لانه بيسرع حركه الدم جوه جسمه، وبسبب كده بيكون لوفي اسرع بكتير وضرباته كمان اقوى بكتير. وبيقدر لوفي باستخدام تقنيته انه يقضي على بالونه ويخلص عليه ويسيبه كمان باصابات خطيره رغم ان هو كان مقوي جسمه عشان ما يتصابش بضربات لوفي. وبيكمل بعد كده لوفي طريقه عشان يوصل لروبن وفرانكي، وفي نفس الوقت بيكون اسو بيقدر يقنع الاثنين العمالقه اللي كانوا بيحرسوا البوابه ان الحكومه بتخدعهم وان هم لازم يقتلوا من الحكومه العالميه، وبيوافق الاثنين العمالقه وبيبداوا ان هم يتحركوا مع اسوب ويقاتلوا قوات المارنس. ومن الناحيه الثانيه بنشوف سبان دان واللي بيكون العقل المدبر لكل اللي بيحصل وقائد السي بي 9، وبيقول سبان دان انه بالحلزون الذهبي اللي معاه دوت يقدر انه يستدعي نداء الدمار اللي بيدمر اي جزيره. واثناء ما سبان دان بيفكر في خطه المجنونه اللي عاملها بيدخل عليها احد قوات البحريه وبيقول ان في اخبار عاجله، وبياخد سبان دان الاخبار وبيعرف من الاخبار ان طاقم قبعه القش بدا في تدمير السجن وكمان بدا في الهجوم على السجن وبدا ان هو يقتحمه. وبيخاف سبان دان جدا وبيقول لقوات المارنس انها تقول لاعضاء السي بي 9 ان هم يستعدوا عشان يواجهوا طاقم قبعه القش. وفي نفس الوقت بيكون لوفي وصل للمبنى اللي قدام مقر السجن وبيصرخ باعلى صوته وبيقول لروبن ان هو جاي عشان ينقذها، واول ما بيسمع فرانك صوت لوفي بياخد روبن وبيحاول انه يهرب هو وهي، ولكن بيفشل فرانك وبتطلع روبن وبتقف قدام لوفي وبيقول لوفي لروبن
روبن ان هو جه هنا عشان ينقذها، ولكن روبن بتصدم لوفي وبيطوله ان هي قالت له ان هو ما ينقذهاش وان هي مش هتمشي معاه وان هو دوت مصيرها وان مفيش حد هيقدر يغيره. وبيجي بعدها سباندان واعضاء السي بي 9 وبيقفوا كلهم قدام لوفي، وبيجي كمان طاقم قبعه القش وبيقفوا جنب لوفي وبيقفوا كلهم قدام سباندان. وبيقول سباندان للوفي ان باقتحامه سجن الانيس لوبي فهو بيتحدى 124 دوله متحدين في العالم واحد على سجن واحد، وان هو دلوقتي هيبقى مطلوب من الحكومه العالميه ومن كل الدول اللي هو اقتحم السجن بتاعها. ولكن لوفي ما بيهتمش بكلام سباندان وبيقول للاسوب ان هو يحرق العلم اللي بيمثل كل الدول المشتركه في السجن، وبيصوب اسوب على العلم وبيقدر ان هو يحرقه. وبيتصدم سباندان وقوات المارنس والسي بي 9 لان بحرق لوفي للعلم اللي بيمثل كل الدول ديت معناه كده ان هو بيعلن الحرب على الحكومه العالميه. وبيصرخ لوفي باعلى صوته وبيقول لروبن انها تعلن دلوقتي عن رغبتها في الحياه واذا كانت عايزه تعيش ولا لا. وبتعيط روبن وبتقول لوفي انها عايزه تعيش وان هما ينقذوها، فبيقول لوفي روبن ان هو هينقذها مهما كلف الامر وانها ما تقلقش. وبيقوم بعد كده فرانك اللي قدر انه يفك نفسه من القيود اللي كانت مقيداه وبيطلع المخططات السريه لسلاح بلوتين التاريخي، واول ما بيشوف سباندان المخططات بيكون عايز ياخدها من فرانكي، ولكن فرانكي بيرهق المخططات وبيقول ان هو دلوقتي مبقاش محتاجها. وبيتصدم سباندان واعضاء السي بي 9 لان بقالهم اكتر من 5 سنين بيدوروا على المخططات ديت، وفي الاخر فرانكي بيحرقها. وبيقول بعد كده سباندان للوفي والطاقم بتاعه ان هو هياخد دلوقتي روبن لبوابات العداله. وبيتحرك سباندان واعضاء السي بي 9 وبيمسك لوفي اعضاء الطاقم بتاعه وبينط كلهم على القطر بتاع كوكورو، وبيدخل القطر بتاع كوكورو الناحيه التانيه من السجن، وبينزل لوفي والطاقم بتاعه وكمان معاهم فرانك اللي قدر ان هو يهرب. وبيظهر واحد اسمه فوكورو من اعضاء السي بي 9 للوفي والطاقم بتاعه وبيقول لهم ان هم مش هيقدروا انهم ينقذوا روبن لان سباندان ولوتش اخدوا روبن دلوقتي عشان يوصلوها لبوابات العداله، وان روبن مش تقدر تعمل اي حاجه لانها متقيده باحجار اسمها احجار البحار، وديت عباره عن قيود قويه جدا وكمان بتمنع اي شخص يتقيد بيها بان هو يستخدم قوه فاكهه الشيطان بتاعته. وبيقول بعد كده فوكورو انهم عشان يلاقوا المفتاح اللي بيفتح القيود ديت لازم ان هم يواجهوا كل اعضاء السي بي 9 لان كل عضو من السي بي 9 معاه مفتاح من المفاتيح ديت. فبيتعصب لوفي وبيحاول انه يهاجم فوكورو ولكن فوكورو بيهرب. وبيقول بعد كده زورو لوفي ان مهمته ان هو يجيب روبن قبل ما يتم تسليمها لبوابات العداله، وان هو وبقيه الطاقم هيواجهوا اعضاء السي بي 9 عشان ياخدوا منهم المفاتيح وهيجيبوا له المفاتيح عشان يفتح القيود بتاعت روبن. وبيوافق لوفي وبيبداوا كلهم ان هم يتحركوا، وبتودع جيميني لوفي والطاقم بتاعه قبل ما يمشوا، ولكن وهي بتودعهم بتقع في احد الحفر. وبتقوم جيميني بعد ما وقعت في الحفره وبتكمل ماشيه والارنب بتاعها لحد ما بتلاقي نفسها ان هي في مخبأ سري تحت الارض بيوصل لحد بوابات العداله. وفي نفس الوقت بيكون اعضاء طاقم قبعه القش بداوا ان هم يتواجهوا مع اعضاء السي بي 9، وبيلاقي اسوب نفسه في مواجهه قدام واحد اسمه جيرا من اعضاء السي بي 9 واللي بيكون عنده قوه فاكهه الشيطان واللي بيتحول له شكل ذئب. ورغم محاوله اسوب انه ياخد المفتاح من جيرا ولكن جيرا قدر انه يضرب اسوب ويصيبه باصابات خطيره. وفي نفس الوقت بيكون زور دخل في مواجهه قدام كاكاو واللي بيكون بيستخدم السيوف زي زورو بالظبط وكمان عنده قوه فاكهه الشيطان اللي بتحوله شكل زرافه، وبيبدا زورو انه يتقاتل مع كاكاو وبيهاجموا بعضهم بهجمات قويه جدا. وبيكون سانجي في مواجهه قدام كليفا احد اعضاء السي بي 9، وقدرت كليفا انها تصيب سانجي باصابات خطيره لان سانجي ما كانش عايز يضربها لان هو بيرفض انه يضرب النساء. وبتكون نامي في مواجهه قدام واحد من اعضاء السي بي 9 اسمه كوما، وقدرت نامي انها تخدع كوما وتاخد منه المفتاح وتهرب منه، ولكن كوما بيقدر انه يقبض على نامي وبيكون على وشك ان هو يقتلها، ولكن بيتدخل تشوبر على اخر لحظه وبيقدر انه ينقذ نامي من كوما. وبيستعد بعد كده تشوبر عشان يواجه كوما، وبتمشي نامي وبتسيب تشوبر عشان توصل المفتاح اللي معاها، ولكن ونامي ماشيه بتلاقي ان سانجي بيقع عليها من فوق وهو متصاب باصابات خطيره وشكله غريب جدا. وبتبص نامي فبتلاقي ان كاليفا هي اللي عملت كده في سانجي، وبتعرف نامي ان سانجي ما رضاش انه يضرب كاليفا لانه بيرفض انه يضرب النساء، وبتقول نامي لسانجي ان هو ما قلقش وان هي هتاخد له حقه. وبتروح نامي لكاليفا وبتبدا ان هي تواجهها، وفي بدايه المعركه بتقدر كاليفا انها تستخدم قوه فاكهه الشيطان بتاعتها واللي بتخليها تستخدم قوه الصابون، وبتقدر كاليفا انها تصيب نامي باصابات الصابون وتشل حركتها نهائيا، ولكن بتقدر نامي انها تكتشف ان نقطه ضعف الصابون بتاعت كاليفا هي الميه، فبتستخدم نامي عصايه الطقس بتاعتها وبتعمل سحابه مليانه ميه، وبتتخطى نامي كل ضربات الصابون بتاعت كاليفا، وبعد كده بتستخدم السحابه الرعديه وتكهرب بيها كاليفا وبتقدر انها تقضي عليها. وفي نفس الوقت بيكون فرانكي في مواجهه قدام فوكورو، وبيكون فوكورو متفوق على فرانكي لان فرانكي مش بقوته الكامله، وبيفضل فرانكي وفوكورو ان هما يتقاتلوا، واثناء ما هما بيتقاتلوا بيدخل عليهم تشوبر وهو بيقاتل كوما، وبيطلب فرانكي من تشوبر ان يديله ازايز الكولا اللي موجوده هناك عشان يبقى بقوته الكامله، وبيدي تشوبر لفرانكي ازايز الكولا وبيشرب فرانكي ازايز الكولا وبيبقى بقوته الكامله، وبيقدر فرانكي انه يضرب فوكورو ضربه قويه جدا، وبعد ضربات قويه بيقعوا هما الاثنين في البحر، ولكن بيقدر بعد كده فرانكي انه يضرب فوكورو باستخدام مدفع الرياح ويقضي
عليه وياخد المفتاح اللي معاه، وبيكون تشوبر في الوقت ده بيتقاتل مع كوما وبياخد تشوبر حبه الرامبل الاولى عشان يقدر انه يقف قدام كوما، ولكن كوما بيكون اقوى من تشوبر بكتير ويقدر انه يصيب تشوبر باصابات خطيره ويجرحه بجروح خطيره جدا. وقبل ما بيتهزم تشوبر قدام كوما بياخد حبه الرامبل الثانيه والثالثه كمان، بسبب ان تشوبر اخد 3 حبوب من الرامبل بيتحول تشوبر لهيئه مرعبه جدا ويبقى شكله مخيف جدا، وبيقدر تشوبر وهو في هيئته المرعبه انه يضرب عميل السيبو 9 ضربه واحده ويقضي عليه. وبعد ما بيضرب تشوبر عميل السيبو 9 ضربات قويه جدا بياخده وبيرميه بعيد، وبيكمل بعد كده تشوبر تسلق في الجدار وتدمير اي حاجه تيجي قدامه. وبيكون فرانك بعد ما يقدر انه يقضي على فكورو اول ما بيشوف تشوبر في الحاله ديت بيقرر ان هو يساعده، وبيجري فرانك ناحيه تشوبر وبيضربه بمدفع الريح بتاعه وبيوقعه في البحر، وبينط بعد كده فرانك ورا تشوبر في البحر وبينقذه بعد ما رجع لطبيعته وقوه فكه الشيطان راحت من عليه. وبتظهر بعد كده نامي اللي بتدي لفرانك كل المفاتيح اللي جمعتها وبتقوله ان هو يروح يوصلها للوفي، وبيسيب فرانك تشوبر اللي متصاب اصابات خطيره مع كوكورو وبيبدا انه يتحرك ناحيه لوفي عشان يديله المفاتيح. وفي نفس الوقت بيكون اسوب على وشك انه يموت بسبب هجمات جيرا القويه جدا وقوه فكه الشيطان بتاعته، ولكن بيظهر سانجي اللي قدر انه يرجع لطبيعته وبينقذ اسوب على اخر لحظه، وبيقول سانجي لاسوب ان هو يتحرك دلوقتي ويروح يساعد لوفي والباقيين وان هو هيواجه جيرا ويقضي عليه ويجي وراه. وبيمشي اسوب وبيبدا سانج ان يتواجه مع جيرا، وبيبدا سانج وجيرا ان هم يتقاتلوا مع بعضيهم وبيبداوا ان هم يتبادلوا الضربات لحد ما بيستخدم جيرا التقنيه بتاعته واللي بتخلي جسمه صلب وبتخلي ضربات سانج ما تاثرش فيه، ولكن سانج بيستخدم التقنيه بتاعته هو كمان وبيخلي رجليه عباره عن كتله من النار. وبيقدر سانج باستخدام تقنيته الجديده انه يخترق الصلابه بتاعت جسم جيرا ويصيبه اصابات خطيره ويقضي عليه، وبياخد بعد كده سانج المفتاح وبيبدا ان هو يتحرك عشان يلحق بلوفو والباقيين. وفي نفس الوقت بيكون زورو متصاب باصابات خطيره وفي مواجهته قدام كاكاو، وبعد مواجهه قويه جدا من زورو وكاكاو كانت قوتهم هما الاثنين متعادله فيها بيستخدم زورو تقنيته الجديده واللي سماه اسلوب التسع سيوف، واللي بيكون فيه زورو عنده 3 رؤوس و9 ايادي، وبيقدر زورو بتقنيته الجديده واسلوبه الجديد انه يقضي على كاكاو ويخلص عليه. ومن الناحيه الثانيه عند لوفي بيكون بيحاول انه يوصل للناحيه الثانيه عشان يوصل لبوابات العداله ويمنع ان روبن تدخل لبوابات العداله، ولكن ولوفي بيحاول انه يوصل للبوابات بيتكسر المركب اللي كان راكب عليه وبيقع لوفي في البحر وبيكون على وشك انه يغرق، ولكن بتظهر البنت تشيميني اللي بتساعد لوفي وبتطلعه من الميه على اخر لحظه، وبتقول بعد كده تشيميني لوفي على الممر السري اللي دخلت منه واللي بيوصل لبوابات العداله، فبيفرح لوفي جدا وبيطلب من تشيميني انها تاخده للممر، وبتاخده فعلا تشيميني للممر وبيبداوا ان هم يتحركوا عشان يوصلوا لبوابات العداله، ولكن ولوفي وتشيميني ماشيين في الممر بيلاقوا قدامهم بوابه قويه جدا من الفولاذ لازم ان هم يفتحوها عشان يعدوا الناحيه الثانيه، فبيستخدم لوفي التقنيه بتاعته الثانيه واللي سماها الجير الثالث وقدروا ان يكسر البوابه، ولكن بسبب استخدام لوفي للتقنيه دي بيكون جسم لوفي صغر زي الاطفال، وبيتحرك لوفي وتشيميني في الممر وبيصرخ لوفي باعلى صوته وبيقول لروبن ان هو جاي عشان ينقذها، وبتكون روبن في مقدمه الممر مع سباندن ولوتشي وبتسمع نداء لوفي وبيقول لها ان هو جاي عشان ينقذها، وبيخاف سباندن جدا ولكن لوتشي بيقول لسباندن ان هو يتحرك دلوقتي مع روبن ويوصلها لبوابات العداله وان هو يعطل لوفي ويهزمه، وبيتحرك سباندن مع روبن واثناء ما هما بيتحركوا بيكون سباندن خايف جدا ان لوفي يجي وراه ويهزمه وياخد روبن في النهايه، فبيستخدم سباندن حلزون الاتصال وبيقول ان كل قوات المارنس اللي موجودين على الجزيره ان هم يساعدوا ويحاولوا انهم يوقفوا لوفي والطاقم بتاعه، ولكن بتتصدم روبن وبتقول لسباندن ان هو ما يعملش كده لان الحلزون اللي اتصل بيه سباندن هو حلزون نداء الدمار، وبيخاف سباندن جدا لان هو ما كانش يعرف ان هو ماسك حلزون نداء الدمار، وبيبدا انه يتحرك هو وروبن بسرعه عشان يوصلوا لبوابات العداله، وبيكون لوفي بيتحرك في الممر لحد ما يقدر انه يوصل لاحد المخازن وبيلاقي لوفي ان لوتشي قاعد في المخزن دوت مستنيه عشان يبدا ان هو يواجهه، فبيستعد لوفي وبيبدا انه يهاجم لوتشي وبيدخلوا في معركه قويه جدا، وبيكون لوتشي متفوق جدا على لوفي بسبب سرعته وكمان قوته على التحمل، وبيوصل في الوقت دوت فرانكي وبيطلب لوفي من فرانكي ان هو يروح ورا روبن ويحاول ان هو ينقذها ويفكها من الكويد اللي هي فيها، وبيحاول فرانكي ان هو يعدي عشان يوصل لروبن ولكن لوتشي بيمنعه هو كمان، فبيتعصب لوفي وبيستخدم تقنيه الجير الثاني عشان يبدا ان هو يواجه لوتشي، وبيتعصب لوتشي هو كمان وبيستخدم قوه فكه الشيطان بتاعته واللي بتحوله لشكل فهد، وبيقدر لوفي انه يعطل لوتشي لحد ما فرانكي بيمشي عشان يساعد روبن وبيقعد لوفي عشان يكمل قتاله مع لوتشي، وفي نفس الوقت بتكون سفن نداء الدمار قربت من جزيره الانيس لوبي عشان تدمر جزيره الانيس لوبي نهائيا وتقضي عليها، وبيكون قوات المارنس والعمالقه والنجارين وكمان عائله فرانكي اول ما عرفوا ان نداء الدمار جاي الجزيره هربوا كلهم من الجزيره قبل ما يجي نداء الدمار، وبيكون سباندن وصل لبوابات العداله وبيكون على وشك انه يدخل منها وياخد روبن معاه، ولكن فجاه بيتضرب سباندن باحد القذائف وبيقع على الارض، وبيبدا قوات المارنس ان هم يضربوا كمان باحد القذائف ويقعوا كلهم على الارض، وبيتضح ان اللي بيضرب قوات المارنس وسباندن هو اسوب اللي واقف على الناحيه الثانيه من الجزيره وقدر انه يصعب عليهم من مسافه بعيده جدا، وبتحاول روبين انها تهرب اثناء ما اسوب بيضرب على قوات المارنس، ولكن قوات المارنس بيكونوا هيهاجموا روبين، ولكن بيظهر فرانك على
اخر لحظه وبيتصدى ضربات الرصاص، وبيقدر فرانك انه يحرر روبن بالمفاتيح اللي معاه من القيود اللي هي مقيداها، وبيتصدم زباندان وبيعرف ان طاقم قبعه القش قضى على كل عملاء السي بي 9. اول ما بتتفك روبن من القيود بتاعتها بتبدا انها تهاجم زباندان بقوه فكهه الشيطان بتاعتها وتضربه ضربات قويه جدا، وفي نفس الوقت بتكون كوكورو وسانجي واسوب والباقيين بيتحركوا عبر النفق اللي دخل فيه لوفي عشان يوصلوا لوفي وياخدوا روبن ويهربوا من الجزيره. وبيكون سوفو ان ده الدمار بدات انها توصل هي كمان للجزيره وبدات في تدميرها، وبيكون لوفي لسه بيقاتل لوتشي، وبيكون القتال اللي ما بينهم قوي جدا، وفضل لوفي يتقاتل مع لوتشي وهو بهيئه الجير التاني لحد ما هيئه الجير التاني بتروح من عليه لان هو ما بيقدرش يستخدمها كتير لان هي لسه تقنيه جديده. وبيضرب لوتشي المواسير اللي موجوده في المكان وبيقول لوتشي لوفي ان المواسير دي هتتغرق المكان كله لحد ما توصل للنفق اللي هو جه منه وتغرق اصدقائه اللي جايين ناحيته. فبيتعصب لوفي وبيستخدم تقنيه الجير التالت وبيضرب لوتشي ضربه قويه جدا وبيوقعه على احد السفن، وبيستخدم بعد كده لوفي رجله وبيخليها عملاقه وبيضرب السفينه اللي وقع عليها لوتشي وبيدمرها كلها نهائيا. ولكن لوتشي بيقوم من السفينه وبيهاجم لوفي، فبيضطر لوفي انه يلغي تقنيه الجير التالت وبيرجع مره تانيه للبرج ولكن بيكون حجمه صغير لان ديت الاعراض الجانبيه للجير التالت. وبيحاول لوفي يستخبى لحد ما يرجع لحجمه ولكن لوتشي بيشوفه وبيمسكه وبيكون على وشك انه يقتله، ولكن لوفي بيرجع لطبيعته على اخر لحظه وبيستعد عشان يبدا انه يواجه لوتشي. وفي نفس الوقت بيكون زورو والباقيين غرقوا في النفق بسبب المايه اللي عملها لوتشي، ولكن بتنقذهم كوكورو اللي بيتضح انها حريه بحر، وبتخرج كوكورو ومعاها زورو وبقيه الطاقم للمكان اللي موجود فيه روبن، وبيقفوا كلهم مع روبن وبيبداوا انهم يواجهوا قوات المارينز وبيستنوا كلهم لوفي اما يخلص قتاله مع لوتشي ويجي وراهم. وبيكون لوفي بيتقاتل مع لوتشي وبيحاول انه يصوب اي اصابه، ولكن لوتشي كان بيتخطى كل ضربات لوفي، وبيستخدم لوتشي اقوى تقنيه عنده وبيسيبها لوفي وبيقع لوفي على الارض ومش قادر يتحرك بعد ما تطبق اصابات خطيره. وبيكون اسوب واقف في البرج وبيشوف لوفي وعلى وشك انه يتهزم قدام لوتشي، فبيزعق اسوب بأعلى صوته وبيقول له لوفي ان هو يقوم وبيقول له ان هم جايين كل دوت عشان ينقذوا روبن ومش عشان هو يتهزم. فبيتحمس لوفي من كلام اسوب وبيقوم وبيفضل يوجه ضربات قويه جدا ناحيه لوتشي، وبيحاول لوتشي انه يتفادى ضربات لوفي ولكن ما بيقدرش بسبب سرعتها، وبيتصاب لوتشي بضربات لوفي وبيقع على الارض وهو مغمى عليه وبيقدر لوفي ان هو يهزمه. وبيقع لوفي هو كمان على الارض وبيكون مش قادر يتحرك نهائيا بسبب كل الاصابات اللي اتصابها، وبتحاصر كل سفن نداد دمار المكان اللي موجود في لوفي والطاقم بتاعه وبتستعد عشان تقتلهم كلهم، ولكن فجاه بيسمع كل اعضاء طاقم قبعه القش صوت غريب وبيستعدوا كلهم وبينطوا في البحر اول ما بيسمعوا الصوت. وبيكون لوفي مش قادر يتحرك ومش عارف ينط في البحر، ولكن روبن بتستخدم قوه فكهه الشيطان بتاعته وبتاخد لوفي وبترميه في البحر زيهم، وبتظهر فجاه سفينه جومون جيميري اللي بتاخد كل طاقم قبعه القش وبيبداوا ان هم يتحركوا عشان يهربوا من قوات المارينز. وبيقدر فرانك باستخدام مدفع الرياح انه يدفع سفينه جومون جيميري لفوق ويهرب من كل قوات المارينز اللي حاصروه. وبيتحرك طاقم قبعه القش لمدينه الوتر 7 وهم فرحانين بعد ما قدروا انهم ينقذوا روبن وفرانكي، وبيقابل بعد كده لوفي والطاقم بتاعه السيد ايسبرج اللي كان جايب السفينه بتاعته، وبيفرح السيد ايسبرج جدا لان لوفي والطاقم بتاعه لسه بخير. واثناء ما لوفي والطاقم بتاعه بيتكلموا مع السيد ايسبرج بيتفاجئوا بان سفينه جومون جيميري بدات انها تتدمر بسبب ان رحلتها خلاص انتهت في البحر، وبيفضل لوفي يترجى السيد ايسبرج ان هو يصلح سفينه جومون جيميري لان هو مش عايز يستغنى عنها، ولكن السيد ايسبرج بيقول لوفي ان دوت مستحيل وان هو لازم يخلي سفينه جومون جيميري ترتاح دلوقتي وان خلاص رحلتها في البحر انتهت. وبيقتنع لوفي والطاقم بتاعه ان سفينه جومون جيميري خلاص رحلتها انتهت في البحر، وبينزل لوفي والباقيين كلهم من على السفينه وبيولع لوفي النار في سفينه جومون جيميري وبيبدا كل الطاقم ان هو يودعها، وبيكون كل الطاقم حزين جدا لان هما كده خسروا واحد من اعضاء الطاقم بتاعهم وهي سفينه جومون جيميري. وبيقعد بعدها لوفي والطاقم بتاعه في جزيره الوتر 7، وبترجع جزيره الوتر 7 تشتغل زي ما كانت في الاول بالظبط، وبيكون لوفي قاعد مع الطاقم بتاعه وبيتشاوروا في امر ارجاع اسوب للطاقم مره ثانيه، وبيكون لوفي فرحان جدا لان اسوب هيرجع للطاقم وكان هيروح عشان يستقبله، ولكن زورو بيوقف لوفي وبيقول له ان هم مش هيخلوا اسوب يرجع للطاقم مره ثانيه الا لما يعتذر، وبيقول زورو لوفي ان هو لو اتساهل مع اسوب وخليه يرجع للطاقم بالصوره ديت فكده الطاقم بتاعه هيكون ضعيف جدا وانه لازم يكون قائد قوي ويحسم الامر ده بينه وبين اسوب. هو بيتضايق لوفي من قرار زورو وبيكون عايز يضم اسوب للطاقم كده وخلاص، فبيقول زورو ان لو لوفي ما خلاش اسوب يعتذر عشان يرجع للطاقم فهو اللي هيسيب الطاقم وهيمشي. فبيتضايق لوفي في البدايه من قرار زورو ولكن بيفهم قصد زورو وبيقرر ان هو مش هيرجع اسوب للطاقم الا ما يعتذر. وتاني يوم بيجي فرانكي لوفي والطاقم بتاعه وبيقول لهم ان هو قرر ان هو يصنع لهم سفينه بنفسه، وبيقول فرانكي ان السفينه الجديده اللي هيصنعها لهم هتكون قويه جدا لانها هتكون مصنوعه من خشب ادم اقوى خشب في العالم. واثناء ما فرانكي بيشرح
للطاقم طريقة صنع السفينة، بيدخل عليهم نائب الأدرانار جارب وبيضرب لوفي اللي بيكون نايم وبيصوب إصابة خطيرة وبيصحيه من النوم. وبيتصدم سانجي أول ما بيشوف إن لوفي اتصاب بالإصابة ديت، لأن راجل مطاط وما ينفعش إنه يتصاب بإصابات زي ديت. وبيقلع بعد كده جارب القناع اللي كان لابسه، وأول ما بيشوفه لوفي بيناديه باسم جدي، وبيتصدم كل الموجودين لأن جد لوفي هو نائب أدرانار في البحرية. وبيقول لوفي لأعضاء الطاقم بتاعه إن هما ما يقربوش من جده لأن جده قوي جدا وممكن يهزمهم كلهم. وبيقول جارب لوفي إن هو متضايق منه جدا لأن هو كان عايزه يبقى واحد من قوات البحرية وما يبقاش واحد من القراصنة، وإن هو بس كل اللي غاب عنه بعض السنين ورجع والأيام دمر العالم وكمان عليه مكافآت كبيرة. وبيقول بعد كده جد لوفي لوفي على أبوه لأن لوفي ما يعرفش أبوه هو مين. وبيقول جد لوفي إن لوفي هو ابن مونك دي دراجون قائد الجيش الثوري. وبيتصدم كل الموجودين أول ما بيعرفوا باسم أبو لوفي، ولكن لوفي ما بيكونش فاهم هم ليه مصدومين وهو مين أبوه دوت. فبتتعصب نامي على لوفي وبتقوله هو أنت إزاي ما تعرفش دراجون قائد الجيش الثوري. وبتتكلم روبن وبتقول إن زي ما في قراصنة بيحاربوا حكومة العالم ففي كمان جيش ثوري بيحارب حكومة العالم، وإن قائد الجيش الثوري دوت هو دراجون. وبيكون كل أعضاء الطاقم مصدومين من عائلة لوفي واللي بتتكون من نائب أدرينال وكمان قرصان وقائد جيش ثوري. وبيقول بعد كده جرب لوفي إن هو مش هيقبض عليه المرة دي لأن هو حفيده، ولكن لو عمل أي حاجة فهيقبض عليه في المرة الجاية. وبيمشي بعد كده جرب هو قوات المارينز وبيسيب لوفي والطاقم بتاعه. وبيفضل لوفي والطاقم بتاعه قاعدين في جزيرة الوتر سيفن لبعض الأيام، لحد ما بتجيلهم تشيميني وبتقول لهم إن فرانك أخيرا خلص السفينة بتاعتهم. فبيستعد الطاقم عشان يروح يشوف السفينة الجديدة، ولكن عائلة فرانك بتوقف الطاقم وبتطلع عائلة فرانك المكافآت الجديدة اللي اتحطت على رؤوسهم كلهم وبتوريها لهم. وبتكون مكافأة لوفي 300 مليون بيري، ومكافأة زورو 120 مليون بيري، ومكافأة روبن هي 80 مليون بيري، ومكافأة سانجي 77 مليون بيري، ومكافأة نامي 16 مليون بيري، ومكافأة أسوب 30 مليون بيري، ومكافأة تشوبر 50 بيري. وبتقول بعد كده عائلة فرانك لوفي والطاقم بتاعه إن حتى فرانك بقى عليه مكافأة 44 مليون بيري. وبتطلب بعد كده عائلة فرانك من لوفي بتفضل تترجاه إن هو ياخد معاهم فرانك للبحر، لأن فرانك دلوقتي بقى مطلوب من الحكومة العالمية والجزيرة ما بقتش أمان ليه. فبيوافق لوفي وبيقول إن هو يضم فرانك للطاقم بتاعه. وبيتحرك بعد كده لوفي والطاقم بتاعه وبيروحوا المكان الموجود فيه السفينة بتاعتهم، وبيقابلوا هناك السيد آيسبرج. وبيكشف السيد آيسبرج لوفي والطاقم بتاعه عن سفينتهم الجديدة واللي بيكون شكلها رائع جدا. وبيسأل بعد كده لوفي السيد آيسبرج عن فرانكي وهو فين. فبيقول السيد آيسبرج إن فرانك عرف إن هو ينضم للطاقم بتاعكم، فعشان كده مشي لأنه مش عايز ينضم للطاقم وعايز يفضل في الجزيرة لأن هو بيحبها. فبيقول لوفي للسيد آيسبرج إن هو يقنع فرانك عشان ينضم للطاقم. وفي نفس الوقت بتكون عائلة فرانك بدأت إنها تتقاتل مع فرانكي عشان تخليه ينضم للطاقم لوفي لأن الجزيرة بقت خطر عليه. وبتقدر فعلا عائلة فرانك بعد قتالات طويلة إنها تقنع فرانكي إن هو ينضم للطاقم بتاع لوفي. وبينضم فرانك للطاقم بتاع لوفي وبيبدأ إنه يتحرك هو والطاقم عشان يمشوا من الجزيرة، ولكن قبل ما بيمشوا بيجي أسوب وبيفضل يقول لهم إن هم يستنوه، ولكن لوفي والطاقم بيتجاهلوا أسوب لأن أسوب لسه ما اعتذرش. وبيفضل أسوب ينادي على الطاقم لحد ما بيفضل يعيط ويعتذر على كل اللي عمله وبيطلب منهم إن هم يضموا له الطاقم. فبيفرح لوفي جدا لأن أسوب اعتذر وبيمد إيديه وبياخده وبيحطه على السفينة. وبيبدأ بعد كده طاقم قبعات القش إنه يتحرك بسفينتهم الجديدة واللي سموها سوزان سوني، وكمان بعد ما قدروا إنهم يضموا فرانك للطاقم ويرجعوا روبن وأسوب للطاقم مرة تانية. وايه بس كده بيخلص لحد هنا الجزء السابع من حكاية لوفي، وان شاء الله هيكون في اجزاء كتير من انمي وان بيس موجودة على القناة، بالاضافة الى اجزاء كتير من انمي بورتو وانميات تانية كتير. فما تنسوش بقى تشتركوا في القناة عشان نوصل لاكبر عدد من المشتركين، وكمان اشتركوا في قناة فور تيكت انمي لان ديت القناة الاحتياطية للقناة اللي احنا فيها، واللي هينزل فيها كمان ملخصات لانميات تانية وحاجات تانية كتير، فاشتركوا فيها واستمتعوا بالحاجات الجامدة جدا اللي جاية في الطريق. وبس كده، سلام.